السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي حكاية جديدة. والحكاية ديال اليوم من الحكايات القديمة والقديمة بزاف، والأغلبية فيكم غادي يكون كيعرفها وسمعها سواء من عند ماما ولا جداه ولا جدو، ولكن ما فيها باس نعود نذكركم بها ونرجعكم لهذاك الماضي الجميل اللي كنا كنسمعوا فيه الحكايات من عند الجداد ديالنا ولا الجدود ديالنا. والحكاية ديالنا كيف ما شفتوا في العنوان هي عزة أم عزيزة ولا عزة أم عيزة. بسم الله باش بديت وعلى النبي صليت. كان يا ما كان يا سادايا كرام في سالف العصر والأوان، وكان حتى كان حتى كان الحبق السوسان في حجر النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام، وحتى كانت للا الستوت والمتوت والله يرحمها يوم تموت، تدوز من عين البرا وتقول واسعة عليا، وتدوز من عين المخيط وتقول ضيقة عليا، وكانو كان وحتى كان العمى يخيط الكتان، والطرشة تجيب الخبار من كل مكان، والعرجة تنقز الحيطان، وحتى كان الطاق والطرطلاق والحول مشوي فوق من الوراق، وحتى العواد وناكلو أنا وولاد الجواد. يحكى يا سادة يا كرام أنه في واحد الغابة بعيدة كانت عايشة واحد المعزة مع وليداتها، وهاد المعزة كانوا عندها ثلاثة الوليدات، وفي رواية أخرى كانوا عندها أربعة المعيزات، وفي رواية أخرى كانوا عندها سبعة ديال المعيزات، ولكن حنا غادي نختاروا السهلة فيهم واللي هي ثلاثة المعيزات، عزة أم عزيزة وخني في استرماد. وخنيفيس الرماد كانت هي الصغيرة فيهم لأنها كانت دائما مخشية في الرماد. هاد المعزة مرة كانت كتخرج وليداتها قدام باب الدار باش يسرحوا شوية ويرعوا شوية، ولكن دغيا كتعاود ترجعهم للدار. علاش؟ لأنه كان واحد ديب في ديك الغابة معروف بأنه متوحش، واللي لقاها قدامه كي يأكلها ويصفيها لها. وهاد المعزة ملي كانت كتبغي تمشي تخرج بوحدها باش تجيب الماكلة وتجيب الشراب لوليداتها، كانت كتخليهم في الدار وتسد عليهم وكتوصيهم واحد الوصايا، كتقول لهم ردوا بالكم مزيان من الديب اللي كاين في هاد الغابه، حيت لا جا للدار ولقاكم غير بوحدكم راه غادي ياكلكم كاملين، واللي خصكم تعرفوا باش تفرقوا ما بيني انا وما بين الديب هو انا الرجيلات ديالي بيضين والديب الرجلين ديالو كحلين، والصوت ديالي انا ناعم ورقيق والصوت ديال الديب خشين وفيه بزاف ديال الرعب، فلا جا عندكم للدار وانا ما كايناش وقال لكم حلوا لي الباب، ما تحلوش لي الباب لانكم الا مشيتوا تحليتوا ليه غادي ياكلكم كاملين. في كل مره كانت كتبغي تخرج كتقول لهم هذا الكلام هذا، وكتمشي تقلب لهم على الماكله وعلى الشراب وعلى داك الشيء كامل اللي خاصهم، وملي كترجع لعندهم كتدق في الباب وكتقول لهم على الكلمه السريه ولا المود باس اللي كاين بينها وبين ولادها، باش لا سمعوا الصوت ديال امهم والكلمه السريه اللي كاينه بينه وبينهم غادي يتعرفوا على الام ديالهم ويفتحوا الباب ويكونوا مهنين من اي مشكله. والكلمة السرية ولا المود باس اللي كان بيناتهم هو الأم اللي كتجي عند الباب كتدق وكتقول لهم عزة معي زيزة خني في استرماد حلوا الباب هاني جيت، جبت لكم الربيع في قريناتي والغيس في رجيلاتي والحليب في ضريعاتي والماء في قمقومي حلوا الباب هاني جيت. قمقومي هو فمها. عزة ومعي زيزة وخني في استرماد ملي كانوا كيسمعوا هذا الصوت كيتعرفوا على الأم ديالهم وكيحلوا لها الباب وكينعموا بديك الماكله وداك الشراب اللي جابت ليهم وبخير وعلى خير. مشات ليام وجات ليام يا سادايا كرام، والمعيزه ووليداتها كانوا دائما على هذا الحال. الديب اللي كان في ديك الغابه كان واحد الديب ماكر وذكي، والفرائس ديالو كان دائما كيصيدهم بشي طريقه ذكيه وفيها بزاف ديال التحرميات، الا هاد المعزه هادي والوليدات ديالها. في يوم من الايام يا سادايا كرام المعيزه قبل ما تخرج مع الباب قالت الكلمة السرية اللي كاينه ما بينها وبين وليداتها، والديب كان مدرق ورا واحد الشجرة وكيسمع هذاك الكلام اللي كانت كتقول المعزة الأم، وحيت هو ذكي وفيه بزاف ديال التحرميات بقى عاقل على هذاك الكلام اللي كانت كتقول المعزة واللي هو كان الكلمة السرية ما بين المعزة ووليداتها. خلى المعزة حتى سلمت على وليداتها ومشات باش تجيب لهم الماكلة والشراب، هو يجي كيتسلت بشوية بشوية وقف حدا الباب وجلس كيتسنى ربما شي معيزة من دوك المعيزات يسخن عليها راسها وتحل الباب وتخرج ويلقاها قدامه، ولكن عزة ومعيزيزة وخنيفيس الرماد كانوا عارفين الا خرجوا من الباب غادي يلقاو الديب قدامه. الديب جلس قدام الباب كيتسنى لساعات وساعات، ولكن حتى وحده من دوك المعزات
ما خرجت من قدام الباب. هنا الديب هي طيح لي واحد الفكرة ذكية وحريمية باللي حس أنه قرب الوقت ديال الأم ديالهم ترجع لعندهم. مشى حدا الباب وبدا كيدق وهما يقولوا لي المعيزات شكون اللي في الباب، وهو يقول لهم عزة معيزيزة خني في استرماد حلوا الباب هاني جيت، جبت لكم الربيع في قريناتي والغيس في رجيلاتي والحليب في ضريعاتي والماء في قمقومي حلوا الباب هاني جيت. عزة ملي سمعت الكلمة السرية ولا المود باس تمت غدا كتجري حدا الباب باش تحلو. هي تحبسها مع عزيزة وقالت لها هداي هاد الصوت هذا بل يخشين شوية وما كيشبهش لهذاك الصوت ديال الأم ديالنا. وهما يقولوا لي انت ماشي الأم ديالنا، أكيد انت الديب وجاي كتحايل علينا باش تاكلنا كاملين. الديب ملي سمعهم قالوا بحال هكا عرف باللي راه عاقوا به وما غاديش يحلوا ليه الباب. مشى كيقلب على شي بلاصة اللي فيها النمل حتى لقاها، باللي لقى الغار ديال النمل خشي يديه وبدا كيجبد في النمل وكياكل فيه هكا باش يولي الصوت ديالو رقيق وناعم يولي بحالو بحال ديال المعزه. ملي كلا النمل رجعوا تاني للدار ديال المعيزات وبدا كيدق عليهم. المعيزات ملي سمعوا الدقان قالوا شكون، وهو يقول لهم عزة معيزيزة خني في استرماد حلوا الباب هاني جيت، جبت لكم الربيع في قريناتي والغيس في رجيلاتي والحليب في ضريعاتي والماء في قمقومي حلوا الباب هاني جيت. المعيزات ملي سمعوا هذاك الصوت رقيق وكيشبه ديال الام ديالهم قالوا هدا هذه واقيلا الام ديالنا رجعات. عزه ومعيزيزه مشاو كيجريو باش يحلوا الباب، هي تبعهم خنيفي استرماد وقالت لهم هداو بلاتي خليونا نشوفوا اللون ديال الرجلين ديالو واش ديال الام ديالنا ولا ديال هذاك الديب اللعين. مشاو كيطلعوا من التحت ديال الباب كيبان لهم الرجلين ديال الديب كحلين وماشي بيضين بحال الرجلين ديال الام ديالو، وهما يقولوا ليه انت ماشي الام ديالنا وانما الديب اللاعين جيتي عاوتاني باش تاكلنا. قال لهم حلوا عليا الباب راه انا امكم، قالوا ليه لا انت ماشي الام ديالنا لان الام ديالنا الرجلين ديالها بيضين وانت الرجلين ديالك كحلين، انت الديب اللاعين جيتي باش تاكلنا عاوتاني. الديب شتد الغضب ديالو ومشى يحماق لانه ما قدرش يوصل لهذوك المعيزات. مشى لعند الخباز وقال لي اعطيني شويه ديال الدقيق راه بغيت نعجن به الخبز. الخباز قال لي اش من نهار انت كنتي كتاكل الخبز ياك كتاكل غير اللحم وكتاكل الجيفه وتاكل غير الحيوانات. قال لي هاودي صافي عفا الله دابا وليت باغي ناكل الخبز وما بقيتش باغي ناكل اللحم. الخباز شاف تاعيا وفي نفس الوقت خاف من الديب وعطاه الدقيق. الديب شد هذاك الدقيق ومشى حتى لقدام باب الدار ديال المعيزات وكبوا على الرجلين ديالو وتبدل اللون ديالهم من الكحل ولاو بيضين. وهو يدق في الباب عاوتاني وهما يجاوبوه المعيزات وقالوا ليه شكون اللي في الباب، وهو يقول لهم عزة معيزيزة خني في استرماد حلوا الباب هاني جيت، جبت لكم الربيع في قريناتي والغيس في رجيلاتي والحليب في ضريعاتي والماء في قمقومي حلوا الباب هاني جيت. المعيزات ملي سمعوا هذا الصوت هذا قالوا هذه 100% الام ديالنا، وهي تقول لهم خني في استرماد وياكم بلاتي خليونا نطلعوا على الرجلين ديالو واش رجليه بيضين ولا كحلين، لا كانوا بيضين راه هذه هي الام ديالنا واذا كانوا كحلين راه 100% هذاك الديب اللعين عاوتاني رجع باش ياكلنا. ملي تحضروا لتحت باش يطلعوا من الشقه ديال الباب كيبانوا لهم الرجلين ديال الديب بيضين ويحسب لهم هذيك هي الام ديالو. وهنا يا ساده يا كرام غادي يوقع ما لم يكن في الحسبان. من بعد ما داز على الديب الويل الطويل باش يوصل لهذوك المعيزات ومن بعد ما استعمل كاع الطرق والتحرميات والفعيل ديالو وما قدرش يوصل ليهم، هاد المره قدروا المعيزات يحلوا الباب وغادي يدخل عليهم الديب. ملي دخل وسط من الدار ما صدقش راسو ملي لقى راسو غير هو والمعيزات بثلاثة. غادي ينقز على عزة مسكينه هي الاولى غادي يسرطها. ملي كمل عزة داز المعيزيزه حتى هي تلاح عليها وهو يسرطها. بقات ليه المعيزه الصغيره واللي هي خني في استرماد. وترني المعيزة الصغيرة خني في استرماد كانت هي الذكية في خواتاتها. ملي شافت الديب دخل مشات كتجري ودخلت في الرماد وتخزنات. الديب ملي كلا عزة وكلا معيزيزة كيتلاف تيقلب على المعزة الثالثة ما لقاش ليها الآثار. وعيا ما يشم ويشمشم ويدور في هذيك الدار ما طاحش على المعيزة الصغيرة فين كاينة ولا فين مخزونة. ملي شاف هكاك قال مع راسو أنا كليت جوج معزات شبعوني وفاتوني الشبع عليه. ما بقى سول على المعزة الثالثة ضرب الباب وراه وخرج بحالاته. بقى كيدور وسط من الغابة يدور وهو شبعان وفرحان مع راساته. إيوا كيف ما تيقولوا الكرشي إلا شبعات كتقول الراس غني والغنى ديال الراس هو النعاس.
الديب ملي حس براسو تقيل وشبعان مشى يدير القيلوله في البلاصه ديالو. فالوقيته اللي مشى الديبين على الشويه غدا تجي الام ديال المعيزات. ملي وصلت قدام باب الدار كيبان ليها الباب مترع، غير شافتها هكاك عرفت باللي شي مصيبه وقعت، و100% غادي يكون الديب دخل على المعيزات. حطت داكشي كامل اللي كانت جايبه معها ديال الماكله ومشات كتجري دخلت للدار. ملي دخلت للدار كتعيط عزام عزيزه خنيفيس الرماد هاني جيت هاني جيت، ولكن مع الاسف لا حياه لمن تنادي. المعيزه عاوتاني كتعاود تعيط على بنيتها عزام عزيزه خنيفيس الرماد حلوا الباب هاني جيت. بقات المعزه الام مسكينه كتغوت على وليداتها ولكن حتى واحد ما كان كيجاوبها. واحد شويه هي تخرج خنيفيس الرماد من وسط الرماد، شافتها امها فرحت بها ومشات كتجري عندها وعنقتها. قالت ليها فين هما خوتك؟ قالت ليها امي ملي خرجتي واحد شويه جا الديب وهدار وهدار وهدار. عقنا به في المره الاولى وما حليناش عليه الباب، وعقنا به في المره الثانيه وما حليناش عليه الباب، ولكن في المره الثالثه قدر انه يتبدل الصوت ديالو وبدل اللون ديال الرجلين ديالو، وما عرفناش واش هو انت الام ديالنا ولا الديب. لكن في الاخير طلع الديب وكل عزه وكل معزيزه، وانا تخزنت وسط من الرماد. هنا المعزه الام غضبت واحد الغضب شديد وقررت انها تنتقم من الديب. مشات هزت المقص والمخيط والخيط ومشات كتجري كتقلب على الديب وسط من الغابه. جرات حتى عيات وسط من الغابه ما لقاتوش، عرفته غادي يكون في البلاصه ديالو. ملي مشات لعندو لقاتو ناعس وشبعان نعاس وما كاينش في هذا العالم. مشات كتقرب منه بشويه بشويه لانها عارفه هذاك الديب واحد الديب محتال وذكي، وكاع الالاعيب والقوالب والتحرميات كيعرف ليهم. كتقرب منه بشويه 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 ولكن الديب كان ضاربها بنعسه وما كاينش في هذا العالم. ملي قربت حداه كتبان ليها الكرش ديال الديب فيها شي حاجه كتحرك لداخل. هنا الام المعزه قالت 100% هادو وليداتي باقين حيين وما ماتوش. شدات هذاك المقص اللي جابت معاها وحلات الكرش ديال الديب وجبدت عزه هي الاولى وجبدت معزيزه هي الثانيه. ملي جبدتهم لقاتهم مساكن باقين حيين ولكن سخفانين. المعزه ملي جبدت وليداتها مشات كتقلب على الحجر اللي كاين في جنب الواد وخشاته لهذاك الديب في الكرش ديالو وخيطت ليه الكرش ديالو وهزت وليداتها ورجعت لدارها. الديب ملي فاق بالنعاس كيحس بالكرش ديالو ثقيله، ولكن داك الشبع اللي كان شبعان ما بقاش حاس به، وفوق من هادشي كان كيحس بزاف ديال العطش. هنا الديب ما فهم والو ومشى كيجري لجنب الواد باش يشرب الماء. ملي وصل حدا الواد حضر القمقم ديالو باش يشرب الماء، هذاك الحجر اللي كان في الكرش ديالو تقل عليه ودفعوه لقدام وهو يطيح في الواد. ملي طاح في الواد هذاك الحجر كان ثقيل بزاف وهو يهبط للقاع ديال الواد. وهكذا يا ساده يا كرام الديب بقى حاصل وسط من القاع ديال الواد. المعزه ملي رجعت للدار عطات لوليداتها عزه ومعزيزه يشربوا الحليب وياكلوا الربيع، هما يتفدفدوا واحد شويه وفاقوا من داكشي اللي كان وقع لهم. ملي حلوا عينيهم كيلقاو الام ديالهم حداهم وهما يطيروا بالفرح، وهما يسولوا امهم وقالوا ليها كيفاش درتي حتى عتقتينا، وهي تعاود لهم داكشي كامل اللي وقع لها مع الديب. الديب ملي طاح في القاع ديال الواد ما كان اللي عتقو وما كان اللي يجي يساعده، وبقى هكاك حتى لقى الجزاء ديالو ومات. وهكذا يا سادة يا كرام الديب خد الجزاء ديالو، والمعيزة رجعت تعيش مع بنيتها في خير وسلام وفي أمن وأمان، ومشات حكيتي من واد الواد وبقيت أنا مع ولاد الجواد. وهاد الحكاية ديال المعزة والديب ولا ديال عزة ومعزيزة ما هي إلا واحد الحكاية كتمثل هذاك الصراع اللي كاين ما بين الخير وما بين الشر. والمعزة والوليدات ديالها في هاد الحكاية كتمثل الأم والكفاح ديالها من أجل الحفاظ على وليداتها، والديب في هاد الحكاية هادي كيمثل داك الانسان الشرير اللي كيقلب دائما على الشر والمكيده. والاكيد انه كاين بزاف ديال الامهات في الحياه ديالنا اللي كيشبهوا لهاد المعيزه هادي ووليداتها، والاكيد انه كاينين بزاف ديال الناس اللي كيشبهوا لهاد الديب وكيضلوا النهار وما طالوا هما كيقلبوا غير على الشر والمكر والحقد والحسد والضرر للناس. وهاد الحكايه ديال عزه ومعزيزه ما هي الا حكايه من بزاف ديال الحكايات اللي كيمثلوا الحياه الواقعيه ديالنا. وهنا كنوصلوا لنهاية هذه الحكاية هذه، وكنتمنى أنها تكون عجبتكم وتكونوا استمتعتوا بها كيف ما أنا استمتعت بها. وإلا عجبتكم من طبيعة الحال ما تنسوش تديروا لايك للفيديو وتخليوا واحد تعليق وتبارتاجيوها مع الأصدقاء ديالكم. كان هذا كل شيء اليوم، تهلاو ليا في راسكم والسلام عليكم. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد.
وفي حكاية جديدة. وحكايتنا اليوم من حكايات الزمن الجميل واللي هي بساط الريح. الأكيد أن بزاف منا غادي يكون عاقل على هذه الحكاية هذه، ولكن كنظن أن قليل من الناس اللي باقين عاقلين على التفاصيل ديالها. داكشي علاش جيت باش نذكركم في هذه الحكاية ولا في هذه القصة، لأنه كاين فرق ما بين الحكاية وما بين القصة. القصة كيكون الكاتب ديالها معروف، والحكاية ما كيكونش الكاتب ديالها معروف، وإنما كيتناقلوها الناس ما بيناتهم أبا عن شد. والكاتب ديال هذه القصة هو كامل كيلاني، والأكيد أن هذه القصة هذه داروا عليها بزاف ديال الأفلام سواء عربية ولا غربية. فمن طولش عليكم وندوزوا القصة، لكن قبل ما نبداو ما تنساوش تكبروا الشاشة وتطلقوا البشاشة وتحيدوا الهباشة وتبقوا معايا حتى نهاية الفيديو. كان يا ما كان يا سادة كرام في سالف العصر والأول، وكان حتى كان في واحد من البلدان واحد السلطان سميته محمود. وهذا السلطان تعرف بالحكمة والذكاء ورجاحة العقل. والسلطان محمود كانوا عنده ثلاثة الأولاد، يعني ثلاثة الأمارة. الولد الكبير كان سميته حسن، والمتوسط سميته علي، والصغير كان سميته أحمد. ومن طبيعة الحال لكان الأب معروف بالحكمة وبرجاحة العقل، فمن الطبيعي أنه يدوز داكشي كامل لوليداته. أولاد السلطان محمود كانوا مربين تربية حسن، وكان الأب ديالهم ما مقصرش معاهم في التعليم والتعلم، وأحسن حاجة كانت فيهم هي الحب المتبادل ما بين الإخوة. وحتى الأب ديالهم السلطان محمود التعامل ديالو مع أولاده ما كان كيفضل حتى واحد على الآخر، وهذا الشيء كامل كان كيخليهم يحسوا بواحد الدفء عائلي وبالحب والرحمة ما بيناتهم. السلطان محمود قبل ما يتولى الحكم كان الأخ ديالو هو السلطان ديال البلاد، ولكن من بعد ما توفاته المانية جا السلطان محمود في بلاصته، وقبل ما يموت خلى البنت الوحيدة اللي كانت عنده وسميتها نور النهار، وكانت آية من الجمال. نور النهار حتى هي ما كانتش كتختلف على أولاد السلطان محمود، والسلطان محمود كان كيعاملها بحال ولاده وما كيفرقش بيناتهم، وحتى هي حرص على التعليم ديالها وعلى التربية ديالها تربية حسنة. وبالتالي حتى الأمراء بثلاثة كانوا كيتعاملوا معاملة حسنة مع نور النهار، وكانوا كيحسبوها واحد منهم. مشات الأيام وجات الأيام يا سادة يا كرام، نور النهار كبرات وولات واحد الفتاة يافعة، وكل ما كبرات وكل ما كيتزاد الجمال ديالها ورجاحة العقل ديالها. السلطان محمود ملي بانت ليه نور النهار كبرات وولات واحد الفتاة ديال الزواج، بغي يزوجها لواحد من ولاده، ولكن المشكلة هو أن السلطان محمود ما كانش كيقدر يفرق ما بين الوليدات ديالو، وكان كيتعامل معاهم كاملين المعاملة ديال واحد، فخاف أنه لا زوجها لشي واحد فيهم غادي يتقلقوا الآخرين. هنا السلطان محمود بقى في حيرة من أمره، وكيخمم كيفاش غادي يدير باش يزوج واحد من ولاده للأميرة نور النهار بدون ما يتقلقوا الآخرين. ومن بعد تفكير عميق اللي دام أيام وشهور، قرر السلطان محمود أنه يدير واحد المسابقة لوليداته، واللي ربح فيها هو اللي غادي يدفر بالزواج من الأميرة. وهذا الشيء من طبيعة الحال من بعد ما يتشاور مع الأمير، السلطان محمود عيط على ولاده واجتمع معاهم باش يهضر معاهم على هذا الموضوع. ملي تجمعوا كاملين قال لهم ودي أنا بغيت نزوج واحد فيكم بالأميرة نور النهار، ولكن ما عرفتش شكون هو اللي غادي نقدر نزوجه بالأميرة نور النهار، حيت لا زوجت واحد فيكم الجوج الآخرين غادي يتقلقوا. داكشي علاش انا قررت انني غندير لكم واحد المسابقه، واللي غادي يربح في هذه المسابقه هذه هو اللي غادي يدفر بالزواج من الامير. حسن وعلي واحمد بثلاثه كانوا حتى هما طامعين انهم يتزوجوا بالاميره، لانها واحد البنت كبرت معاهم، كيعرفوا الاخلاق ديالها، كيعرفوا العلم ديالها، كيعرفوا رجاحه العقل ديالها، يعني وحده منهم وفيهم. ولكن حتى واحد فيهم ما كان قادر يفاتح الاب ديالو بالزواج من الاميره، وملي هضر معاهم باهم على هذا الموضوع هذا بحال الا جاتهم على قلبهم. قال لهم ودي غادي تخرجوا تسافروا بثلاثه بكم، وغادي تجلسوا في هذا السفر هذا لمده سنه، وغادي تمشيوا تجولوا في البلدان وتتعرفوا على الناس وتتعرفوا على الثقافه ديالهم، واللي جاب فيكم اثمن حاجه واغلى حاجه اللي عندها واحد ثمن بايض واللي ما كيتقدرش بثمن هو اللي غادي يقدر يضفر بالزواج بالامير. وهنا بيني وبينكم وباش ما يسيقش الخبر السلطان محمود، الكلام اللي كان كيقول السلطان فيه بزاف ديال الحكمه وفيه بزاف ديال القراءات وسط الصدور، ولكن الأمراء بثلاثة ما فهموش المعنى ديال الكلام اللي كان كيقصد الأب ديالو. السلطان محمود درك بأن ولادو مشاو قانفين، وهو عيط على الحكيم ديال القصر واللي كان سميتو أزاد. ملي اجتمع مع الحكيم قال ليه ودي راه بغيت نزوج واحد من وليداتي وما قدرتش نختار واحد منهم، ورا درت لهم واحد المسابقة وكلهم راهم موافقين، ولكن كيبان لي بأنهم راه ما فهموش الكلام اللي بغيت نقصد. داكشي علاش غادي نوكلك أنت بصفتك حكيم ديال البلد وبصفتك حكيم ديال المملكة، غادي تمشي تهضر مع الولاد ديالي وغادي تحاول تقرب لهم المعنى ديال الكلام اللي قلت لهم، وكنتي حتى تقولوا لهم ديريكت وهنينا الحاج الله يهديك تبقى تعذب فينا حنا كل ساعه نزيدوا نهضروا. الحكيم أزاد قال للسلطان بان هذا القرار هذا اللي درتي قرار فيه بزاف ديال الحكمه، داكشي علاش ما تخممش انا غادي نمشي نهضر مع الدراري
وغادي نفهمهم اشنو كنتي كتقصد. ملي اجتمع الحكيم مع الامراء قال لهم ودير الاب ديالكم، ها قال لي وها قال لي وها قال لي. داكشي علاش قبل ما تسافروا بغيت نقول لكم هذا الكلام هذا باش تسلحوا به في السفر ديالكم. قال لهم ودي باش نقرب لكم الكلام اللي كان كيقصد الاب ديالكم، الاشياء الثمينه واللي ما كتقدرش بثمن، ما كتقتصرش على المال ولا على الذهب ولا على الفضه ولا على الزمرد ولا على اللؤلؤ والمرجان، وانما كاين بزاف ديال الاشياء اللي كنقدروا نتعلموها في الحياه ديالنا اللي غادا تنفعنا وتنفع الناس اللي دايرين بينا، وعلاش لا ما تنفعش المملكه كامله. داكشي علاش الا مشيتوا للسفر ديالكم ولقيتوا شي حاجه اللي غادا تقدر تنفع البلاد ديالكم حاولوا تعلموها، وملي ترجعوا جيبوها باش تستافد البلاد والعباد. وربما معلومه واحده اللي غتعلموها في هذا السفر هذا غادا تقدر تنفع البلاد ديالكم اكثر من انكم لجتوا الزمرد ولا المرجان ولا الذهب ولا الفضه. داكشي علاش كونوا حريصين على انكم تعلموا اي حاجه اللي غادي تقدروا تنفعوا بها راسكم والمملكة ديالكم. هنا الأمراء بثلاثة فهموا تقريبا أشنو كان كيقصد الأب ديالهم بالكلام اللي كان كيقول من بعد ما ساعدهم الحكيم باش يفهموا. ومن بعد واحد المدة قليلة جهز لهم السلطان محمود العتاد ديالهم وداكشي اللي غادي يحتاجوه في السفر ديالهم، وقال لهم توكلوا على الله. ومشاو الأمراء شدوا الطريق ديالهم للسفر وبقوا غادين لمدة 7 أيام. من بعد ما داز أسبوع على السفر ديالهم وصلوا لواحد البلدة فيها مفترق الطرق وفيها ثلاثة ديال الطرقان، وكل طريق كتدي لواحد البلاد. وقرروا أنهم يباتوا في ديك الليلة في ديك القرية، والغد ليه في الصباح كل واحد فيهم غادي يتوكل على الله ويشد الطريق ديالو للسفر للبلاد اللي باغي يمشي ليها. ومن بعد ما غادي يدوز عام على السفر ديالهم غيعاودوا يتجمعوا ويتلاقاو في نفس البلاصة اللي تفرقوا فيها. وهكذا كان يا سادة يا كرام، ملي صبح الصباح كل واحد في الأمراء شد الطريق ديالو لواحد البلاد. الأمير حسن اللي هو الأخ الأكبر شد الطريق ديالو لمدينة بسنجار، وباش يوصل لمدينة بسنجار دامت الرحلة ديالو 3 أشهر. ملي وصل الأمير حسن لمدينة بسنجار غادي ينبهر بالعمران ديالها وبالهندسة ديالها وبالآثار ديالها وكذلك الأسواق والمعابد والمعاهد ديالها. الأمير حسن ما بغى يضيع حتى شي فرصة في هذا السفر هذا، وبدا كيدور في داكشي كامل اللي شافوه في هذيك المدينة، وأي حاجة تعلمها دارها في واحد الكتاب اللي غادي يبقى عنده ملي يرجع للبلاد ديالو يكون مرجع ليه باش يشوف هادشي كامل اللي استفد منه في هاد السفر. وبقى الامير حسن في بسنجار ودار علاقات مع التجار، وبقى كيتردد على الاسواق ديالها باش يتعلم التجاره ويتعلم بزاف ديال الحوايج كيف ما كيشوفهم في ديك البلاد. بل اكثر من هذا وصل حتى للسلطان ديال البلاد باش يربط معها علاقات لربما في يوم من الايام يحتاجوا انه يكون بيناتهم تبادل تجاري. وكان من اكثر الاشياء اللي عجبته بزاف هذيك المدينه هي الاسواق ديالها اللي كان كيتردد عليهم تقريبا يوميا. في يوم من الايام يا ساده يا كرام، الامير حسن كان غادي للسوق وكيبان ليه واحد الجوقه ديال الناس مجموعين على واحد الدلال، والدلال كيف ما كنقولوا حنا في الدارجه العاميه ديالنا هو الشناق، داك الانسان اللي كياخذ واحد البياسه ولا واحد الحاجه من عند مولاها اللي باغي يبيعها وكيديها للسوق وكيبقى يدلل فيها حتى كتجيب الثمن ديالها وكيبيعها وكيعطي الفلوس لمولاها وكيدور معاه سوى البيع سوى الشاري كيدور. وباقى هاد العمليه في بزاف ديال الاسواق في المغرب. الامير حسن ملي شاف الناس مجوقين على هذاك الدلال مشى حتى هو كيشوف اشنو كيبيع هذاك السيد، لقى هاز واحد الزربيه باغي يبيعها وكيقول باللي هاد الزربيه هادي فيها العجب العجاب وطالب فيها واحد الثمن اللي هو باهظ واللي كيتقدر ب 30 قطعه ديال الذهب. الامير حسن كيشوف هذيك الزربيه كتبان ليه زربيه عاديه بل زربيه باليه اللي ما تجيبش حتى الجدريه اللي كنقولوا حنايا، وبقى كيستغرب علاش هذاك الدلال كيطلب هاد الثمن هذا كامل في هذيك الزربيه. هنا الامير تزاد الفضول ديالو ويسول هذاك الدلال، قال لي زعما اشنو غادا تكون كدير هاد الزربيه هادي اللي انت كتطلب فيها هاد المبلغ هذا كامل. قال لي هذاك الدلال لو كان تعرف القيمه ديال هاد الزربيه هادي ما غاديش تسولني هاد السؤال. واكثر من هذا صاحب هاد الزربيه هادي ما بكانش باغي يبيعها لولا الظروف اللي هو فيها اللي خلاته يبيع هاد الزربيه، ويقول لي الامير اشنو كاع كدير هاد الزربيه هادي باش تطلب فيها الثمن كامل. قال لي هودي هاد الزربيه هادي الا طلعتي فوق منها بمجرد ما تستوي فوق منها كتقدر تطير بك لاي بلاصه بغيتيها ولاي بلاد بغيتي تمشي. هنا الامير حسن تزاد صدمه على صدمه، كيفاش الزربيه غادي نقدر نطلع فوق منها وغادي نطير بها؟ ربما هذا السيد هذا غير كيكذب علينا باش يبيع لنا هذه الزربيه هذه بواحد الثمن باهظ، وهو يقول لي كيفاش غتثبت لي بان هذه الزربيه هذه كتقدر تطير؟ قال لي هذاك الدلال الا كنتي فعلا شاري انا غادي نقول لك كيفاش هذه الزربيه هذه كطير، ولكن لما كنتي شاري بلا ما نصدع معك راسي. الامير جاته الانافه وقال لي لا انا شاري هذه الزربيه هذه ولكن خصني نتاكد بانها كطير وهذه الهضره اللي كتقول صحيحه وماشي غير طالقه علينا
كي تنقول واحد شويه الامير شد هذيك الزربيه وبدا كيتملس فيها بشويه لانه ما كانش مصدق داك الكلام اللي كان كيقول داك الدلع. وملي تملسها كيحس بان الثوب ديالها ولا الخيط ديالها مخدوم بواحد الطريقه غريبه وماشي بحال الزربيات الاخرى، وحتى الوزن ديالها كان خفيف بزاف مقارنه مع الحجم ديالها. هنا بحال الامير درك بان داك الكلام اللي كيقول داك الدلال فيه نوع من الحقيقه. الدلال بالخبره ديالو عرف بان الامير باغي يشري هاد الزربيه هاد. بل واكثر من هذا عرفوا بانه براني وماشي من هاد البلاد، وهو يقول لي واش هز معاك القيمه ديال هاد البساط ولا هاد الزربيه هادي. وهو يقول لي الامير في الحقيقه انا ما هزش معايا هاد القيمه هادي، ولكن الا بغيتي تمشي معايا للفندق اللي انا جالس فيه نعطيك الامانه ديالها، ولا تبت فعلا ان هادشي اللي كتقول صحيح غادي نعطيك اكثر من القيمه ديالها الا بغيتي. الدلال قال لي سيدي ما بعيده غتادلا، التادلا زدتها من عندي، عرفتي شنو غادي دير؟ غادي تطلع معايا فوق من الزربيه وغادي نمشي انا وياك حتى للفندق ديالك باش تجبد لي القيمه ديال هاد الزربيه هادي، وغادي تاكد براسك بان هاد الشيء اللي كنقول لك راه حقيقي وماشي غير تخرف. الامير جاتو على قلبه قال دابا غادي نعرف الحقيقه من الكذوب. طلع هو وداك الدلال فوق من البساط ولا فوق من الزربيه، بمجرد ما استوى بجوج فوق الزربيه قال لي هذاك الدلال دينا الفندق اللي كاين فيه هاد السيد هذا، وسبحانك يا جليل وكانه السحر هذيك الزربيه تهزات من فوق من الارض وطارت بهم وكانها طائر يحلق في السماء. الامير حسن ملي شاف راسو فعلا طاير في السماء وطالع الفوق وكيشوف مدينه بسنجار كامله وكيشوف الحدائق ديالها والقصور ديالها والمعابد ديالها ما صدقش راسو من كثره ما كان داكشي خيالي بالنسبه له. وما هي الا لحظات حتى وقفاتهم الزربيه قدام الفندق اللي جالس فيه الامير. ملي وصلوا قدام الفندق نزل الامير ونزل الدلال بحال كانوا راكبين فوق من شي طائر. الامير مشى كيجري للفندق وجاب معاه 40 قطعه ذهبيه وعطاها لهذاك الدلال وقال لي كتستحق الثمن هذا على الزربيه اللي بعتي ليا. الدلال قبل ما يمشي في حالته قال الامير قبل ما نمشي عندي لك واحد الحاجه مهمه خصني ضروري نقولها لك. قال لي الامير اما هي؟ قال لي هودي صاحب هاد الزربيه هادي لولا الحاجه ما كانش غادي يبيعها، داكشي علاش ملي سلمها ليا وقال لي اديها تبيعها في السوق طلب مني بان هاد السيد هذا اللي غيشريها خصو يتهلا فيها ويعاملها معامله مزيانه لانها كتسوى بزاف وكثر من القيمه ديال هادشي باش باع. الامير قال لي ما توصيتي مع البكاه، هاد الزربيه غادي نحطها في العينين ديالي، لانه بينه وبين راسو كيقول ممكن هاد الزربيه هادي الا ديتها الاب ديالي غادي تكون هي الحاجه الثمينه واللي ما كتقدرش بثمن واللي نقدر من وراها نضفر بالزواج من الاميره. وبقى الامير حسن في مدينه بسنجار وكيتعلم الهندسه والمعمار والعلاقات ما بين التجار وما بين الملك وحتى الامراء اللي كاينين في ديك المدينه. وملي قرب الوقت اللي خصو يرجع للبلاصه اللي تفرق فيها مع الاخوه ديالو خدا بساط الريح وطلع فوق منه وقال ليه ديني البلاصه اللي تفرقت فيها مع الاخوه ديالي. وفرمشت عيني يا ساده يا كرام وكانه السحر الزربيه ارتفعت من الارض وطارت بالامير حسن وموقفت به حتى البراصة اللي تفرق فيها مع الإخوة ديالها. ملي وصل الأمير حسن لديك البلاصة اللي تفرقوا فيها مشى لذاك الفندق اللي كانوا باتوا فيه. ملي وصل كان كله شوق ولهفة باش يتلاقى مع الخوت ديالو وباش يعرف حتى هو أشنو جابوا معاهم، ربما يكون شي واحد جاب حسن منه وهو اللي غيدفر بالزواج من الأميرة. لكن ملي وصل وصل قبل من الوقت لأنه استعمل بساط الريح اللي وفر عليه بزاف ديال الوقت باش يوصل لديك البلاصة. وجلس الأمير حسن في ذاك الفندق وكيتسنى الإخوة ديالو باش يجيو ويشوف أشنو جابوا حتى هما. وأما الأمير علي من بعد ما تفارق مع الإخوة ديالو وسلم عليهم قرر أنه يشط الطريق ديالو لواحد المدينة اللي كانت سميتها شيراز. ومدينة شيراز كانت من أشهر المدن ولا المدائن ديال الفرس في ذاك الوقت. وهو غادي في الطريق ديالو غادي يتلاقى مع واحد القافلة اللي كانت غادة نفس المدينة، غادي يستأذنهم ويتشاور معاهم ويطلبهم باش يسافر معاهم باش ما يتلفش في الطريق. وافقوا الناس اللي مكلفين بالقافلة وقالوا لي غادي تمشي معنا حتى غادي يوصلوا للمدينه ديال شيراز بدون ما يتوضر ولا توقع عليه شي حاجه. وملي وصل الامير على مدينه شيراز غادي ينباهر بالمستوى ديال الصناعه اللي كانت واصله ليه هذيك المدينه. وديك الساعه كانت كتشتهر بصناعه الزجاج وبالزخارف وبالعاج وكذلك البلور. الامير علي حتى هو ما غاديش يضيع الوقت وبدا كيدون داك الشيء كامل اللي كان كيتعلمو في هذيك المدينه، واي حاجه شافها من صناعه الزجاج ولا من الزخرفه كان كيدون الطريقه باش كتخدم وكيفاش كدار باش يرجع للبلاد ديالو ينفع بها المدينة ديالو وكذلك المملكة ديالو. وفين ما كانت شي حاجة صغيرة ولا كبيرة إلا وكان كيدونها باش يعقل عليها ويرجع لها من بعد من يمشي لبلاده. وحتى الأمير علي من الأشياء اللي كان كيتردد عليها تقريبا يوميا هي الأسواق ديال مدينة شيراز، وحتى هو ربط علاقات مع الأمراء ومع التجار ومع الأعيان ديال ديك المدينة. ومن بين العلاقات اللي كان ربطها الأمير علي هي العلاقة ديالو بواحد التاجر من التجار ديال المدينة. كان دائما كيمشي لعندو للسوق وفين ما كتكون عنده شي صفقة ولا شي بيعة وشرية كان كيمشي معاه ويشوف، وهذا الشيء كامل من أجل العلم والتعلم، وربما شي حاجة من داك الشيء كامل اللي غادي يتعلمو غادي يكون الثمن ديالها لا يقدر بثمن وغادي يكون الثمن ديالها باهظ اللي ربما هي غتكون السبب باش يدفر بالزواج من الأميرة.
في يوم من الايام يا سادة كرام، والامير علي جالس مع هذاك التاجر اللي تعرف عليه في السوق، كيدي ويجيبو في الكلام. واحد شويه كيطلع واحد الدلال وكيقول 30 قطعه ديال الذهب، شكون اللي يزيد عليها باش يدفر بهذا الكنز الثمين اللي كنبيح. واحد شويه الامير علي كيسرح عينيه باش يشوف اشنا هو هذا الكنز الثمين اللي باغي يبيعو هذا الدلال هذا، كيلقى شاد واحد القطعه ديال العاج ولا واحد الانبوب ديال العاج صغير اللي زعما الشكل ديالو لا يوحي بانه غادي يقصوا هذاك الثمن كامل. هو يتلافت عند هذاك التاجر صاحبو قال لي تاش كيقول هذا كيطلب الثمن كامل غير فهاديك القطعه ديال العاج. هذاك التاجر قال لي حتى انا هادشي اللي كنشوف هاد السيد هذا شنو كيقول، ولكن هاد السيد هذا ولا هاد الدلال هذا راه معروف في المدينه بانه واحد السيد معقول وما عمرو جاب شي حاجه فيها مثلا الغش ولا الكذوب ولا شي حاجه، واي حاجه كان كيبيعها الناس كتاخذها وعينيها مغمضه. الامير علي قال ويلي هاد الدلال هذا بهاد المواصفات هادي وكيطلب 30 قطعه ديال الذهب فهاداك الانبوب ديال العاج، داكشي ماشي هو هذاك. هنا الامير علي تزاد الفضول ديالو مشى عند هذاك الدلال قال لي هاد القطعه هادي اللي كتبيع فيها علاش غادي تبيعها بهذا الثمن هذه وهي غير قطعه ولا انبوب ديال العاج؟ هذاك الدلال ملي سمع الامير قال لي غير قطعه ولا انبوب ديال العاج شاف فيه وجاتو الضحكه، قال لي ها ودي هذه راه ماشي مجرد قطعه ولا انبوب ديال العاج، وانما هذا راه منظار الى شفتي فيه الداخل ديالو داكشي اللي تخيلتي في العقل ديالك كتقدر تشوفه حقيقه وكانك جالس في ديك البلاصه اللي تخيلتي فيها. الامير علي جاتو هذه الهضره هذه قويه شي شويه، قال لي واش كتعرف اشنو كتقول ولا غير بغيتي تبيع السلعه ديالك وكتقول لينا بحال هذه الهضره؟ هنا هذاك الدلال ادرك بان الامير علي حتى هو ماشي ود المنطقه، وهو يقول الامير علي باين عليك بانك ماشي ود هذه المنطقه هذه، داكشي علاش كتقول لي بحال هذا الكلام هذا؟ جاوبو الامير علي قال لي نعم انا ماشي من هنايا، وهو يقول لي هذاك الدلال اجا سيدي انا دابا غادي نوريك كيفاش هذا المنظار هذا كيقدر يدير هذا الشيء كامل اللي قلت لك. واذا شفتي في المنظار وتخيلتي شي حاجه وما شفتيهاش داخل منه، انا ديك الساعه كنتحمل المسؤوليه ديال الكلام اللي كنقول لك. الامير علي خدا هذاك المنظار وشاف الداخل ديالو، فاذا به كيتخيل الاب ديالو والاميره اشنو كيديروا في ديك اللحظه. وهنا يا سادة يا كرام الامير علي غادي يشوف العجب العجاب، ملي طل في المنظار كيبان ليه الاب ديالو السلطان محمود جالس مع الحاشيه ديالو مع الوزراء ديالو وكيهضروا وكيتمتع بصحه جيده وبخير وعلى خير. وشاف في الجهه الاخرى ديال القصر الاميره نور النهار هي والخادمات ديالها جالسين في البيت ديالها وكيضحكوا وكينشطوا والامور غاده بخير وعلى خير. هنا الامير علي ملي شاف هذا المنظر هذا وسط من ذاك المنظار تصدم وكانه كيشوف شي حاجه من الخير. ملي سالا وهو يسول الدلال قال ليه امضره اشنو بان لي؟ قال لي غريب امر هذا المنظار هذا، داكشي اللي تخيلته في العقل ديالي هو اللي شفته في هذا المنظار. وهو يتلافت عند التاجر صاحبه قال لي هادشي اللي قال هذا الدلال هذا راه فعلا هو الحقيقه، راني تخيلت شي حاجه في العقل ديالي ولقيتها كاينه في هذاك المنظار. وهو يقول لي الدلال ملي تاكدتي ان الهضره ديالي راه صحيحه وراه ما كنكذبش عليك واش انت شاري ولا ما شاريش؟ قال لي ودي انا شاري وعطاه حتى هو 40 قطعه ديال الذهب وشكروا على ديك البيعه والشريه اللي دار معاه. الامير علي خدا هذاك المنظار ولفوا في واحد القطعه ديال الثوب وداروا في الشكاره ديالو، وقبل ما يمشي الدلال قال لي ودي عندي شي كلام ضروري نقولو لك. قال لي ها ودي هذا المنظار مولاه ما كانش باغي يبيعو ولولا الحاجه لما كان غادي يتبع هذا المنظار هذا، داكشي علاش طلب مني ان السيد اللي غادي يشري هذا المنظار هذا يتعامل معاه مزيان ويتهلا فيه ويخزنه في واحد البلاصه اللي ما غيشوفها حتى شي واحد من غيره. الامير علي قال لي كون هاني هذا المنظار هذا غادي نتهلا فيه ونعامله معامله حسنه وحتى واحد ما غادي يعرف فين كاين الا انا. وحتى هو كيتوقع انه هو الوحيد اللي غادي يجيب هذه القطعه الثمينه اللي غتخليه يدفر بالزواج من الاميره. وبقى الامير علي في مدينه شيزار واحد المده طويله كيربط فيها علاقات وكيتعلم فيها بزاف ديال الحوايج اللي غادي ينفعوه وينفعوا المملكه ديالو. وملي قرب الوقت شد الطريق ديالو عاوتاني باش يرجع للبلاصه اللي كان فاهمو في طرق الطرق واللي كان تفارق فيها مع الاخوه ديالو. وهو غادي في طريقه غيتلاقى عاوتاني مع واحد القافله اخرى وغيطلب منهم باش انه يرافقهم حتى للبلاصه اللي غادي يمشيو ليها، وتصاب بانهم حتى هما غادي نفس البلاصه اللي كان غادي ليها. ملي وصل لهذيك المدينه اللي تفارق فيها مع خوتو كان الامل ديالو هو انه يلقى الاخوه ديالو كاينين تما كاينه وكيتسناو فيه باش يعرف حتى هو اشنو جابو وشنا هي الاحشياء الثمينه ولا النفيسه اللي غادي يديوها للبلاد ديالو. لكن ملي وصل ومشى للفندق كيلقى غير الاخ الاكبر ديالو اللي هو امير حسن اللي وصل تما كاينه، وباقي الاخ الاصغر ديالهم اللي هو احمد مازال ما وصلش. واما الامير احمد فمن بعد ما تفارق مع الاخوه ديالو سلم عليهم شط الطريق ديالو لمدينه سمرقند. وهو غادي في الطريق ديالو لسمرقند غادي يتلاقى بواحد القافله كبيره اللي غادي تدوز على بزاف ديال المدن في وسط اسيا
عاد غدا دوز لسمرق، فطلب منهم واستأذن منهم أنه يرافقوا في هذه الرحلة هذه باش يوصلوه للمدينة بدون ما يتوضر ولا توقع عليه شي حاجة. قالوا لي باللي هما غادي يمشيوا لسمرقند، ولكن قبل ما يوصلوا لها غادي يدوزوا على بزاف ديال المدن عاد يمشيوا لسمرقند. قال لهم ودي ما كاين حتى شي مشكل، اهم حاجه هو اني نمشي معاكم نرافقكم في هذه الرحله هذه، وفي نفس الوقت نكون محافظ على راسي من اي خطر ومن اي سوء اللي غادي يقدر يلحقني. ودامت الرحله ديالو واحد المده طويله اللي كان فيها بزاف ديال العناء وبزاف ديال الشقاء ديال السفر. ملي وصل الامير احمد لسمرقند كيلقاه واحد المدينه كتزدهر بالفلاحه وبالزراعه وبالتمور وكذلك بالازهار وبالعطور وبالخضر والفواكه. الامير احمد حتى هو ما كانش باغي يضيع الوقت وباغي يستغل اي فرصه اللي ربما تكون هي الشيء الثمين اللي غادي يقدر يوصله باش يتزوج بالامير. وبدا كيدون اي حاجه كيشوفها عندها علاقه بالزراعه ولا بالفلاحه ولا بالازهار والفواكه والخضر الى اخره. وفيما كاين شي حقل كبير فيه شي نوع من الزراعه اللي نادر كيمشي لهذيك البلاصه وكيدون الطريقه وكيفاش داروا لها حتى وصلوا لهذا الشيء هذا كامل. وحتى الامير احمد كان دائما كيتردد على الاسواق لان هي المكان الوحيد تقريبا اللي كانوا كيتجمعوا فيه بزاف ديال الناس وبزاف ديال التجار وبزاف ديال الاجناس اللي غادي يقدر يستافد منهم ويتعلم منهم بزاف ديال الحوايج. وقدر حتى هو يربط علاقات مع التجار ومع الامراء ومع الاعيان ديال البلاد. في يوم من الايام يا ساده يا كرام، الامير احمد كيتجول في الاسواق ديال مدينه سمرقند، وغادي يبان ليه واحد الدلال هاز واحد التفاحه وكيدلل فيها وكيقول باللي الثمن ديالها هي 35 قطعه ذهبيه. الامير احمد ملي سمع هاد القيمه هادي قال هاد الدلال هذا راه واقيلا حمق ولا ضارو راسو. مشى لعند هذاك الدلال وقال ليه واش انت عارف القيمه ديال الثمن اللي كتقول مقابل هاد التفاحه هادي؟ هاد الثمن اللي كتطلب انت راه القيمه ديال 4 ولا 5 ديال الفدادين ديال التفاح، وانت كتقول 35 قطعه ذهبيه غير في هاد التفاحه هادي بوحدها، اشنو كدير كاع هاد التفاحه هادي؟ الدلال هو يجاوبو قال ليه لو كان عرفتي القيمه ديال هاد التفاحه هادي ما غاديش تقول لي هاد الكلام هذا، ولو كان تعرف اشنو كتقدر دير هاد التفاحه هادي غادي تعطي فيها 35 وغتعطي فيها 45 ولا 50 ولا حتى 100 قطعه ذهبيه. هنا الامير تزاد الفضول ديالو وكيشوف هذاك الدلال كيهضر وجاد في الكلام ديالو وماشي غير كيخرف، وهو يقول لي اشنو كدير هاد التفاحه هادي ولا شنو نقدروا نديروا بهاد التفاحه هادي اللي غيخلي الثمن ديالها باهظ لهاد الدرجه هادي؟ وهو يقول لي هذاك الدلال هذا هو السؤال اللي كان خاصك تسولني من الاول. قال لي هاودي هاد التفاحه هادي لها سر عجيب وسر غريب. قال لي الامير اما هو سيدي؟ قال لي هاد التفاحه هادي كيسميوها التفاحه الشافيه، وهاد التفاحه هادي قادره انها تشافي بزاف ديال الامراض المستعصيه اللي ما قدروش الحكماء والاطباء انهم يعالجوها. بل والاكثر من هذا ان التفاحه هذه الا تكلت منها واحد القطعه كترجع لبلاصتها وكانها ما تكلت منها حتى شي حاجه. الامير ملي سمع الدلال قال هكا عاوتاني دخلوا الشك وقال لي هذا الكلام اللي كتقول راه غير منطقي وما يمكنش لهاد التفاحه هذه تداوي بزاف ديال الامراض المستعصيه. الدلال بحال ما عجبوش الحال من هذا الجواب اللي جاوبو الامير، وقال لي لو انك عارف الحقيقه ديال التفاحه هذه ما كنتيش اصلا غادي تجاوبني هذا الجواب هذا، ولولا انني عارف بالقيمه ديال التفاحه هذه ما كنتش خديتها من عند صاحبها ودللتها باش نبيعها. فلك انت شاري اعطيني القيمه ديال التفاحه، وإلا ما كنتي شاري سير الله يعاونك خليني نبيعها لشي واحد اللي غادي يستحقها وغادي يعرف بالقيمة ديالها. قال لي الأمير أنا باغي نشري التفاحة ولكن خاصني نتأكد من هاد الكلام هذا اللي كتقول. وهما باقين كيهضروا مع بعضياتهم غادي يجي واحد السيد كينهج وسخفان بالجري وغادي يقول لهذاك الدلال من قبيله وانا كنقلب عليك في السوق حيت قالوا لي باللي التفاحة الشافية عند واحد الدلال راه كيدلل فيها باش يبيعها. قال لي الدلال علاش بغيتيني وعلاش بغيتي هاد التفاحه؟ قال لي هاودي راه الاب ديالي راه مريض طريح الفراش وعينا ما نداوي فيه، عينا ما نجيبوا لي الحكماء والاطباء وحتى واحد فيهم ما قدر يشافيه، وقالوا لينا باللي كاينه التفاحه الشافيه راه هي الوحيده اللي قادره تشافي هاد الاب ديالكم من هاد المرض هذا اللي فيه. الدلال بالذكاء ديالو قال هذه هي الفرصه والمناسبه باش نثبت لهاد السيد هذا باللي هاد التفاحه الشافيه حقيقه وهاد الكلام اللي كنقول لي حقيقي وماشي كذوب. وهو يتلفت لعند الامير احمد ويقول له واش باغي تتاكد باللي هاد التفاحه هذه راه تفاحه شافيه ولا لا؟ قال لي ايه انا باغي نتاكد، ولا كان هاد الكلام اللي كتقول صحيح رانا غادي نشري من عندك هاد التفاحه بالاضعاف ديال القيمه ديالها. وهو يقول لي يلا معايا غادي نشوفوا هاد السيد هذا وغنعطيوه التفاحه ياكلها وغادي تشوف بعينيك داكشي اللي غادي يوقع. وبالفعل يا ساده يا كرام مشى الدلال مع الامير وهذاك السيد اللي الاب ديالو مريض للدار ديالو. ملي وصلوا كيلقاو الاب مسكين طريح الفراش وتقريبا على فراش الموت. ملي وصلوا لعندو هذاك الدلال شد هذيك التفاحه وعطاها لهذاك السيد وقال لي عض منها واحد العضه، وبمجرد ما كان منها واحد الشويه وكانه العجب وكانه السحر هذاك المريض
بحال ما عمرو كانت فيه شي حاجه، وناد وقف صحيح فصيح وما فيه حتى شي حاجه. وبيني وبينكم الشافي هو الله تبارك وتعالى، وضروري ما تدوز على الطبيب باش يعطيك الدواء باش تشافى. الامير ملي شاف على عينيه داكشي اللي دارت هذيك التفاحه، وداك السيد اللي كان طريح الفراش وقف وكانه عمرو ما كان مريض ولا كانت فيه شي حاجه، داخ وكان هذاكشي اللي كيشوف فيه من الخيال. وكثير شي ملي شاف التفاحه رجعت للحجم ديالها وكانه ما عظمنا حتى شي حد شي حاجه. اي 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 اي, اي, اي. ان لله ود احمد. الدلال هو يتلافت لعند الامير احمد وقال له شنو بالك؟ قال له دابا تاكدت فعلا ان التفاحه هذه قادرة أنها تدير هذا الشيء كامل، وما كتبوش إلى سماوها التفاحة الشافية، والشافي هو الله تبارك وتعالى. الأمير أحمد وكما وعد الدلال أعطاه الأضعاف ديال القيمة اللي كان كيطلبها في الأول، وخدمن عنده هذيك التفاحة ولواها في واحد القطعة ديال التوب وخشاها في الشكارة دياله. هذاك الدلال حتى هو قال الأمير قبل ما تمشي عندي لك واحد النصيحة على هذيك التفاحة. قال لي الأمير أما هي؟ قال لي هودي هالتفاحة هذه مولاها قبل ما يموت وصل عائلة ديالهم باش يتعاملوا معها مزيان ويتهلاو فيها ويخزنوها في واحد المكان آمن اللي ما يوصل لها حتى شي واحد. وتأكد بلي هالتفاحة هذه بالرغم من القيمة اللي عطيتيني فيها فهي رخيصة وما كتسوى والو مقابل داكشي اللي كتقدر تديرو. وهنا يا سادة يا كرام الأمير أحمد قال في راسو 100% أنا هو اللي غادي نقدر نكون جبت في خوتي شي حاجة اللي القيمة ديالها غالية ولا ما كتقدرش بالثمن، والثمن ديالها باهظ، وهي اللي غتقدر تخليني نتزوج بالأمير. وبقى الأمير أحمد في مدينة سمرقند كيتعلم الزراعة والفلاحة والتمور والأزهار إلى آخره. ملي قرب الوقت اللي غيتلقى فيه مع الإخوة ديالو جمع العدة ديالو وشط طريقه للسفر باش يتلقى مع خوتو، وهو غادي في الطريق وكل شوق ولهفة باش يشوف الإخوة ديالو غيتلاقى مع واحد القافلة غادي يشد معهم الطريق وغادي يونسوه حتى البلاصة اللي تفارق فيها مع الإخوة ديالو. ملي وصل لهذيك البلاصة اللي فيها مفترق الطرق ومشى لهذاك الفندق اللي كانوا فيه النهار الأول غيلقى الإخوة ديالو جالسين كيتسناو فيه بشوق ولهفة. ملي تلاقاو الإخوة كاملين تعانقوا مع بعضياتهم وحيدوا داك الوحش اللي كان بيناتهم من بعد واحد المدة ديال عام وهما مفارقين. ملي جلسوا بداو كيهضروا مع بعضياتهم وكل واحد فيهم بدا كيعاود لهم على المغامرات ديالو وشنو عاش في ديك المدينه اللي مشى ليها، ولكن حتى واحد فيهم ما قال اشنو هي الحاجه الثمينه اللي جاب معاه من ديك البلاد. هنا هو ينقص الاخ الاكبر ديالهم اللي هو حسن، هو يسولهم قال لهم دابا كل واحد فيكم غادي يقول اشنو هي الحاجه الثمينه اللي جاب معاه واللي كيقول ربما هي هذه اللي غتقدر تخليه يتزوج بالامير. وهما يقولوا لي الاخوه بجوج ما كاينش محسن منك لانك انت هو الاخ الكبير ديالنا. قال لهم ودي انا لقيت واحد البساط، وهذا البساط شنو كيقدر يدير وهشنو كيقدر يدير وها كيفاش درت حتى شريته. الامير علي والامير احمد فرحوا للاخ ديالهم بداكشي اللي لقاه وتمنوا ليه حظ سعيد باش يظفر بالزواج بالامير. وجا الدور ديال احمد وقال لهم ودي انا الحاجه الثمينه اللي جبت معايا هي واحد التفاحه اللي كتقدر تشافي المرضى وسميتها التفاحة الشافية، وهاش كتقدر تدير وهاش كتقدر تدير وها كيفاش شريتها وها كيفاش شريتها. حتى هو فرحوا ليه خوتو وتمنوا ليه حظ سعيد. هنا جا الدور ديال علي وقال لهم ودي الحاجة الثمينة اللي قدرت نلقاها في السفر ديالي هو انني جبت معايا واحد المنظار ديال البلور ولا ديال العاش. وقالوا ليه شنو فيه هذا المنظار هذا وشنو اللي كيميزو باش يخليه يوصل لهذا الثمن هذا وشنو كتقدر تدير به. قال لي مودي هذا المنظار هذا كنقدر نشوف الداخل منه وكنتخيل واحد الحاجه وكنشوفها داخل المنظار. الاخوه تعجبوا من هذا الكلام هذا وقالوا ليه واش نقدروا نشوفوا في هذا المنظار هذا ونشوفوا دابا القصر اشنو كيوقع فيه والاب ديالنا شنو كيدير والاميره تا هي شنو كدير. قال لهم ما كاين حتى شي مشكل انا غادي نشوف المنظار وغادي نقول لكم الاب ديالنا اشنو كيدير في الساعه وغادي نقول لكم الاميره حتى هي اشنو كدير. ملي شاف الامير علي في المنظار كيطل كيلقى الاب ديالو كالعاده جالس وجالسين مع الحاشيه ديالو والوزراء ديالو والمستشارين ديالو وكيتناقشوا في الامور ديال المملكه. ملي تلفت الجهه الاخرى ديال القصر كيلقى الاميره طريحه الفراش وعلى فراش الموت والجاريات ديالها مجموعين عليها وكيدعيو ليها وكيتسناوها غير امتى غادا تفارق الحياه. الامير علي ملي شاف هذا المنظر هذا في ذاك المنظار تفزع وتخلع وتلق المنظار من يديه. حسن واحمد ملي شافوه دار هذه الحركه قالوا لي علاش درتي بحال هكا ياك ما كاين باس. قال لهم ودي داكشي اللي شفت في المنظار ما كيبشرش بالخير وشي حاجه اللي ما زويناش وما غاداش تعجبكم. قالوا لي ياك ما الاب ديالنا وقع عليه شي حاجه. قال لهم ماشي الاب ديالنا وانما الاميره على فراش الموت وكل شيء كيدعي ليها
وكيتسنى غير امتى غتفارق الحياه. وإلا ما عجلناش بالرحيل وبالسفر في اقرب فرصه اللي غادي نوصلوا بها للبلاد ديالنا، ربما غادي نوصلوا وغادي يكون فات اللي فات ومات هذا الامير. هنا يا ساده يا كرام، من بعد ما الامراء كانوا فرحانين باللقاء ديالهم من بعد مده ديال عام وهما مفارقين على بعضياتهم، غادي يتصدموا بثلاثه على هذا الشيء اللي واقع للاميره، وكل واحد فيهم بدا كيفكر في شي طريقه اللي غادي توصلهم للقصر في اقرب وقت. هنا الامير حسن اللي هو الاخ الاكبر قال لخوتو، انا عندي بساط الريح، الا طلعنا فوق منه كاملين غادي يدينا للقصر في اقرب وقت ممكن وغادي يطير بينا بسرعه البرق. نقز الامير احمد قال لهم، انا عندي تفاحه، الا قدرنا نمشيو للقصر في اقرب وقت ممكن غادي نقدروا نعتقوا الاميره الا عطيناها تاكل التفاحه هذه. ملي اتفقوا كاملين على هذا القرار، الامير حسن جبد بساط الريح وطلعوا فوق منه كاملين وطار بهم بسرعه البرق، وكأنه السحر وكأنه الحكايات الخيالية. وما هي إلا لحظات يا سادة كرام حتى كانوا الأمراء بثلاثة داخلين وسط من القصر. ملي نزلوا من البساط مشاو كيجروا كاملين الغرفة ديال الأميرة اللي كانت ناعسة فيها. ملي وصلوا عندها الغرفة ديالها كيلقاوها مسكينة طريحة الفراش ودايرين بها الخادمات ديالها، وأما الأميرة مسكينة فكانت لا تحرك ساكنا وغير كتشوف. الأمير أحمد بدون تردد جبد تفاحة وقرب من الأميرة وعطاها لها باش تاكلها. وهنا يا سادة كرام تحت دهشة الجميع وبما فيهم الأمراء بثلاثة، الأميرة بمجرد مكلات هذاك الشوية ديال التفاحة نهضت وكأنها عمرها ما كانت مريضة ولا كانت كتصارع الموت. الأطباء والحكماء والخادمات اللي كانوا تما وحتى الأمراء بثلاثة ملي شافوا هذا المنظر ما توقعوش باللي هاد التفاحة هذه قادرة تدير هذا الشيء كامل. الأميرة مسكينة ملي حلت عينيها كيبانوا لها الأمراء بثلاثة وكيبانوا لها الخادمات ديالها دايرين بها، والحكماء والأطباء ما فهمت والو، قالت لهم شنو واقع وشنو كان فيها، وهما يقولوا لها راكي كنتي مريضة ولكن الحمد لله راكي تشافيتي وليتي بخير وعلى خير. واحد شوية تلفت عند الأمراء بثلاثة وقالت لهم نتوما امتى جيتوا بعدا، ودارت عند الخادمات ديالها وقالت لهم علاش ما قلتوش ليا باللي الأمراء بثلاثة راهم وصلوا للقصر. وهما يجاوبوا الأمراء بثلاثة وقالوا لها هذه قصة طويلة غادي نعاودوها لك من بعد بشوية بشوية. في الوقيته اللي كانوا الامراء كيهضروا مع الاميره، وحده من الخادمات مشات كتجري لعند السلطان محمود وقالت ليه باللي الامراء راهم وصلوا وباللي الاميره راه ولات بخير وعلى خير وناضت من المرض ديالها وكانها ما عندها حتى شي حاجه. السلطان محمود كان هاز الهم للاميره وكان حزين على الحال ديالها وكان كيقلب بكل ما اوتي انه يقلب لها على الشفاء ديالها، ولكن الله غالب. ملي سمع بان الاميره ولات لاباس ناض كيجري مشى لعندها الغرفه ديالها. ملي وصل لعندها الغرفه كيلقى ولاد الامراء بثلاثه كاينين، الأميرة جالسة وبحال ما عندها حتى شي حاجة وبحال ما عمرها كانت مريضة. وهنا كانت الفرحة فرحتين، الفرحة ديال شفاء الأميرة والفرحة ديال الرجوع ديال الأمراء للقصر ديالهم. السلطان محمود هو يسول ولاده وقال لهم كيفاش درتوا حتى قدرتوا تجيبوا الدواء الشافي للأميرة. الأمير حسن اللي هو الأخ الأكبر قال لباها وديرها هاللي وقع وهاللي وقع وهاللي وقع وها كيفاش درنا باش قدرنا نجيبوا الدواء الشافي للأميرة. هنا الأميرة ملي سمعت بالقصة كاملة وعرفت باللي الأمراء هم اللي كانوا السبب في الشفاء ديالها ما لقاتش شي كلمات اللي غدا تشكرهم بها. جاوبوها الأمراء بثلاثة وقالوا لها ما كاينش علاش تشكرينا، لأن هادشي اللي درنا واجب علينا وانتي بحال الأخ ديالنا، وإلا درنا لك شي حاجة فهذا من واجب الأخوة ديالنا. أخوة واخ حنا نشوفوا الأخوة. فرح السلطان محمود بالعودة ديال ولادو الأمراء وبشفاء ديال الأميرة، وقال لولاده من بعد ما ترتاحوا من العناء ديال السفر بغيت نجتمع بكم لأنني عندي واحد الموضوع مهم بغيت نهضر معكم فيه. وأما الأميرة ملي حست براسها واحد شوية لباس قالت للخادمات ديالها جيبوا لي أحسن لباس ديالي ووجدوا لي الحديقة لأنني بغيت نخرج نتنزف واحد شوية. من بعد ما دازت 3 ايام يا سادة كرام على الرجوع ديال الامراء من السفر، السلطان محمود والحكيم ازاد اجتمعوا بالامراء بثلاثه، وناد السلطان محمود وبدا الكلام ديالو وقال لولادو الحمد لله على سلامتكم والحمد لله على سلامه الاميره اللي تشافت من المرض ديالها. انا اليوم اجتمعت بكم وبغيت كل واحد فيكم يعود لي الرحله ديالو من اللي مشى من هنا حتى وصل للبلاد اللي مشى ليها، وشنو استفد منها وشنو تعلم منها وشنا هي الاشياء الثمينه اللي جابها معاه من ديك البلاد. ناد الامير حسن وقال لباه انا تفرقت مع أخوتي مشيت لمدينة بسنجار وتما تعلمت الهندسة وتعلمت المعمار وربطت علاقات مع بزاف ديال التجار ومع بزاف ديال الأمراء وحتى الملك ديال البلاد، لعل وعسى في يوم من الأيام تكون عندنا شي تبادل تجاري مع هذيك المدينة. وهذا الشيء كامل اللي تعلمته دونته في هذا الكتاب هذا باش إلا احتاجيناه نرجع ليه لعل وعسى نستفدوا منه وتستفد منه البلاد ديالنا. والحاجة الثمينة اللي جت معايا من هذا السفر هذا هي بساط الريح، وهو اللي كان السبب
اللي وصلنا للقصر في اقرب وقت ممكن. ناض الامير علي وقال لباه ملي تفارقت انا مع خوتي مشيت لمدينه شيراز، وملي وصلت لهذه المدينه تعلمت بزاف ديال الحرف وعلى راسها صناعه الزجاج والبلور والعش، وهذا الشيء كامل اللي تعلمته في هذه الرحله ديالي دونته وجبته معايا لعل وعسى في يوم من الايام نحتاجوا لشي صناعه من هذا النوع هذا غادي نلقاوها موجوده وننفعوا بها البلاد والعباد. وتوفقت انني نربط علاقات مع الاعيان ديال البلاد ومع التجار، ربما في يوم من الايام يكون عندنا شي تبادل تجاري. والحاجه الثمينه اللي قدرت نجيبها معايا من هذا السفر هذا هي المنظار، وهو اللي كان السبب اللي قدرت نشوف فيه ان الاميره مريضه وقدرنا اننا نوصلوا عندها في اقرب وقت باش نعتقوها من الموت. وناض الامير احمد وقال باه انا ملي تفارقت مع خوتي مشيت لمدينه سمرقند، وملي وصلت لهاد المدينه لقيتها كتزدهر بالزراعه وبالفلاح، وتعلمت صناعه العطور وزراعه الفواكه والخضر، وقدرت حتى انا نربط علاقات مع التجار ومع الامراء ومع الناس المهمين في هذيك البلاد. وهذا الشيء كامل هذا اللي تعلمته دونته وجبته معايا باش ننفع به المملكه ديالنا. اما الحاجه الثمينه اللي قدرت نجيب معايا من هذا السفر هذا هي التفاحه الشافيه، وبالفضل ديال هذه التفاحه الشافيه قدرنا اننا نعتق الاميره من الموت. السلطان محمود ملي سمع لولادو كاملين وسمع القصص ديالهم اللي دوزوها في السفر ديالهم وسمع الاشياء الثمينه اللي جابوها معاهم من هذه البلدان هذه ما كان عليه الا انه يكون فخور بالوليدات ديالو. وحتى الحكيم شكر الامراء بثلاثه وكان فخور بهم وبداك الشيء اللي داروا، وقال لهم باللي الكلام اللي قال لهم قبل ما يسافروا عطى النفع ديالو وداك الشيء اللي جابوا معاهم اثمن بكثير من الذهب والفضه واللؤلؤ والمرجان. وهنا جات اللحظه الحاسمه اللي الامراء كيتسناو فيها وحتى حنا كنتسناو باش نعرفوا شكون هو الامير اللي غادي يتزوج بالاميره نور النهار. السلطان ملي سمع هادشي كامل من عند ولادو لقى بانه كاين واحد التكافؤ كبير ما بيناتهم، ولقى ان كل واحد في الامراء جاب شي حاجه اللي غادي ينفع بها البلاد، وحتى الاشياء الثمينه اللي جابوا معاهم كلها عندها قيمه وكدير اشياء خارقه. هادشي كامل خلى السلطان محمود في حيره من امره باش يختار شكون هو اللي غادي يتزوج بالامير، وهو يعاود يسولهم وقال لهم شكون هو فيكم اللي يقدر يعتق الاميره. هو ينوض الامير احمد وقال لباه انا هو اللي جبت معايا التفاحه وانا اللي عطيت التفاحه للاميره وملي كلاتها ولات لاباس وتشافات بخير وعلى خير. هو ينوض الامير حسن وقال لباه انا هو السبب في الشفاء ديال الاميره، علاش؟ لانني انا اللي جبت البساط وحنا ركبنا كاملين في البساط وهو اللي قدر يوصلنا في اقرب وقت باش نقدروا نعتقوا الاميره. هو ينوض الامير علي وقال لباه انا هو اللي كنت سبب في الشفاء ديال الاميره، علاش؟ لانني انا هو اول واحد شافها وعرفها باللي مريضه وقلتها لخوتي وعليها عاد قدرنا نجيو دغيا دغيا باش نعتقوها. السلطان محمود ملي سمع من عند ولادو هاد التعليقات هادو زاد حيره في حيره، تلافت لعند الحاكم وشاف فيه ربما يكون عنده شي تفسير اخر. الحاكم حتى هو كان في حيره من امره وما كانش قادر يختار شكون هو هذا اللي اعتق الاميره وهو اللي عنده الاحقيه انه يتزوج به. هو يقول لهم السلطان محمود في الحقيقه انا كنشوف بانكم كاملين كنتم مشاركين في الشفاء ديال الاميره، وحتى المسابقه اللي درت لكم باش كل واحد فيكم يجيب اشياء ثمينه اللي غتنفعنا وغادي تنفع البلاد كلكم جبتوا شي حاجه عليها القيمه، وداك الشيء كامل اللي جبتوه غادي نتنفعوا به سواء حنا ولا المملكه ديالنا. وهنا زدتوا صعبتوا عليا مأمورية باش نختار شكون هو اللي غادي يتزوج بالامير. في الاخير الحكيم غادي يقترح على السلطان انه يدير لهم شي مسابقه اخرى واللي ربح فيها هو اللي غيدفر بالزواج بالامير. السلطان محمود تشاور مع ولادو وقال لهم واش ما عندكمش مشكل انكم ديروا مسابقه اخرى باش نختاروا شكون هو اللي غيتزوج بالامير. الامراء كانوا مرضيين وكانوا مطيعين، قالوا لباهم اي حاجه درتيها ما عندنا حتى شي مشكل وموافقين عليها. وسمن عس سال الماتش بالتعادل ودوزوا يلعبوا الاشواط اضافيه وبيلانتيات. قال لهم السلطان غادي نجيبوا لكل واحد القوس ديالو والسهم ديالو، وكل واحد فيكم غادي يضرب بالقوس ديالو، وغادي نشوفوا الرماح ديالكم بثلاثه واللي وصل لابعد مسافه هو اللي غادي يتزوج بالامير. الامراء بثلاثه كانوا مدربين مزيان على هذه الاشياء لانهم من الصغر ديالهم وهما كيتعلموا السباحه والرمايه وركوب الخيل، فكل واحد فيهم كان كيعتقد انه هو الاقوى وهو اللي قادر يوصل السهم ديالو لابعد مسافه. ضرب الامير حسن هو الاول بالسهم ديالو، تبعوا الامير علي وتبعوا الامير احمد. ملي مشاو يشوفوا السهام اللي رماو لقاو باللي السهم ديال احمد اللي هو الاخ الاصغر واللي اللي هو كان جاب التفاحة وعطاها للأميرة هو اللي صيفط السهم ديالو لأبعد مسافة أكثر من خوه الأمير حسن والأمير علي. وهكذا السلطان محمود والحكيم أزاد ما كان قدامهم إلا يعلنوا على الأمير اللي غادي يتزوج بالأميرة واللي هو الأمير أحمد الأخ الأصغر. هنا الإخوة بجوج تقبلوا الهزيمة بواحد الصدر رحب وباركوا للأخ ديالهم الزواج من الأميرة
نور النهار. وهنا بزاف ديال الناس كيتسناو فواحد الحاجه في القصه، واش غادي نقولها ولا ما غاديش نقولها، وخاصه البنات. ما تخافوا والو، انا جاي لعندكم. السلطان محمود ملي شاف ان الولد ديالو احمد هو اللي فاز في المسابقه وبالتالي هو اللي غادي يتزوج بالاميره، ما كان عليه الا انه عيط على الاميره وين فرد بها بوحدهم وغادي يسولها، وقال لها واش تقبلي الزواج من الامير احمد. الاميره نور النهار حتى هي ما كان عندها حتى شي مشكل تزوج باي واحد من الامراء بثلاثه، لانها كتعرفهم وكتعرف الاخلاق ديالهم وكبروا معاها وترباو بعضياتهم. فملي قال لها السلطان محمود باللي الامير احمد هو اللي ربح في المسابقه وبالتالي هو اللي غادي يكون العريس ديالك، رحبت بالفكره وقالت ليه انا قابله هذا الزواج هذا وما عندي حتى شي مشكل، وغادي نكون سعيده الا تزوجت بالامير احمد. بقاو لي على خاطركم. وهكذا يا ساده يا كرام، الاميره نور النهار قبلت الزواج من الامير احمد. ولكن قبل ما يعلنوا على هذا الزواج هذا، السلطان محمود اجتمع بالامير حسن وبالامير علي. السلطان محمود واخا هكاك حس بحال الا ان ولادو ظلموا في هذه القضيه هذه، وهو من البدايه ما كانش باغي يفرق ما بين وليداتو، وداك الشيء علاش دار لهم هذه المسابقه هذه كامله. فبغى يكافئهم جوج باش ما يحسوش بان الاب ديالهم ظلمهم في هذه لافير، وهو يقول لهم سمعوني مزيان وليداتي بهذا الشيء اللي غادي نقول لكم. كيف ما شفتوا الامير احمد هو اللي ظفر بالزواج من الامير، وقال لهم وليداتي كيف ما شفتوا انا بديت كنكبر شويه وهذه المهمه ديال السلطان بلات كتجيني ثقيله عليا شويه، وما بقاتش عندي الصحه الكافيه باش نسير هذه الامور هذه كامله. داكشي علاش رتأيت انني نعين الامير علي هو السلطان اللي غادي يجي من ورايا، لانه باقي شاب وقادر انه ياخذ المشعل ويزيد بالبلاد ديالنا الى الامام. واما انت الامير حسن الاخ الاكبر فغادي تاخذ هذه الاشياء الثمينه اللي جابوها الاخوه ديالك، وبما فيهم طبيعه الحال بساط الريح اللي جبتي انت، وغادي تختاروا بجوجكم الزوجه اللي غادي تبغيو تزوجوا بها وتكملوا معها الحياه ديالكم، وغادي نكون فرحان باللي غادي تزوجوا حتى نتوما. هنا الاخوه بجوج قالوا لباهم اي قرار خديتي حنا كنرحبوا به وما عندنا عليه حتى شي اعتراض، والا كتشوف ان هذا الشيء اللي قلتي هو اللي خصو يكون فحنا مستعدين نكونوا خير خلف لخير سلف. وهكذا يا ساده الكرام، وكيف ما شفتوا القصة هذه، الأمير أحمد اللي هو الأخ الأصغر هو اللي ظفر بالزواج من الأميرة، والأمير حسن هو اللي خد البساط وخد المنظار وخد حتى التفاح الشافية، وأما الأمير علي ولا هو الخليفة ديال السلطان. وتعلنت هذه الخبار في المملكة والجميع كان مرتاح لهذا القرار اللي قرر السلطان، وداروا الحفلات والأعراس احتفالا بالزواج للأمراء بثلاثة وبالمناصب اللي خدوها، وعاشوا الأمراء في تبات ونبات وجابوا ولاد وبنات، ومشات حكيتي من واد الواد وبقيت أنا مع ولاد الجوال. وهنا كنكون وصلنا لنهايه القصه، كنتمنى انها تكون عجبتكم، واذا عجبتكم ديروا لايك للفيديو وخليوا واحد التعليق يكون زوين بحالكم، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم الا كان عجبكم بطبيعه الحال. خليتكم في رحمه الله، تهلاو لي في راسكم، والسلام عليكم. البشوشين، السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد وفي حكايه جديده. وحكايتنا اليوم على التاج المسحور. ايوا لا بغيتوا تبرعونا كالعاده ونديو من هذا الفيديو الافاده، كبروا الشاشة وطلقوا البشاشة وحيدوا الغباشة وبقوا معنا حتى نهاية الفيديو. كان يا ما كان يا سادة يا كرام، في سالف العصر والأوان، وكان حتى كان في واحد من البلدان واحد المملكة تعرفت بالقوة والشجاعة والصلابة، وتعرفت كذلك بالعدل وبالحكمة والاستقرار، وكاع الملوك اللي دازوا في هذه المملكة تعرفوا بنفس الصفات، وبقات هذه المملكة كيتوارثوا العرش ديالها أبا عن جد، إلى أن وصلت للملك نور البهاء. هذا الملك نور البهاء قبل ما توفى الزوجة ديالو خلات لي واحد البنيتة ما عندها لا أخ ولا أخت، وهذه البنيتة اللي خلات لي كانت سميتها الأميرة نور البدور. إيوا كيف ما كتعرفوا الملك اللي كانت عنده غير بنيتة وحدة راك يحطها فوق الرموش ديال عينيه، وهذا الشيء اللي كان داير الملك نور البهاء مع بنته نور البدور. كان مفششها بزاف وما مخليها مخصوصا من حتى شي حاجه، واي حاجه بغاتها كانت في السند ولا في الهند يحضرها لها. المهم الملك كانت بالنسبه ليه الاميره بنته هي الضوء ديال عينيه، داكشي علاش ما كان مخليها مخصوصه من حتى حاجه. مشات ليام وجات ليام يا ساده يا كرام، والاميره نور البدور بدات كتكبر وكيكبروا معها الاحلام ديالها، ودوك الالعاب والدمى وداكشي كامل اللي كان عندها في الدار ما بقاش مقنعها وولات باغا حوايج اخرين من غير داكشي. الملك نور البهاء درك حتى هو بان البنت ديالو ما بقاتش صغيره، ودوك الالعاب اللي كان كيشري ليها ما بقاوش موالمينها، داكشي علاش ملي كان كيسافر لشي بلاد اخرى كان دائما كيديها معاه، وملي كتمشي لديك البلاد كتجيب منها بعض الاشياء اللي غابره وما كايناش في البلاد ديالها، لدرجه انها ولات مبليه بالسفر مع باها وباقتناء الاشياء الثمينه اللي كتكون غابره. لكن مع مرور الوقت نور البدور
زادت كبرات وداك الشيء كامل اللي كان عندها ما بقاش مقنعه وما بقاش عاجبها. وملي كانت كتسرع عينيها في الغرفه ديالها كتلقى كل شيء عندها وما خاصها حتى شي حاجه وما كاينش شي حاجه غريبه ولا عجيبه الا وشراتها وحطتها في الغرفه ديالها. ومن هنا يا ساده يا كرام الاميره نور البدور بدات كتحس بالملل وداك الشيء كامل اللي كان عندها ما بقات عنده قيمه وبدات كتقلب على شي حاجه اللي غتعطيها واحد المتعه وغتعطيها واحد الفرحه من غير داك الشيء اللي عندها في الدار. في يوم من الايام يا ساده يا كرام وكيف العاده الخادمه ديالها جات لعندها الغرفه ديالها وبغات تخرج هي وياها باش يخرجوا في شي نزهه. وهاد الخادمه ديال الاميره كانت سميتها درهمه. ملي دخلت لعند الاميره ديالها كتلقاها حزينه ومكتئبه وما باغاش تخرج. هي تسولها الخادمه ديالها وقالت لها مالك على هذا الحزن وما باغاش تخرج. جاوبتها الاميره وقالت لها هذه الحياه اللي كنعيش ما بقى عندها لا طعم ولا معنى. هي تجاوبها الخادمه وقالت لها علاش كتقولي بحال هكا، راه كاينين ناس اخرين ما عندهمش حتى الربع من هذا الشيء هذا اللي عندك وحمد الله وشاكرين. هي تجاوبها الاميره وقالت لها هذا الشيء كامل اللي كتشوفي فيه انا ما بقى عجبني حتى شي حاجه وبديت كنحس بالملل. الخادمه ديالها بغات تلطف واحد شويه الجو وبغات تخليها تفرح وهي تقول لها لا نسيتي راه غادي فكرك. قالت لها الاميره فاش غادي تفكريني؟ قالت لها راه قريب غادي يكون عيد الميلاد ديالك واكيد الاب ديالك غادي يشري لك شي حاجه شي تحفه ولا شي حاجه من داكشي اللي عارفه كيعجبك وهي ان شاء الله اللي غادي تفرحك. هنا الاميره ابتسمت واحد شويه ولكن سرعان ما رجعت للحاله ديالها ورجعت مكتئبه وحزينه. الخادمه هي تقول لها مالك عاوتاني حزنتي؟ قالت لها تفكرت باللي الاب ديالي ما سافر حتى شي بلاصه ولا ما سافرش يعني ما مشى غادي يشري لي حتى شي حاجه وحتى شي وفد ما جا عندنا للقصر وحتى شي وفد من القصر ديالنا ما مشى جاب شي صخره ولا مشى سافر لشي بلاد يعني ما كاينه حتى شي هديه اللي غادا تكون ثمينه واللي غادا تفرحني في العيد الميلاد ديالي. الخادمه مسكينه عطات حمارها وهزيت يديها وقالت لها ودير ما بقيت عارفه شنو غادي نقول لك، قولي لي شنو بغيتي باش نسيك واحد شويه ونخرجك من هذا الهم وهذا الحزن هذا اللي انت فيه. الاميره فكرت واحد شويه هي تقول لها عرفتي شنو غادا ديري؟ قولي للخدم والحشم يوجدوا لنا الحديقه انا غادي نخرج انا وياك نتنزهوا واحد شويه. الخادمه مسكينه جاتها على قلبها وخرجت كتجري عند الخدم والحشم وقالت لهم وجدوا لنا الحديقه راه غادي نخرج انا والاميره نتنزهوا وسط منها. خرجت الاميره وخرجت مع الخادمه ديالها وبداو كيتنزهوا في الحديقه ديال القصر، ولكن بالرغم من هذا الشيء هذا كامل الاميره بقت حزينه وما عجبها حال. واحد شويه هو يبان واحد الطائر وبدا كيحلق فوق من الراس ديال الاميره والخادمه ديالها. الاميره نور البدور بقت كتشوف هذاك الطائر وكتشوف فيه كيفاش كيتحرك فوق من راسه. واحد شويه هذاك الطائر هو ينزل حتى لعند اليدين ديال الاميره وخطف لها واحد المنديل اللي كان في يديها وطار به وعلى في السماء حتى ما بقاش باين. الاميره تعجبت من هذا المنظر وبقات متبعه بعينها هذاك الطائر حتى ما بقاش كيبان. واحد شويه هو يتبع وثاني راجع هذاك الطائر ويرد لها المنديل ديالها في يديها وطاروا على. هنا الاميره بحال الا كانت تالفه لها شي حاجه ولقاتها. اش كاين ما كاين؟ قالت للخادمه ديالها درهمه عرفت شنو خاصني وشنو هي الحاجه اللي غادا تفرحني وغادا تخليني نخرج من هذا الحزن ومن هذا الكآبه اللي انا فيها. قالت لها الخادمه قولي لي شنو هي هذه الحاجه. قالت لها ملي شفت هذا الطائر هذا كيفاش طار في السماء بكل رشاقه وطار وعلى وعاود رجع لعندي تمنيت انني حتى انا نكون طائر ونطير فوق السماء ونطلع على القصر ديالنا وعلى المملكه ديالنا والحديقه ديالنا ونشوف الدنيا كيفاش دايره. داكشي علاش الامنيه اللي غتخليني نخرج من هذا الحزن ومن هذا الكآبة اللي انا فيها هو انني نتعلم كيفاش ندير باش نطير. الخادمه ديرها ما مسكينه من كثره ما كانت هذه الامنيه هذه غريبه وعجيبه قالت لها واش كتهضري من نيتك؟ قالت لها الاميره هذه هي الامنيه اللي بغيتها تتحقق ليا وهي اللي غادي تخرجني من هذا الحزن هذا. الخادمه مسكينه قالت لها مع الاسف هذه الامنيه هذه راه ما غيمكنش تحقق، انت بنادم ما غيمكنش لك تطيري في السماء واخا تجيبي ما عرفت شكون راه ما غيمكنش يحقق لك هذه الامنيه هذه. وصل الخبر لباها الملك نور البهاء باللي بنته حزينه مكتئبة والأمنية اللي غادة تخليها تخرج من هذا الحزن ومن هذا الكآبة اللي فيها هي أنها تعلم تدير كيفاش تطير. الملك حياته كاملة هو غير كيحقق في الرغبات ديال بنته وما كانش شي حاجة طلبتها إلا وشراها ليها، لكن ملي سمع هالطلب هذا ولا هاد الأمنية هذه جاته غريبة وقال هاد الشيء اللي كتقول بنتي مستحيل وما يمكنش يصدقوا العقل. ملي مشى لعند بنته الأميرة وقال لها بنتي هاد الشيء اللي كتطلبي راه مستحيل وما يمكنش يتحقق ليك لأنك أنت إنسان فما غيمكنش ليك أنك تطيري. الاميره قالت ليه نونك حل العيون هذه هي الامنيه ديالي والا ما حققتهاش ليا راه غنبقى حزينه ومكتئبه من كل منشر. الملك نور البهاء كانت عزيزه عليه بنته الاميره وما يمكنش يخسر ليها شي امنيه ديالها واخا عارف باللي هذه الامنيه دي اللي كتطلب
تجربه مستحيله، عيط على الوزير ديالو وعلى المستشارين ديالو واجتمع معاهم وقال لهم كيفاش غادي نديروا باش نحققوا لبنتي هذه الامنيه هذه. ومن طبيعه الحال حتى الوزراء والمستشارين قالوا للملك هالطلب هذا راه مستحيل وما يمكنش يتحقق. هنا هو ينوض الوزير المقرب من الملك وقال الملك ودي عندي واحد الاقتراح. قال لي الملك اما هو؟ قال لي ودي غادي نخرجوا عند الناس وغادي نقول لهم باللي الاميره بنت الملك بغات شي واحد اللي حقق لها الامنيه ديال انها تطير في السماء، والاكيد ان بزاف منهم غادي يجيو وكل واحد فيهم غادي يجيب شي طريقه باش يعلم بها الاميره كيفاش تطير، وحنا عارفين باللي حتى واحد فيهم ما غادي يقدر يحقق الامنيه هذه، وهكا بنتك الاميره غادي تتاكد بان الامنيه ديالها مستحيله وغادي تمتنع على هذه الامنيه هذه وتشوف لها حاجه اخرى. الملك والمستشارين والوزراء الاخرين جاتهم هذه الفكره مزيانه وقالوا نتوكلوا على الله. وهكذا كان يا سادة يا كرام، الملك خرج في الناس وقال لهم باللي راه البنت ديالو باغا تحقق الامنيه ديالها اللي هي الطيران. الا كان شي واحد فيكم يقدر يساعد البنت ديالي باش تحقق هذه الامنيه هذه يجي هنا للقصر ويقترح علينا الطريقه وحنا مرحبا بالناس كاملين. وما جا فين يطيح الظلام يا سادة يا كرام حتى تجمعوا بزاف ديال الناس في القصر ديال الملك وكل واحد فيهم جايب طريقه باش يعلم الاميره كيفاش تطير. عيطوا على الاميره وعلى الخادمه ديالها وعيطوا على دوك الناس كاملين اللي كل واحد فيهم جايب طريقه باش يعلم الاميره الطياره. تقدم الاول وجايب معاه جنحين ديال الجلد وقال لهم هاد الجنحين هادو بهم غادي تقدر الاميره تطير. من طبيعه الحال ما غاديش يجربوهم في الاميره وانما غادي يجربوهم في الدراوش. عيطوا على واحد من الحراس لبسوا هادوك الجنحين ديال الجلد وطلعوا فوق الجبل وقالوا ليه تلاح تلاح المسكين، كانت هذيك هي الاخرى ليه. جا واحد اخر وجايب معاه جنحين ديال الريش، جابوا واحد من الحراس عطاو هذوك الجنحين وطلعوا للجبل وقالوا ليه طير، ملي طار دك تقولي العظم ديالو كامل. جابوا الثالث وجايب معاه جنحين بحال الشراع ديال الطائره، خداو واحد عاوتاني من الحراس ولبسوا هذوك الجنحين داو فوق الجبل وقالوا ليه تلاح تلاح، هذيك هي الاخرى ديال المسكين. وبقاو هكاك هذوك الناس كل واحد فيهم وكيجيب الاختراع ديالو باش يحقق الامنيه ديال الاميره، ولكن مع كامل الاسف حتى واحد فيهم متوفق. هنا الاميره زادت حزنات ودخلت للغرفه ديالها وسدت عليها لا ماكله لا شرب، وكل نهار كيجي عندها الملك باش يتفقد الاحوال ديالها ويسول عليها، ولكن الحال ديالها هو الحال، ما كتاكل ما كتشرب ما كتخرج، وحتى الخادمه ديالها ما مسكينه عيات معاها، ولكن الاميره اللي فراسها هو اللي فراسها. واحد الصباح يا سادة يا كرام الأميرة ناضت على واحد الصوت جاي من السرجم ديال الغرفة. كطل الأميرة باش تشوف هاد الصوت هذا منين جاي، كيبان ليها واحد الطائر زرق واللون ديالو غريب شي شوية، كيضرب بالمنقار ديالو وكيفرد الجناح ديالو وكأنه كيقول لها حلي لي السرجم رانا بغيت ندخل. الأميرة بقات كتشوف فيه وما عرفات ما دير. هذاك الطائر زاد كيضرب بالمنقار ديالو وكيضرب بالجناح ديالو بحال هكا، ملي حلت عليه السرجم دخل لداخل وبقى كيدور في الغرفة ديالها، كيدور 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 واحد شوية وهو يتحول هذاك الطائر لواحد الجن قدو قداش. الاميره ملي شافت هكاك ترعبات وجمدت في بلاصتها وما بقات قادره تتحرك، وهي تسولو بواحد الصوت خفيف ومرعوب وقالت ليه شكون انت، وهو يجاوبها بواحد الصوت مرعب وقال ليها انا هو الجن ديال الاحلام المستحيله. وهي تقول ليه شنو بغيتي من عندي، قال لها انت اللي بغيتي من عندي ماشي انا اللي بغيت من عندك. قالت لي ما فهمتش شنو بغيتي تقول، قال لها انا جيت باش نحقق لك الاحلام المستحيله ديالك. الاميره ملي سمعت وقال لها نحقق لك الاحلام المستحيله، هي تقول زعما تقدر تخليني نطير، قال لها انا قادر نحقق لك الامنيه ديالك ونخليك تولي واحد الطائر بحالك بحال كاع الطيور اللي كاينه، وتشوفي القصر ديالكم من الفوق والحدائق ديالو وتشوفي كاع المملكه ديالكم بحال شي طائر طير في السماء. الاميره بالرغم من الخوف اللي كانت ملكها في الساعه الاولى، لكن ملي سمعت وقال لها غنحقق الامنيه ديالك بردت شي شويه وهبشت من هذيك الخلعه. في نفس اللحظه اللي كانت كتهضر مع هذاك الجني جات الخادمه ديالها هي تحل الباب، غير بان لها هذاك الجن وهي تعيط عكعك عباد الله، قالت لي انا معك بالله وبالشرع اشنو بغيتي عندنا، هاد عكعك عباد الله راه انا اللي زدتها. هي تنقز الاميره من الفرحه اللي فيها، قالت لها هاد الجني هو الجني ديال الاحلام المستحيله وهو اللي غادي يحقق لي الحلم ديالي وغيحقق لي الامنيه ديالي. هي تنقز الخادمه ديالها مسكينه قالت لها شتي دغيا بحال تقتي في هاد الجن هذا، قالت لها علاه اللي ما نثق فيه هو غادي يحقق لي الامنيه ديالي. الخادمه مسكينه من كثره الخلعه اللي كانت فيها قالت لها انا غادي نمشي في حالتي، هاد الجن هذا ما ارتحيتش ليه والعينين ديالو خارجين بحال هكاك باين عليه شرير وماشي شي واحد. هي تشدها الاميره من يدها وقالت لها غير جلسي ما تخافيش انا اللي غادي نهضر معها. هي تلفت لعند الجن وقالت ليه طلب الامنيه اللي بغيتي نحققها لك مقابل انك تحقق لي الامنيه ديالي. هو يجاوبها الجني وقال لها انا ما باغي حتى شي حاجه تعطيها ليا الا حاجه واحده. هي تجاوب الاميره في لهفه قالت لي قولي شنو هي الحاجه هذه، قال لها الطلب اللي غادي نطلب منك هو انك تعطيني التاج ديال الاب ديالك الملك، الا عطيتيني التاج ديال الملك غادي نحقق لك الامنيه ديالك
وغادي تطيري كيف ما تمنيتي، وإلا ما عطيتينيش التاج ديال الملك ما غاديش نحقق لك الأمنية ديالك. الأميرة ما كانتش كتوقع ولا غيطيح لها في البال باللي الجني غادي يطلب منها هذا الطلب هذا، وسيما هنا كنهضروا على التاج ديال الملك وماشي شي حاجه اخرى. قالت لي هذا الطلب هذا اللي طلبتي مني راه مستحيل اكثر من الطلب اللي طلبت منك انا. قال لي هيا تعطيني التاج يا ما كاين والو. قالت لي انا راه عندي من الذهب ومن الفضه ومن الجواهر ما يضاهي هذاك الشيء اللي كاين في التاج ديال الملك، واكثر منه على اضعاف المرات نعطيه لك مقابل انك تحقق لي الامنيه ديالي. قال لي هالجني والو، هذاك التاج هو اللي بغيت. هنا عم الصمت في الغرفة ديال الأميرة، لأن الطلب ديال الجني كان غريب ومستحيل، الشيء اللي خلى الأميرة والخادمة ديالها يسدوا فمهم ومبقاوش قادين يهضروا. هنا الجني ملي شافهم في حيرة من أمرهم هو يقول للأميرة عرفتي شنو غادي ديري؟ أنا غادي نخليك وغادي نمشي في حالاتي، والنهار اللي غتقري أنك تحقق الأمنية ديالك غادي تجي لعندي وتجيب لي معاك التاج ديال الملك، وإلا بغيتي تلقايني غادا تجي لعندي للصخرة الحمراء اللي كاينة في الغابة السوداء، وأنا غادي نتسناك تما كاينة كل نهار ملي غادي يطيح الظلام. وما هي الا لحظات ويعاود يتسيف هذاك الجني في صفه الطائر ويخرج من السرج. وبقات الاميره والخادمه ديالها غير كيشوفوا في بعضياتهم وحالين فمهم. واحد شويه الخادمه هي تقول الاميره ما غاداش ديري بهذه الهضره اللي قال لك هذا الجن، راه باين عليه خبيث وكيقلب باش ياخذ التاج ديال باك ويستولي على الملك ديالو، وفي الاخر تولي لا طيران لا تاج ديال الملك. الاميره نور البدور من كثره ما كان البال ديالها مشغول وكانت كتفكر في راسها وهي طايره في السماء وكتحلق فوق من القصر ديالها وفوق من الحدائق ديالهم وفوق من المدينه وفوق من المملكه. ما عطات للخادمه حتى شي جواب ولا فهمتها شنو كانت كتقول كاع. وهنا يا ساده يا كرام، الهضره اللي قال الجني بدات كتخدم ليها وبدات كتدور ليها في راسها. مره كتقول نعطي الجني التاج ديال الملك ونحقق الامنيه ديالي، ومره كتقول لا، الا عطيته التاج غادي يستولي على المملكه ديالنا وغادي يحيد الاب ديالي من الملك ديالو، وعلم الله شنو غادي يدير بالناس ديال المملكه. مشات ليام وجات ليام يا ساده يا كرام، والاميره بنت الملك ما بقاتش جودت على فمها شي حاجه سميتها الطياره، ولا بقات سولت الاب ديالها ولا قالت ليه واش لقيتي شي حد اللي غادي يعلمني كيفاش نطير. هنا الملك قال مع راسو واقيلا بنتي فهمت بان هذه القضيه مستحيله وما يمكنش يتحقق لهذا الحلم هذا، وصرفت النظر على هذا الحلم هذا. ولكن اللي ما عرفوش الملك هو ان داك الشيء اللي كيتخبز ليه في الخفاء ما علم عليه لا انس ولا جان. وبقات الاميره على هذا الحال غير ساكته وكتخمم وقلال كلامها وخفت رجليها، حتى وصل النهار ديال عيد ميلادها وقيمه الافراح والحفلات في المملكه كامله، والناس كاملين فرحانين بعيد ميلاد ديال الامير، وجاو الملوك والامراء والاعيان باش يحتفلوا مع الاميره في عيد ميلادها. وملي سالوا الحفلات والافراح ومشى كل واحد في حالاته، بقى الملك هو وبنته الاميره، وهو يقول لها بواحد النبره ديال الابتسامه واش ما بغيتيش تعرفي الهديه ديالك شنو هي. الاميره ايام وشهور والابتسامه ما عرفت طريقها لفمها، ولكن ملي سمعت الاب ديالها وقال لها واش ما بغيتيش تعرفي الهديه ديالك، ابتسمت ودارت واحد الضحكه جميله بحالها. وهنا عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهده، سمعني مزيان وذوقني مزيان لان الحكايه عاد غادي تزيان. واذا كنتي مازال ما درتيش لايك لهذا الفيديو ما عرفتكش شنو كتسنى، هبط دير لايك لهذا الفيديو وخلي واحد التعليق يكون زوين بحالك، وإلا ما كنتيش أبوني في القناة تأبونا باش يوصلك الفيديوهات ديالنا ملي كنحطوهم وتكون واحد من البشوشين. الملك ملي شاف بنته ابتسمات قال هذه هي الفرصه والمناسبه باش نهضر مع بنتي، شدها من يديها ودخلها معاه للغرفه ديالو، وهو يقول لها الهديه ديالك اليوم مختلفه على الهدايا اللي كنت كنجيب لك في الاعوام السابقه. هنا الاميره الشوق ديالها تزاد وبغات تعرف شنو هي الهديه هذه اللي كيهضر عليها الاب ديالها. وهنا يا ساده يا كرام، الملك جمع الابتسامه ديالو وهضر في واحد اللهجه حاده شويه وفيها الكثير من الجد، وهو يقول لها بنتي اليوم تبارك الله كملتي العام ديالك 25، وجا الوقت باش تعرفي بزاف ديال الاسرار وبزاف ديال الخبايا ديال هذا القصر وديال هذه المملكه. الاميره ملي شافت بوها كيهضر معها بهذاك الاسلوب الجاد عرفت باللي الكلام اللي غادي يقول لها غادي يكون بالغ الاهميه، حلت عينيها وطلقت ودنيها مزيان باش تسمع شنو غيقول لها با. الملك هو حي التاج ديالو من راسه في تأني وقال لها بنتي هاد التاج هذا واحد التاج مسحور، وبسبب السحر اللي فيه بقات هاد المملكة اللي احنا فيها مستمرة من أجدادي وأجداد أجدادي، وبفضل هاد التاج هذا المسحور استطعنا أننا نحكمه بالعدل وبالحكمة، وقدرنا نتغلبوا على أعتى الأعداء وحتى شي واحد ما قدر يكسر لنا الشوكة، وما كاينش شي قوة في هاد العالم هذا كامل تقدر
قدرت تغلب علينا وحنا في حوزتنا هاد التاج هذا. وبفضل هاد التاج المسحور المملكة ديالنا كتنعم بالأمن والأمان منذ مئات السنين. وهاد التاج هذا كان صوبه كبير ملوك الجان وهداه الجدي الأكبر. لكن هاد كبير ملوك الجان رجع في الكلام دياله وبدك يتدخل في الشؤون ديال المملكة، وجدي الأكبر حبسه ومنعه أنه يتدخل لأنه كان بغي بتشرف الناس ديال المملكة ويخليهم يتضاربوا مع بعضياتهم ويدخل المملكة ديالنا في حروب ما عندنا فيها تشي دخل. وكانت الأمنية دياله هو أنه يسيطر على المملكة ديالنا والمماليك المجاورة باش يقدر يحقق الأمنية دياله ويبت الشر والمكر والحقد والدغينة في العالم كامل. لكن جدي الأكبر قدر أنه يمنعه من هاد الشي كامل بفضل قوة التاج المسحور، وداه للغابة السوداء وخشاف واحد الحفرة بماكينة وسد عليه. ومن ذاك النهار بقينا كنتوارتو هاد التاج هذا أبن عن جد حتى وصل لعندي أنا. وحتى واحد ما يقدر يستعمل هاد التاج هذا إلا إذا كان العرق ديالو من الأصل ديال الجد ديالي الأكبر. وكيف ما كتعرف يا بنتي، ما عندي حتى شي واحد من غيرك، ما عندي لا ولاد ولا بنات أخرين، أنت الوحيدة هي اللي عندي. داكشي علاش جا الوقت باش نسلم لك أنت هاد التاج هذا، لأنني غادي نسافر وغنمشي لواحد السفر طويل وغنتعطل بزاف، ونخاف أنني نتوفاني المنية تما كاينة ونموت ونكون ما حققتش هاد الأمنية هادي ديال الأجداد ديالي. وكنتمنى منك بنتي لا قدر الله مت في السفر هذا، هاد التاج هذا ما تعطيه لتا شي واحد إلا الواحد اللي الدم ديال الأجداد ديالنا كيجري في العروق ديالو. الأميرة ملي سمعت هاد الكلام هذا من عند الأب ديالها داخت وما بقات عارفة ما تدير، وتخلط عليها الكلام اللي قال لها الجن باش تحقق الأمنية ديالها، وفي نفس الوقت الكلام اللي قال لها الأب ديالها والأهمية ديال داك التاج وشنو كيتسناها من بعده، ما بقات عارفة ما تقول ولا عارفة شنو تدير. واحد شوية هي تقول ليه كون هاني، سير سافر مع راساتك وتمشي وترجع إن شاء الله بالسلامة، وأنا كنواعدك أنني غنحافظ على التاج هذا كما حافظت عليه أنت وكيف ما حافظوا عليه جدودك. وهنا الأميرة مدت يديها باش تمس هذاك التاج، فإذا بواحد الحجرة من الأحجار الكريمة اللي كاينة في التاج دارت واحد الضوء عمر الغرفة كاملة بالإضاءة. هنا ابتسم الملك وشد هذاك التاج وحطه على الراس ديال بنته وقال لها كنتمنى بنتي أنك تحترمي هذا التاج هذا وتقدريه وتحافظي عليه وتحكمي بالعدل وبالحكمة وبالسلامة وبالأمن، وتكوني مثال للملوك والملكات اللي غادي يجيو من وراك. وهو يقول لها دابا بنتي حيدي هذاك التاج من فوق راسك وخزنيه في شي بلاصة اللي غتكون آمنة وما يعرفها حتى شي واحد إلا أنت. وبمجرد ما تسمعي بالوفاة ديالي ديري التاج فوق من راسك، وتما غادي تعرفي أشنو هي القوة ديال هاد التاج وشنو هي الطاقة اللي مخبيها هاد التاج هذا تحت منه. ولكن ردي بالك من واحد الحاجة، قالت لي أشنا هي. قال ليها إلا شديتي هاد التاج هذا وعطيتيه لشي واحد بمحض إرادتك، يعني انت اللي بغيتي تعطيه لي بخاطرك بدون ما ينازعك عليه ما حتى شي حاجه، هذيك القوه وهذيك الطاقه وداك السحر اللي كاين في هذاك التاج كيتحول لهذاك الشخص الاخر، وحتى واحد على وجه الارض ما يقدر يحيده من الملك ديالو ويبقى ملك على هاد البلاد هذه حتى يموت. ولا كانوا عنده الاولاد ولا البنات غادي ياخذوا هذاك التاج وغادي يتوارثوا فيما بينهم وغيبقاو هما الملوك على هاد المملكه هذه. وهنا بنتي غادا تكوني فقدتي جوج الحوايج اللي هما الاب ديالك والتاج ديال الملك ديالك. هنا الاميره استشعرت فعلا القيمه ديال داك التاج وشنو كيمثل الاب ديالها والجدود ديالها والمملكه ديالها كامل. شدت هذاك التاج ولواته في واحد الزيف ديال الحرير ديالها ومشات للغرفه ديالها وخزناته في واحد البلاصه كتعرفها غير هي. وما هي الا ايام وغادي يسافر الملك للسفر ديالو، وفي الفتره ديال الغياب ديالو كان الوزير هو اللي كيقوم بالشؤون ديال الدوله. وبقات الاميره نور البدور محافظه على داك السر اللي كان بينها وبين باها وما قالتها لتا شي واحد باستثناء الخادمه ديالها. وفي كل مره كانت كتخرج هي وياها وكيخرجوا للحديقه كيبانوا ليها الطيور كيطيروا وكيتعالوا في السماء، وكتقول امتى غادي يجي هذا النهار اللي غادي نطلع حتى انا ونطير بحال هاد الطيور هاد. ولكن بالرغم من هاد المسؤوليه اللي حست بها تجاه هذاك التاج والكلام اللي دار بينها وبين الاب ديالها، الا ان الحزن ما بغاش يفارقها ودائما غير ساهيه وكتخمم وكتفكر. الخادمه ديالها درهما بقات فيها عاوتاني الاميره وداك الحال اللي هي فيه، وهي تقول لها عرفتي شنو غادي ديري، غادي نديك عند واحد العرافه وغادي نسولوها وغتقول لنا اشنو غادي يوقع، وربما تقدر تقول لنا حتى اشنو غادي نديرو باش نقدروا نحققوا لك هذا الحلم هذا، وفي نفس الوقت ما نضيعوش من يدينا التاج. الاميره كانت في حيره من امرها وما عارفاش اشنو غادي دير، وفي نفس الوقت الرغبه ديالها باش انها تطير في يوم من الايام وتولي بحال الطيور كانت كتدفعها بزاف باش توافق على الكلام اللي قال ليها الجن. وهي تقول الخادمة ديالها واخا نمشي ونشوفو شنو غادا تقول لينا. ملي تمو غادين في الطريق هي توقف الخادمة وقالت للأميرة شوفي هاد العرافة اللي حنا غادين عندها راه فيها الخير وفيها الشر، والإنسان اللي فيه الخير وفيه الشر دائما تخاف عليه أن الشر اللي فيه يقدر يغلب على الخير اللي فيه. داكشي علاش هاد الكلام كامل اللي غادي تقول لنا خصنا نتعامل معاه بحذر، بمعنى أوضح أن السحرة والعرافين الكلام ديالهم كامل
ما منوش، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ملي وصلوا للباب ديال الدار ديال العرافة دقوا الباب، قالت لهم دخلوا. ملي دخلوا لقاوها جالسة وحاطة هذيك البيلا ورا قدامها وكدير في السحر ديالها، وبدون ما تلافتوا باش تكون شكون هما هادو اللي دخلوا عندها للدار، هي تقول الأميرة مرحبا بك سيدتي الأميرة ومرحبا بك أيتها الخادمة. الأميرة والخادمة شافوا في بعضياتهم وقالوا كيفاش هذه عرفتنا بدون ما تلافت عندنا تشوفنا. واحد شوية هي تلافت لعندهم وهي تقول الخادمة عندك الحق بنتي في الكلام اللي قلتيه. قالت لها الخادمة شنو قلت؟ قالت لها قلتي باللي هاد العرافة هذه فيها الخير وفيها الشر، والإنسان اللي فيه الخير وفيه الشر كتخاف دائما من أن الشر ديالو يغلب على الخير ديالو. وفعلا هاد الشيء اللي وقع ليا، الشر ديالي غلب على الخير ديالي، وكان هذا هو الثمن اللي دفعت باش نولي عرافة. هنا الخادمة تبنجت بلاصتها وما بقات عارفه ما تقول. واحد شويه هي تلافت لعند الاميره وقالت لها اشنو جابك عندي هنا؟ قالت لها جيت لعندك باش تعاونيني نحقق الحلم ديالي والامنيه ديالي. هنا العرافه شعيله هي دير واحد الضحكه ماكره وهي تقول لها هذا الحلم ما يمكن ليه يتحقق الا بالمقايضه مع الجن، وكنظن هذا الشيء هو اللي دار معك، ولكن كاينه حيله وحده هي اللي تقدري تحققي فيها الامنيه ديالك وما تضيعيش التاج ديال الملك ديال الاب ديالك. هي تقول لها الاميره كيفاش؟ قولي لي. قالت لها غادي تاخذي التاج ديال باك وغادي تمشي للصخره الحمراء في الغابه السوداء وغادي تلاقي مع هذاك الجن وغادي تقولي ليه غادي تحقق لي الامنيه هي الاولى عاد نعطيك التاج ديالك، وملي حققك الامنيه ديالك غادي يكون التاج باقي في يدك وانت كتقدري تطيري وغادي تطيري وما غاديش ياخذ من عندك التاج، وهكذا غادي تكوني حققتي الامنيه ديالك وفي نفس الوقت ما ضيعتيش من يدك التاج ديال الملك ديال باك. الاميره جاتها الفكره هذه ديال العرافه فكره جهنميه، ولكن فيها بزاف ديال الريسك وفيها بزاف ديال المغامره. الخادمه مسكينه هي تلفت لعند الاميره قالت لها عندك ديري بهذا الكلام اللي قالت لك هذه عاوتاني، راه كيما قلت لك هذه سمعي الكلام ودخليه من هنا وخرجيه من هنا. الاميره من كثرة الفرحه اللي فيها بالفكره اللي عطاتها هذيك العرافه ما سمعت كاع شنو قالت مسكينه هذيك الخادمه ولا جاوبتها ولا داتها فيها، وهي تقول للعرافه بلاتي راه عندي واحد السؤال اخر. قالت لها شنو هو؟ قالت لها هذه الصخره الحمراء اللي كيهضر عليها وهذه الغابه السوداء اللي قال لي فينا بلاصه كاينه انا والاب ديالي ما خلينا فين مشينا ما خلينا فين سافرنا ما عمرني شفت شي صخره حمراء ولا شي غابه سوداء. هنا ضحكت العرافه وقالت لها هاد الصخره الحمراء وهاد الغابه السوداء اللي كيهضر عليها الجن ما يمكنش لك تعرفيها الا اذا كنتي غاده لهذيك البلاصه اللي فيها الصخره الحمراء في الغابه السوداء. فملي تقرري انك تمشي لعند هذاك الجن وغادا تدي معك التاج في يديك، ملي غتكوني غاده في الطريق غادي تبان لك هاد الغابه الكحله وغتلقاي فيها الصخره الحمراء. الاميره ملي فهمتها العرافه كيفاش غادا دير باش توصل لهذيك الصخره الحمراء والغابه السوداء شكرتها على داكشي اللي قالت ليها وعطات هذيك البركه اللي عطاتها وشدت في يد الخادمه ديالها مشات كتجري للقصر ديالها. ملي وصلوا للقصر هي تقول الخادمه ديالها من هنا لثلاث ايام غادي يكون القمر باين كامل وغادا تكون القمره، وفي هذيك الليله هي اللي غادي يمشيو فيها الغابه السوداء اللي فيها الصخره الحمراء. الخادمه مسكينه عيات في الاميره باش ما ديرش هذا الكلام اللي قالت لها العرافه، ولكن الاميره كان العقل ديالها هو انها في يوم من الايام غادا تطير. ملي شافتها انها ما بغاتش تسمع لها الكلام ديالها ومصره على انها دير داكشي اللي قالت لها العرافه خلاتها في الغرفه ديالها وخرجت. ملي دازت 3 ايام القمر ولا كيبان كامل وداك النار كانت القمره ضاويه. جبدت هذاك التاج من البلاصه اللي كانت خازنه فيها وملي حلاته حطت عليه يديها، لكن هذيك الحجر الكريم اللي كان ضوى النهار الاول ما كانش كيضوي بنفس الطريقه اللي كان ضوى بها المره الاولى. هنا الاميره ما فهمت والو، ولكن من كثرة ما كانت كتخمم انها غادا تمشي وغتحقق الامنيه ديالها ما انتبهتش لهذيك المساله اللي كانت مهم. ملي شدت هذاك التاج لواته في واحد الثوب ديال الحرير ودارته تحت من الحوايج ديالها وتما تخرج شدت الطريق ديالها. الخادمه ديالها شافتها قالت لها والو غادي نمشي معاك باش نشوف شنو غادي يوقع، لان خايفه توقع لك شي حاجه وما يشوفك حتى واحد. الاميره عيات في الخادمه قالت لها رجعي في حالاتك ما تمشيش معايا، ولكن الخادمه مسكينه كانت وفيه لديك الاميره وكانت عزيزه عليها، قالت لها ما غاديش نقدر نخليك تمشي بوحدك في هذه المحنه هذه، والا بغيتي تسعفيني جلسي في حالاتك وما تمشي لهذ الغابه السوداء ولا لهذ الصخره الحمراء. الاميره ملي شافتها مصره على انها تمشي معها قالت لها يلا تمشي معايا. ملي تمو غادي في الطريق غير دخلوا واحد شويه في الغابه وهي تبدا تبان بعض الطيور الغريبه اللي الشكل ديالها غريب ومرعب. ملي تمو غادي توغلوا وسط من الغابه بدات كيبان ليها واحد الضوء خفيف جي من واحد البلاصه. بقاو تابعين هذاك الضوء تابعينه حتى وصلهم لواحد البلاصه فيها واحد الكوخ، ومن هذاك الكوخ ملي خارجين هذوك الضوء. ملي قربت حتى ذاك الكوخ هو يبان لي هذاك الطائر اللي كان جا عند الغرفه ديالها اللي هو الجني، نزل الارض وحل هذاك الباب ديال الكوخ ودخل ليه لداخل. الاميره تمت غادا بشويه مخلوعه وراها الخادمه ديالها.
باللي وصلت حتى ذاك الكوخ دفعت الباب بشوية، فإذا بواحد الرجل كبير المنظر ديالو غريب والعينين ديالو كيتبارقوا والمنظر ديالو مخيف شوية، وفوق من الكتاف ديالو كين هذاك الطائر، وبالجناب ديال هذاك الرجل الكبير كين واحد نوع ديال البعوض، وهذاك البعوض هو اللي خارج منه هذاك الضوء. هذاك الرجل الكبير ملي حس باللي كين شي واحد دخل الكوخ ديالو وهو يقول شكون كين هنايا، وهي تقول لي أنا الأميرة بنت الملك فلان، جيت كنقلب على الغابة السوداء باش نمشي للصخرة الحمراء. قال لي أنا هو المرشد ديال هذا المكان هذا، واشنو بغيتي تمشي ديري انت في هذه الغابة السوداء؟ واش باغا تمشي تبيعي شي حاجة؟ قالت لي لا. قال لها هي باغا تمشي تشري شي حاجة؟ قالت لي لا ما غادي نشري حتى شي حاجة. قال لي يا غريب، هذا المكان اللي نتوما باغين تمشيو ليه ما كيمشيو ليه غير واحد الناس اللي كتكون عندهم واحد الحاجة غالية وباهظة الثمن وكيمشيو يبيعوها باش يشري واحد الحاجة باخسة الثمن. هي تقول لي الأميرة أنا ما باغا نبيع ما باغا نشري، ولكن غير وريني فين كاينه هذه الغابة السوداء. وهذا الكلام اللي كان كيقول هذاك الرجل العجوز فيه واحد المعنى كبير، لكن الأميرة ما فهمتوش شنو غايقول. هو يبتسم هذاك الرجل وقال لها بنتي باين عليك مزروبة وباغا تمشي لهذيك البلاصة بالرغم من أن العواقب ديالها ماشي زوين، حيت الإنسان بعض المرات لا تبع الهوى ديالو كيوهمو أن هذاك الشيء اللي غادي يدير ولا البلاصة اللي غادي يدير ليها هي الصلاح ديالو هي الفلاح ديالو، مع العلم أنه العكس، وداك الشيء كيكون باين لكنه كيكون عمى من كثرة ما أنه باغي يحقق هذيك الحاجة ويوصل لها. وحتى هذا الكلام لو أن الأميرة فكرت غير شوية غتفهم بأن هذا الكلام هذا كان كيحذرها أنها ما تمشيش لهذيك البلاصة. هو يعود يحضر هذاك الرجل وقال لها شوفيني غير انا قدامك بنتي خير مثال، بكري كنت قادر انني نشوف بحالي بحال كاع الناس، وبقيت تابع الهوى ديالي حتى فقدت البصر ديالي، وبالرغم من ان العينين ديالي بحال هكا خارجين كيبان لك بانني راه كنشوف، ولكن في الحقيقه انا اعمى بسبب انني ما فكرتش في العواقب ديال داك الشيء اللي كنت باغي ندير. ففكري مزيان بنتي قبل ما تمشي لهاد الغابه السوداء. لكن الرغبه ديال الاميره باش تمشي للغابه السوداء كانت كبيره وكانت عمياها على الحقيقه، وهو يقول لها بنتي على اي حال انا غادي نوريك فين كاينه هذه الغابه السوداء وتحملي المسؤوليه ديالك. قالت لي غير قول لي وما تخمم في حتى شي حاجه انا عارفه شنو كندير. قال لها شفتي ملي كنتي جايه لعندي هنا للكوخ كان واحد البير تما كاينه. قالت لي شفت هذاك البير؟ قال لها هذاك البير هو الدخله ديال الغابه السوداء. قال لها غادي تمشي لهذاك البير وغادي تفتحيه وغادي تشدي هذاك الدلو اللي كيسقيو به الماء، راه كبير غتقدري تخشي فيه، وحزمي ديك القنبه مزيان وهبطي فيه، وملي غتهبطي في القاع هذيك هي البدايه ديال الغابه السوداء. قبل ما يكمل الراجل الكبير الكلام ديالو طارت الاميره هي والخادمه ديالها باش تمشي لهذاك البير باش تدخل للغابه السوداء. وداك الشيء اللي كان الاميره شدت الخادمه ديالها من يديها وخرجت كتجري وما وقفت حتى لحد البير. ملي وصلت تما خدات القنبه ديال الدلو وحزمتها مزيان مع واحد الشجره وقالت للخادمه ديالها غادي تبقاي هنا وانا اللي غادي نهبط لتحت. الخادمه ديالها قالت لها ما يمكنش نخليك تمشي بوحدك لانني نخاف عليك توقع لك شي حاجه. قالت لها الاميره غير خليني انا غادي نهبط حتى لو وقعت لي شي حاجه على الاقل انت توصلي الخبر للمملكه. الخادمه قالت لها ما يمكنش نخليك تمشي بوحدك ضروري نمشي معك. الاميره شدت هذاك الدلو وطلعت وسط منه وهي تبعها الخادمه ديالها وموقف بهم الدلو حتى وقف بهم في الارض. ملي ناضوا بداو كيمسحوا في حوايجهم كيسرحوا عينيهم كتبان لهم واحد الغابه سوداء كبيره ومظلمه. هنا الاميره والخادمه ديالها الرعب بدا كيركبهم. تم غادين كيدهسوا وسط من هذاك الظلام واحد شويه الخادمه هي ضربها بواحد الغوته حتى تخلعت الاميره. كتلفت لعندها كتقول لها مالك علاش كتغوتي؟ كتلقاها حاطه يديها على فمها وكتنعت في واحد البلاصه كتقول لها زعما شوف. كتلفت الاميره باش تشوف شنو كاين تما كاينه كتلقى واحد البلاصه كلها عامره بهذاك الصخر الاحمر، ووسط منهم كاينه واحد الصخره حمراء كبيره وبالجناب ديالها كاين واحد الاضواء زرقاء كتبارك. تم غادين كيتقربوا لهذيك الصخره الحمراء بشويه بشويه، ملي قربوا لحداها فإذا بهذيك الأضواء اللي كانت كتبارك واللون ديالها أزرق العينين ديال الأفاعي وديال التعابين. الخادمة مسكينة غير شافت هذاك المنظر هي تموت بالخلع، والأميرة كتر منها، ولكن الأميرة تشجعت وتمت غادة بشوية بشوية، وهذوك الأفاعي والتعابين ملي شافوهم خواو لهم الطريق باش يمشيو لهذيك الصخرة الحمراء. ملي قربت الأميرة حدا ديك الصخرة الحمراء كتلقى فيها واحد الكرسي بحال الكرسي ديال الملوك كله مهرتك وجالس فوق منه هذاك الجن وكيتسنى فيهم والعينين ديالو حمرين والشر كيتقاطر منه، وعلى اليمين ديالو كاين واحد البير طالعة منه الألسنة ديال اللهب، وعلى اليسار ديالو كاين واحد القفز كبير عامر بالفيران، وهذيك الفيران مسكينة كتحرك في كل مكان من كثرة الرعب ومن كثرة الخلع اللي فيها. هذاك الجني ملي شافو مقربوا لعندو وهو يقول الأميرة مرحبا بك سيدتي الأميرة في الغابة السوداء، وقال الأميرة شنو حب الخاطر؟ وهي تقول لي جيت لعندك باش تحقق لي الأمنية ديالي كيف ما وعدتيني. قال ليها وشنا هي الأمنية ديالك؟ قالت لي الأمنية ديالي هو أنني باغا نطير ونولي بحال العصافير ونشوف الأجواء كيفاش دايرة ونشوف القصر ديالنا كيفاش داير ونشوف الحاجة
الحديقه ديالو والغابات والمملكه ديالنا كيفاش دايره. ملي سمع الجني قالت الامنيه ديالها وهو يطلق واحد الضحكه شريره وهو يقول لها واش جبتي هذاك الشيء اللي طلبت منك؟ قالت لي نعم جبت معايا التاج ولكن عندي واحد الشرط. قال لها اما هو الشرط ديالك؟ قالت ليه ما غادي نعطيك التاج حتى غادي تعلمني كيفاش نطير، عاد ديك الساعه نعطيك التاج. وهو يقول لها واش عمرك شتي شي انسان كيطير في السماء؟ قالت ليه لا ولكن قلتي لي انك قادر تحقق لي هذه الامنيه. قال لها بنت الناس الامنيه ديالك ما عمرها غادي تتحقق، وهذا الشيء كامل اللي قلت لك غير بقيت كنستدرجك بشويه بشويه باش تجيبي لي التاج ديال الملك. داكشي علاش غادي نقول لك عطيني التاج وبلا ما تبقاي تلاجي معايا ولا ديري حتى شي حركه. واللي خصك تعرفي هو ان الانسان خصو يحلم بشي حاجه اللي قادر انه يحقق، واذا كان غادي يضحي باشياء ثمينه مقابل انه يحقق واحد الحلم اللي هو عارف انه ما غاديش يمكن يتحقق، غادي يفقد هذيك الاشياء الثمينه وما غاديش يحقق الحلم ديالو، وهذا الشيء اللي طحتي فيه ايتها الاميره. والدليل هما هاد الفيران اللي كاينين في هذا القفص هذا، هادو كلهم كانوا امراء وملوك ونبلاء، كلهم جاوا باش يحققوا الامنيات ديالهم المستحيله وقايدتهم وعطاوني احسن ما عندهم وما حققت حتى شي واحد الامنيه ديالو، وكان هذا هو المصير ديالي. وانت قايدتك على اغلى حاجه في الوجود بالنسبه ليك وبالنسبه للاب ديالك والمملكه ديالو وبالنسبه ليا وبالنسبه للاجداد ديالي. هي تقولي الاميره على هذا الحساب كنتي كتخدعني. قال لها خدعتي راسك براسك وبعتي الملك ديالك بابخس الاثمان. عرفت الاميره باللي الجني دارها بها، وهي تقول لي خاصك تعرف انك انت ما عندكش الحق تمس هذا التاج هذا، والا مسيتيه ما غادي تلوم الا نفسك. وهو يجاوبها بواحد السخريه وقال لها انا عارف هذه القضيه هذه قبل ما تزادي انت وقبل ما يتزاد الاب ديالك. هاد التاج هذا اللي بين يديك صوبو جدي لجدك الاكبر، ومات جدي ومات الاب ديالي وتا واحد فيهم ما قدر يرجع هاد التاج هذا، وخديت عهد على نفسي انني غادي ندير المستحيل باش نسترجع هاد التاج هذا ويولي ملكي انا، وندير داكشي اللي كان باغي جدي الاكبر يحققه فوق من الارض. وانت اللي عاونتيني باش نحقق هاد الامنيه هادي اللي سنين هادي وانا كنتسنى فيها، وسنين هادي وانا كنتصارع مع الاجداد ديالكم على الاب ديالك باش ناخذ منهم هاد التاج هذا، ولكن كلهم كانوا اكثر حكمه منك وعرفوا كيفاش يحميوا التاج ديالهم لسنين عديده. واحد شويه الجني كتبان ليه الخادمه مخلوعه وغير كترعد مسكينه، هو يشدها من يديها وبغى يلوحها في البير اللي كان طالع منه الالسنه ديال اللهب. الاميره ملي شافته غادي بالخادمه لهذاك البير اللي فيه النار، هي تقول ليه هذا هذا انا غادي نعطيك التاج. قالت لي طلق هذيك الخادمه هي الاولى وانا غادي نعطيك التاج. الجني طلق الخادمه ومشات كتجري حدا الاميره. الاميره هي جبت التاج من راسها هي تمدو للجني، غير مداته ليه هو يتلح عليه بحال العقرب، شدو وبقى كيتامل فيه وقال واخيرا غادي نخرج من هذه الغابه السوداء المظلمه وغادي نخرج نعيش في القصور، واخيرا غادي نملك التاج اللي كانوا كيصارعوا عليه جدودي وجدود جدودي، وغادي نملك الارض كلها ومن فيها. وحط هذاك التاج فوق من راسه وهو كيضحك واحد الضحكه ماكره. وهنا يا ساده يا كرام عاد الاميره استوعبت وفهمت القيمه ديال هذيك المصيبه اللي دارت، وبدات كتبكي وكتقول يا ويلتي فرطت في الملك ديال الوالدين ديالي وفرطت في التاج اللي تناقلوه ما بين اجيال واجيال واجيال، وجيت انا اليوم برمشه عين فرطت فيه بالسذاجه ديالي وبقله العقل ديالي، واش داني انا نطير ولا نولي بحال العصافير وانا غير انسان بحالي بحال كاع الناس. ودركت بان الامنيه ديالها كانت واحد الامنيه غبيه وما عندها حتى شي قيمه وما عمرها غادي تتحقق، والسبب ديال هاد الشيء كامل هو الفشوش والخنات اللي كنفششها الاب ديالها، وكذلك انكار النعمه اللي كانت عايشه فيها وكتطلع على شي حاجه اللي ما عمرها غتقدر توصل لها. وفي اللحظه اللي كانت فيها الاميره كتبكي وندمانه على داك الشيء اللي دارت، وكان الجني في نفس الوقت شاد هذاك التاج وفرحان به ايما فرحه، واحد شويه الاميره غادا تسمع واحد الصوت مألوف في الاذن ديالها. ملي كتهز راسها باش تشوف اش كاين فاذا بها كتلقى الاب ديالها الملك هو والحراس ديالو واقفين على هذاك الجني. الاميره مسكينه ما فهمت والو، كتقول ويلي الاب ديالي مشى للسفر وشنو كيدير هذا هنا وشنو كيدير هو الحراس ديالو وكيفاش وصلت لي هذا الخبر وكيفاش عرفني انا هنايا. هذاك الجني ملي شاف الملك والحراس ديالو واقفين قدامه وهو يقول ليه جيتي باش تقدم الولاء والطاعه للملك ديالك الجديد، هو يجاوب الملك نور البهاء ويقول لي اخرس ايها الملعون، دوزتي حياتك كامله في الظلام وغتعيش في الظلام وغادي تبقى في الظلام. هو يجبد هذاك التاج ديالو وحطه فوق من راسه ومس هذاك الحجر الكريم اللي فيه، فاذا بهذاك الجني بدا كيتشوى وكيتكوى حتى ولا بحال الجمره، وهو يدير يدو مس عاوتاني هذاك الحجر الكريم، فاذا بهذوك الفئران اللي كانوا مشدودين في هذاك القفص كيتحولوا لامراء ونبلاء وملوك. ملي خرجوا كيلقاو الملك قدامهم، قدموا ليه الولاء والطاعه وشكروه على انه نقذهم من هذاك الشرير اللعين.
هي تلفت الأميرة عند باه وقالت لي بغيت غير نعرف كيفاش درتي حتى وصلتي لهنا وباش عرفتي راه انا كاين هنا. وهو يقول لها هاد الخادمة ديالك درهمة ملي عرفت ان الامر خطير لهاد الدرجة هادي بعثت لي برسالة وانا صفت واحد الرسول جاب واحد التاج مزور وعطيته لها وطلبت منها باش ما تشدش التاج الحقيقي بيديها تدير عليه واحد التوب وتحيده وتحط هذاك التاج المزور وملي جيت انا مشيت خديت التاج الحقيقي ودرته فوق من راسي وجيت لعندك لهنا. واما كيفاش درت حتى وصلت عندك لهاد البلاصة هادي اللي خصك تعرفي هو ان جدي الكبير اللي كان سد على هادك الجني في هاد البلاصة هادي كان عنده واحد المدخل خاص كان كيدخل منه بدون ما يعرفوا حتى شي واحد والملوك كاملين اللي كانوا دازوا على هاد المملكة هادي كانوا عارفين هاد الباب هذا بما فيهم انا ولكن ما كنقولوه حتى شي واحد. وكان من المقرر انني غنوريك هاد الباب هذا لولا انك تسرعتي وجيتي لهنا برجليك. فلولا حب هاد الخادمة المخلصة ليك لكانت المملكة ديالي كاملة دابا كتعم الشر وهداك الجني دير فيهم مبخ. وكنتمنى بنتي انك تكوني استفدتي من هاد الشيء هذا اللي وقع. الأميرة عرفت راسها شنو دارت حضرت راسها واعتذرت من الاب ديالها على هذا الشيء اللي صدر منها وعلى هذه الامنيه الغريبه اللي كانت بغات تحقق وقال لها باها بنتي الانسان ما خصوش يحلم شي حاجه اللي فوق من الجهد ديالو وفوق من القدره ديالو واي انسان بغى يحلم شي حاجه اللي ممكن تحقق خصو يخدم عليها ويكد عليها ويجد عليها. اعتذرت الاميره مره اخرى من الاب ديالها ومشات عنقت الخادمه ديالها وشكرتها على هذا العمل هذا اللي دارت معها. وملي عنقت الاب ديالها الملك هي تمس هذاك الحجر الكريم اللي كاين تما كاينه ملي حطت الصبع ديالها عليه هو يتلألأ وشعل هذاك الضوء بحال اللي كان شعل ديك المره في الغرفه ديالها. هنا هي تفهم علاش هذيك المره ملي هزت هذاك التاج ما شعلش الضوء بحال كما كان شعل المره الاولى. وقال الاميره بلي هذه كلها علامات كيستعمل هذا التاج الا كان شي واحد باغي يخدعه ولا باغي يسرقه. ورجعت الاميره والخادمة ديالها والملك إلى القصر وعاشوا في أمن ورخاء إلى أن توفي الملك. ملي توفى الملك نور البهاء الأميرة بنت نور البدور هي اللي ولت الملكة واستعملت هذاك التاج وعاشت في المملكة ديالها وحكمات بالعدل وبالحكمة وبالاستقرار. وتزوجات الأميرة نور البدور وملي كبروا ولادها خدات الكبير فيهم وعطاته هذاك التاج وفهماته كيفاش هذاك التاج بالنيجة من عند الأجداد والأجداد ديالها حتى وصل لعنده. وبقات هذيك المملكة على نفس النهج وبقاو كيتوارثوا هذاك التاج أبا عن جد جيلا بعد جيل ومشات حكايتي من واد الواد وبقيت أنا مع ولاد الجوال. وهنا كنوصل النهاية ديال هذه الحكاية نتمنى أنها تكون عجباتكم وما تنسوا الجيم وكومنتير وتبارتاجيو مع الأصدقاء ديالكم. شوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة والسلام عليكم. السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد وفي حكاية جديدة. وقبل ما نبدأ الحكاية كاينة واحد ملاحظة بسيطة. هذه الحكاية هذه الأغلبية فيكم غادي يكون كيعرفها. علاش؟ لأنها بكل بساطة دازت في التلفزيون المغربي. ولكن هذا ما كيعنيش أنني أنا نقلتها من الفيلم اللي داز في التلفاز المغربي. وهذه القضية دائما كنبغي نجاوب عليها لأنني كنشوف بعض المرات الناس في لي كومونتير ملي كنعاود شي حكاية كيقول لك ودي هذه الحكاية هذه راك نقلتيها من الفيلم الفلاني ولا المسلسل الفلاني. غير باش نقول لك في هذه القناة هذه ما عمرني عاودت شي حكاية ولا شي قصة شفتها في شي فيلم ولا في شي مسلسل. ولكن اللي كيوقع هو اننا حنا من نفس المصادر اللي تخاد منها الفيلم كناخذوا منها حتى حنا القصه ديالنا. وهذه القضيه هذه في الاوساط الادبيه معروفه وما كاين حتى شي واحد كيعترض عليها وكتسمى التحويل الادبي. فالمره الجايه ان شاء الله لسمعتي شي حكايه في هذه القناه هذه وسبق لك شتيها مسلسل ولا شتيها فيلم هذا ما كيعنيش اننا نقلناها من الفيلم ولا المسلسل وانما نفس المصادر اللي تخدمنا الفيلم ولا المسلسل خدينا منها حتى حنا القصه ديالنا. ما نطولش عليكم بزاف وندوزوا للحكايه ديالنا. بسم الله نبدا بها الكلام والصلاه والسلام على خير الانام. كان يما كان يا ساده كرام في سالف العصر والاوان وكان حتى كان في قديم الزمان في بلاد الرافدين يعني العراق كان واحد الرجل سميتو طنبوري. طنبوري كان واحد تاجر من ابخل ما خلق الله على وجه الارض. ما عمرو في حياته دار شي صداقه ولا عاون شي مسكين والو ما تيخرجش السنتيم من الجيب ديالو والهم ديالو هو انه يجمع الفلوس ويولي واحد من الاثرياء. واحتمل الهندام ديالو ديما مبهدل وديما مدربل وكيخسر في راسو الشرويطه هي اللي خرب باش يلبسها. وكان عنده واحد الصباط 7 سنين وهو لابسه. داكشي علاش في العود ما غنبقاو نعيطوا عليه الطنبوري
غادي نسميوه بوسباط. بوسباط هذاك السباط اللي عنده لو كان كان قاد يهضر غادي يغوت ويقول وكوك عباد الله هاد السيد هذا ما بقاش بغى يحيدني من رجلي، لدرجه انه في مكان كيتقطع من شي جهه يرقعه، تقطع لي منيه يرقعها، تقطع لي سريه يرقعها، حتى ولا داك السباط فيه 5 ولا 6 ديال ليكوش ديال الجلد، وتقول هذاك بوسباط بغى يحيد هذاك السباط من رجلي. المهم يا ساده يا كرام، سي بوسباط كان من ابخل ما خلق الله، وكل ما تزاد الغنى ديالو كيتزاد البخل ديالو ولا التسقرين ديالو، حتى ولا معروف عند عامه الناس هو والصباط ديالو. في يوم من الايام يا ساده يا كرام، سي بوسباط مشى للسوق، مع الدخله ديال السوق غادي يتلاقى مع واحد التاجر جيب واحد المزهريه ديال الزاج ومشلى بالذهب. والسي بوسباط كانت عنده واحد استراتيجيه باش يقدر يشري الحاجه خطيره وعجيبه بيقدو عليها غير السقرامة بحالو. ملي كان كيشوف شي سلعه كيعرفها مزيانه ما كيمشيش يسبق هو الاول من الناس اللي باغيين يشريوها، كيبقى سامر على مناها وكيشوف الثمن اللي كيعطيوه الناس وكيختار اقل ثمن وكيمشي لعند هذاك التاجر وكينزل لي على داك الثمن القليل اللي عطوه الناس، وما كيمشي عند التاجر حتى كيبان لي عيا وما بقاش قاد يوقف وما بقى قاد يتاوى ولا يساوم على السلعه ديالو. وغالبا هاد الخطه هادي كانت كتنجح لبوسباط، خلى هذاك التاجر كيتركن مع البيع والشرايه نهار كامل حتى بان ليه حتى واحد ما شراها من عنده، ومشى لعنده وعطاه ابخس ثمن باش يشري من عنده هذيك المزهريه. البيع والشري قال له الثمن اللي عطيتيني ما كاينش شي واحد عطاه ليا، الاغلبيه كيعطيوني غلا من هذا الثمن هذا اللي طلبتي. سي بوسباط بقى عليه بالهضره وقال لي هذه المزهريه هذه راه حتى واحد ما غيشريها من عندك، وهاد الناس هادو ما مهتمينش بهاد الامور هذه، راه غادي تبقى هنا غير شادها وما غادي تبيعها ما حتى شي حاجه. وبهذه الحيله الذكيه الماكره ديال السي بوسباط قدر يشري من عنده هذيك المزهريه. وهو غادي في طريقه كيتسارع عاوتاني في السوق كيبان ليه واحد السيد كيبيع ماء الورد، مشى لعند هذاك التاجر اللي كيبيع ماء الورد وبقى عليه حتى هو بنفس الاستراتيجيه وبنفس الخطه، حتى قدر يشري من عنده هذاك الماء ديال الورد بواحد الثمن بخيس ما كيسوى حتى شي حاجه. السي بوسباط شد هذيك المزهريه وكب فيها هذاك ماء الورد وسدها مزيان وقال هذه غادي نبيعها بواحد الثمن ما كيتقدرش من المال، لانه كيف ما كان الحال كان بيع وشراي وعارف القيمه ديال داك الشيء اللي كيشري. السي بوسباط ملي شاف راسو دار هذا البيع وشريه مزيانه مشى في حالته للدار ديالو وحط هذيك المزهريه اللي فيها الماء الورد في واحد البلاصه موقره باش نهار يجي الوقت ديالها يخرجها ويبيعها بواحد الثمن باهظ. ملي قاد داك الشيء كامل في بلاصتو حس براسو عيان وخاصو يرتاح شويه، اشنو غيدير ما غادي يدير؟ غادي يمشي للحمام على قله المرات اللي كيمشي فيها للحمام، ومطابعه الحال غادي يمشي للحمام ولكن ما غاديش يفرط في الصباط ديالو. جمع الحويجات ديال الحمام ومشي يتحمحم مع راساتو. السي بوسباط تحمحم ليه مع راساتو وجلس في الحمام حتى يخرج هذوك الفلوس اللي خلص للحمام بالسنتيم بالسنتيم. واحد شويه الطنبوري السي بوسباط قهرو سخون وخرج باش يتبرد واحد شويه، وغادي يتلاقى مع واحد التاجر كيعرفو مزيان، بقى كيتحتت هو وياه وكيدي وكيجيب في الكلام ويقول ليها صاحبي هذاك الصباط 7 سنين وانت لابسو وكله رقاعي، واش ما جاش الوقت باش تبدل هذا الصباط هذا؟ وانت صاحبي تبارك الله راه عندك رزقك وعندك الاضعاف ديال هذا الشيء هذا اللي بغيتي تشري شي صباط. السي بوسباط قال لي والله يا سيدي لا عندك الحق، صافي ان شاء الله انا غادي نخرج من الحمام غادي نمشي نشري شي صباط ولو حد الصباط هذا اللي 7 سنين هو معايا. ملي سال الهضره هو والصديق ديالو عاود رجع عاوتاني للسخون وجلس تما في الحمام الى ما شاء الله. ملي تحمحم وسالو بغى يخرج في حالته كيضرب عيني لجهه الصباط كيبان لي حدا الصباط ديالو واحد الصباط باقي جديد، وهو يقول مع راساتو هدا هاد صاحبي التاجر اللي كنت كنهضر معاه والله العظيم الله يعمر دار لقى الوقت باش يخرج من الحمام ويمشي يشري لي صباط ويجيبو يحطو لي حدا صباطي، هكا يكونوا الرجال وهكذا تكون الصحبه. شد هذاك الصباط جديد ديرو في رجليه جيه قد قد وكانهم قيسوا عليه هو. السي بوسباط طار بالفرحه، علاش؟ ماشي حيت تهنى من هذاك الصباط ولا عنده صباط جديد، لا، حيت عنده صباط جديد بدون ما يخسر فيه حتى سنتي. المهم السي بوسباط لبس هذاك الصباط وهو فرحان ومشى للدار ديالو بدون ما يعرف بان هذاك الصباط غادي يكون هو سبب البلاء وسبب القهره وسبب المشاكل اللي غادي يعيشها في الحياه ديالو. وكان هذاك الصباط بغى ينتقم من السي بوسباط على هذا الشيء اللي دار معاه. 7 سنين وهما بحال هكا بحال الخوت مع بعضيات وما كان كيفرقهم غير النعس، وغادي يجي السي بوسباط وغادي يفرط في الصباط ديالو هكا بلا موجب شرعي. وهنا يا ساده يا كرام وكيف ما كيقول المثل المغربي
اللي ما عنده هم تولدوا ليه حمارته، ولكن سيبو صباط الهم اللي غيتجبد ليه ولدوا ليه الصباط ديالو وماشي الحمارة ديالو. الصباط يا سادة يا كرام اللي لبس الطنبوري تصاب ديال القاضي ديال مدينة بغداد. جا داك النهار لداك الحمام باش يتحمحم بالصباط ديالو كان باقي جديد. ملي خرج القاضي بغى يلبس الصباط ديالو ما كيلقاش، ناضت القيامة في داك الحمام وقال لهم دابا تجيبوا لي شكون هو هذا اللي سرق لي الصباط ديالي. جا المخزن، جاموا للحمام، الكسالة اللي في الحمام، الناس اللي كانوا حتى هما في الحمام، كل شيء ناض كيقلب على شكون هو هذا اللي خون الصباط ديال القاضي. ايوا سيبو صباط الشهرة ديالو كانت عالمية وكل شيء كيعرفوا وكيعرف الصباط ديالو. ملي قلبوا الصبابط اللي كاينين كاملين في الحمام لقاو ماليهم باقين داخل الحمام كيتحمحموا، الا صباط واحد اللي ما كاينش مولاه في الحمام وديال من غادي يكون ديال سيبو صباط. القاضي ملي عرف سيبو صباط هو مول الفعلة قال لهم دابا احضر. وداكشي اللي كان يا سيدي في اللحظة والحين، المخزن هذا حضر الطنبوري والصباط ديالو الجديد اللي خون في الحمام، وخاوه في الحقيقة ما خونوش. ملي جابوه لعند القاضي عيا ما يشرح ليه ويفسر ليه بأنه راه ما سرقش الصباط وكيحسب ليه راه غير صاحبه هو اللي شراه ليه، القاضي ما صدقوش وحكم عليه باش يتجلد ويخلص واحد الغرامة مالية ويتشد في الحبس. مشات الأيام وجات الأيام يا سادة يا كرام، سيبو صباط كمل المدة السجنية ديالو وغادي يخرج من الحبس. وأول حاجة غادي يديرها من طبيعة الحال هو أنه يتهنى من داك الصباط المشؤوم اللي جاب ليه غير المشاكل. أش غادي يدير ما غادي يدير؟ غادي يشد هذاك الصباط ديالو وغادي يلوحو في النهر ديال دجلة. وبالطبيعة الحال أنتم عارفين بأن دجلة والفرات كاينين في العراق. ملي يلوحو في النهر بقى واقف كيشوف حتى بان ليه الصباط ديالو هبط لتحت. ومن الزهر ديال سيبو صباط ومن الحظ السعيد ديالو غادي يكون واحد الصياد كيصيد في نفس البلاصة اللي تلاح فيها الصباط. مع الطلعة اللي غادي يطلع فيها الشبكة ديالو غادي يلقى وسط من داك الحوت اللي صيد الصباط ديال الطنبوري. الصياد غير بان ليه داك الصباط عرف شكون هو مولاه ودياله. علاش؟ لأن سيبو صباط الشهرة ديالو تعدت حدود بلاد الرافدين. الصياد طلع ولد الناس وقال مع راسو وقيل السيد الطنبوري كان هنايا وضع ليه الصباط ديالو وهو ما كيعرفش يعوم فما قدرش ينزل يجبده. خدا داك الصباط وداه للدار ديال السيد الطنبوري ولا سيبو صباط. ملي وصل لباب الدار كيدق 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 حتى واحد ما حل عليه، كيعاود يدق عاوتاني حتى واحد ما حل عليه. ملي ما حل عليه حتى شي واحد تاكد بان السيد الطنبوري راه واقيلا ما كاينش في الدار ديالو. اش كان ما كان غادي يرجع لغد ليه، ربما يلقى الطنبوري في الدار ديالو ويعطيه الصباط ديالو. هذاك الصياد ملي رجع لغد ليه كيدق عاوتاني في باب الدار حتى واحد ما حل ليه. قال مع راسو ما يمكنش، فين غادي يكون مشى هذا السيبو صباط هذا؟ بقى كيدور بالدار ديال السيبو صباط كيدور حتى بان ليه واحد الشريج مصغيور محلول. اش قال مع راسو؟ انا غنلحو ليه الصباط من هنا، راه ملي غادي يدخل الدار ديالو غادي يلقى صباطو وحنا فارين المشكل. داكشي اللي كاين داك الصياد شد داك الصباط ورمى الفرده الاولى ورمى الفرده الثانيه، ومن السقوعيه وقلد الزهر اللي عند سيبو صباط هذاك الصياد من اللي حس الصباط من الشرجم ما غادي يطيح غير فوق من ديك المزهريه اللي دايره بالذهب ووسط منها ماء الورد. ملي ضرب فيها طاحت الارض تهرست، مشى المشروع ديال سيبو صباط. وهذا هو حال السقرام، يجمعهم من هنا يمشيو ليه من هنا. ملي جا سيبو صباط للدار ديالو كتبان لي ديك المزهريه مهرسه وداك ماء الورد كامل مكفح في الارض، شد راسو وقال ميمتي هاد الصباط هذا ما غادي يمشي حتى غادي يصفيها ليا. ودار يدعو على خدو بدا يخمم وبدا يسب ويشتم ويلعن في داك الصباط وكان هذاك الصباط غادي يهضر معاه بحال شي انسان بحالو بحالو. ومن بين الكلام اللي بدا كيقول هذاك الصباط، شد ما اشقاني بك ايها الحذاء الملعون فانك تأبى ان تفارقني وكانما كتب علي ان اصاحبك مدى الحياه، فما اتعسني واشقاني بصحبتك التي كبدتني من الغرامات ما لا سبيل الى احتماله. اما والله لأتخذن لك في جوف الأرض قبرا أدفنك فيه فلا ترى وجه الشمس بعد ذلك أبدا. وناد سيبو صباط في نفس الليل وجبد الفاس وبدا كيحفر واحد الحفرة اللي غادي يدير فيها الصباط وغير دمو فيها باش ما عمرو يبقى يشوفه مرة أخرى. كيحفر 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 في ذاك الليل الجيران سمعوا الحفير قالوا هذا شي شفار باغي يدير شي تقبة باش يدخل عندنا للدار. اش كاين ما كاين؟ أرا نعيطوا للعساس باش يشوف شنو كاين. وللإشارة العساس لغة عربية قحة، وها كيفاش جات مكتوبة في هذه القصة. ملي جاوا العساسة كيقلبوا فين كاين هذا الصوت هذا ديال الحفير كيلقاوه في الدار ديال سيبو صباط. دخلوا عليه وهزوه موقفوا به حتى لعند الوالي. اش كاين ما كاين؟ قالوا لي سيبو صباط راه شفار لقيناه كيحفر باش يدخل لعند الجيران ديالو. سيبو صباط مسكين عيا يفسر لهم ويشرح لهم اشنو كان كيدير، ولكن حتى واحد ما بغى يصدق الكلام ديالو وحكم عليه الوالي بغرامه ماليه وبالسجن عاوتاني مره اخرى.
مشات ليام وجات ليام يا سادة يا كرام، وكملت المدة السجنية ديال السي بوصباط وخرج من السجن. ومن طبيعة الحال أول حاجة غادي يفكر فيها هي الصباط ديالو والمصائب اللي تصبت عليه من وراء هذاك الصباط. أش غيدير ما غادي يدير؟ خصو يقلب على شي طريقة اللي يتخلص بها من ذاك الصباط إلى الأبد. جلس كيخمم ويفكر شنو غادي يدير حتى طاح الليل. باللي طاح الليل هز الصباط ديالو ومشى لواحد من الفنادق ديال مدينة بغداد وخدا واحد الغرفة باش يجلس فيها هذيك الليلة. وفي غفلة من الجميع تسلل سي بوصباط للمرحاض أعزكم الله وخشاه في التقبة ديال المرحاض وقال مع راسو هذه هي الأخرى ليا مع هذا الصباط، عمرني باقي نشوفه ولا عمرو باقي غادي يشوفني. وبدات الناس اللي في الفندق كتدخل للمرحاض واحد ورا واحد واحد ورا واحد، واللي كيدخل كيلقى هذاك المرحاض كلهم بوشي خنقها مسقط الوالدي. ومحد الناس كتدخل لهذاك المرحاض وهو كيزيد يتخنق، الريحة ولات في الفندق كامل والناس ما بقاوش قادين يصبروا. كل شي ناض مشى عند صاحب الفندق وقالوا ليه لقى شي حل هذه المشكلة، هذا راه ما يمكنش ننعسوا وهذه الريحة هذه بحال هكا. مشاو كيقلبوا على شي واحد اللي غادي يجي يسرح لهم هذاك المرحاض، ملي جا هذاك المعلم كيجبد في داك الشيء اللي كاين تما كاينه، فإذا به كيلقى الصباط ديال السي الطنبوري. وكيف ما هو معروف السي الطنبوري ولا السي بوصباط مشهور هو والصباط ديالو. هذاك المعلم غير شاف الصباط قال لهم هذا الصباط هذا راه ديال السي الطنبوري ولا السي بوصباط. مول الفندق حتى هو غير شافو قال لهم هذا راه ديال السي بوصباط. اش كاين ما كاين اش كاين ما كاين، ارا نرفعوا القضيه لعند القاضي. ملي وصلت القضيه لعند القاضي السي بوصباط عاوتاني عيا ما يشرح للقاضي وبغى يفهمو باللي هو راه ما عنده حتى شي حاجه في هادشي كامل، ولكن حتى واحد ما بغى يصدقو ولا بغى يفهم الكلام ديالو. وخرج ليه غرامه بالخسارات اللي دار الصباط ديالو وبالتعويض لصاحب الفندق وواحد المبلغ حتى هو غادي يعطيه للدوله تاديبا على هاد الفعله هذه اللي دار. وهنا السي بوصباط الثروه ديالو كامله اللي كان جامعها بدات كتقل بشويه بشويه، وبدا الافلاس كيطلع على السي بوصباط. ولكن هاد المره خرجت ليه سالمه وما مشاش للسجن. هنا السي الطنبوري شاف راسو هذاك الصباط ما غاديش يتفارق معاه، وقد ما بقى غادي يتابعه وباغي يتخلص منه الا وغادي يجيب ليه غير المشاكل. شد الصباط ديالو غسلو مزيان ونشفو وحطو فوق من السطح ديال الدار وقال صافي غنخليه فوق من السطح حتى تاكلو الشمس وغادي يهرى وغادي ينتظر. ولكن اللي ما عرفوش السي بوصباط هو ان هذاك الصباط ديالو حالف عليه من النهار اللي فكر انه يتفرق معاه من بعد 7 سنين ديال العشره، وان المشاكل مازال ما سالاتش. داكشي علاش الا كنتي مازال ما درتيش لايك لهذا الفيديو هذا نزل دير لايك للفيديو وخلي لنا واحد التعليق يكون زوين بحالك. وإذا ما كنتيش مشترك في القناه ما عرفتكش شنو كتسنى، يلا نزل لتحت ورك على ديك البطونه الحمراء باش تولي واحد من الباشوشين ديال هذه القناه ويوصلوك الفيديوهات ديالنا بمجرد ما نحطو. من بعد ما داز نهار واحد والسي بوصباط نعم فيه بالامن وبالامان وبالسلام، واحد الكلب كان كيدور فوق من السطوحه ونزل في السطح ديال دار السي الطنبوري، ما غادي يبان ليه الا هذاك الصباط الملعون، غادي يمشي يجري غيهزو بفمو اش بغى يدير به الله اعلم. وهو غادي كيجري ما بين السطوحه وشاد فمو هذاك الصباط ديال الطنبوري، وكيف ما كتعرفوا الصباط ديال الطنبوري من كثره الرقعات اللي فيه حتى ولاو فيه طبقات ديال الجلد ولا ثقيل وثقيل بزاف. الكلب ملي وصل للسطح ديال واحد الدار بغى ينقز باش يدوز للسطح اخر، ملي بغى ينقز غادي يطيح ليه هذاك الصباط من فمو، ما غادي يطيح غير على الراس ديال واحد الراجل كبير كان غادي في الشارع. هذاك الراجل الكبير ملي طاح عليه الصباط من كثره ما كان ثقيل الصباط طاح مسكين هذاك الراجل وضرب راسه في الارض وتفرق ليه الراس ديالو وداز. الناس اللي كانوا دايزين في هذاك الشارع ملي شافوا هذاك الراجل المسكين طايح للارض والراس ديالو مفروق اش كاين ما كاين اش كاين ما كاين، كيبان ليهم الصباط حدا الراس ديال داك الراجل، وهما يعرفوا سبب البلا والسبب ديال داك الراجل كيفاش دار حتى تشق ليه راسه. ومن طبيعه الحال السبب كان هو الصباط ديال السي بوصباط. اش كان ما كان عاوتاني وصلت الامور لعند القاضي، عيطوا على السي بوصباط وقالوا ليه شنو هاد المصيبه هادي عاوتاني اللي درتي. بدا كيشرح ليهم عاوتاني وكيعاود ليهم القصه ديالو مع داك الصباط، ولكن حتى شي واحد ما بغى يصدقوا. وغرموا عاوتاني القاضي واحد الغرامة كبيرة تعويض لهذاك الراجل وغرامة عاوتاني للدولة على ديك المصيبة اللي دار. وهنا يا سادة يا كرام هذيك الفلوس كاملة اللي اعطاها تعويض لهذاك الراجل الكبير واعطاها تعويض للدولة على هذيك المصائب اللي كان كيدير كانت هي آخر حاجة اللي بقت عنده ولا مفلس وكأن عمره ما كان عنده المال. ومن حسن حظ بوصباط عاوتاني هذه المرة ما حكموش عليه بالسجن. السي بوصباط ملي شاف راسو كاع دوك الفلوس اللي جمع وكاع داك التسقرم اللي كان كيتسقرم وكاع داك الشيء اللي كان مكبر على راسو باش يجمع الفلوس هما داوم ليه هذا الصباط هذا غير بالمصائب اللي كيدير. وعرف راسو لا بقى غادي كيجري ورا هذا الصباط هذا باش يتخلص منه، ما غادي يزيدو غير مشاكل فوق من المشاكل. هنا السي بوصباط غيتاخذ واحد القرار غريب وغريب جدا، غادي يهز هذاك الصباط وغيمشي برجليه لعند القاضي وغيقول ليه بغيتك تحكم بيني وبين هذا الصباط هذا. القاضي شافو قال لي
عليه هذاك الكلمه قال لي واش انت حماقيتي ولا مالك، هذا صباط وانت انسان كيفاش غادي ندير حتى غنحكم بيناتكم. السي الطنبوري ولا السي مول الصباط قال ليه والو، هذا الصباط هذا بغيتك تحكم بيني وبينه. قال لي يلا قول لي اشنو المشكل اللي عندك مع هذا الصباط. قال لي هاودي هاد المشاكل كاملين اللي تكبوا فوق من راسي راه سببهم هاد الصباط هذا، رانا ما عمري قصدت نادي شي واحد ولا ندير شي واحد المشاكل، ولكن هاد الشيء كله اللي جاني من هاد الصباط هذا، وهالقصه ديالي معاه وهالقصه ديالي معاه من طقطق حتى السلام عليكم. داكشي علاش سيدي القاضي انا كنشهدك انت كقاضي وهاد الناس هادو كاملين اللي كاينين معاك باش تشهدوا بان هاد الصباط هذا ما بقات بيني وبينه حتى شي علاقه، ما كنعرفو ما كيعرفني، والا دارت شي مصيبه راه انا ماشي مسؤول عليها، وانما هاد الصباط هذا هو اللي مسؤول على المشاكل. وها انا اعلنها امامكم، انا بريء من هذا الحداء ومن المشاكل ديالو. القاضي مات بالضحك من اللي سمع السيبو صباط كيتشكى من الصباط ديالو، والناس اللي كانوا مع القاضي حتى هما ماتوا بالضحك على هذيك القصه ديال السيبو صباط مع الصباط ديالو. السي الطنبوري ملي شاف كلشي كيضحك وهو يقول عاوتاني واحد الكلام في داك الصباط، وهو يقول ليه يا مصدر الاحزان والبلاء وجالب المحنه والشقاء وسالب الراحه والهناء ومبدل البأساء بالنعماء قبحت في النعال من حداء. القاضي ملي سمع بوصباط قال هاد الكلمات هادو بحال حس به وعرف القيمه ديال الضرر اللي وصلاته من هذاك الصباط، وفعلا دار تقرير وكتب داك الكلام اللي قال السي بوصباط، وخذا هذاك التقرير ووزعه على الناس كاملين في بغداد وقال لهم اودي بان هاد السيد هذا يقر ويعترف بان هاد الصباط هذا راه ما بقاش ديالو وما بقات عنده به حتى شي علاقه، فاللي وقعت لي شي حاجه من جراء هاد الصباط هذا راه ماشي الطنبوري هو مولاها ولا بوصباط هو مولاها. وبقات القصه ديال الطنبوري ولا ديال السي بوصباط كيتداولوها فيما بينهم الى ان وصلت الى بيت الخلافه. وملي الخليفه وصلته هذه القصه هذه كان كيعيش في واحد المرحله ديال الحزن والاسى، وملي سمع القصه ديال الطنبوري مات بالضحك وما بقاش بغي يسكت بالضحك على هذه القصه هذه، وقال لهم والو غادي تجيبوا لي هذا الطنبوري هذا ولا السي بوصباط تجيبوه لعندي لهنا يعاود لي هذه القصه بنفسه باش نعاود نستمتع بها. وهكذا كان يا سادتي الكرام، مشاو الحراس ديال الخليفه لعند الدار ديال الطنبوري باش يديو لعند الخليفه يعود ليه القصه. في الليله اللي غادي يجيو فيها الحراس باش يزفوا على السي الطنبوري ولا السي بوصباط باش يديو لعند الخليفه، هذيك الليله قبل ما يوصلوا لعندو الحراس كان ناعس ودار واحد الحلم غريب وعجيب. والحلم اللي كان كيحلم هذيك الليله يا سادتي الكرام هو ان الصباط ديالو تحول لواحد الانسان ولا واحد الشيخ راجل كبير، والكلام ديالو كله موزون، وبدا كيهضر معاه هذاك الصباط اللي كان على هيئه واحد الراجل كبير وكيقول ليه انا عارف باللي جبت لك غير المشاكل والصداع، وكنت سبب في الشقاء ديالك وحتى في الفقر ديالك، وعارف المصائب كلها اللي تصبت على راسك وكنت انا هو السبب ديالها، ولكن المشكل هو انه كيحسب ليك انني انا درت هذا الشيء بالعاني وكنت كندير هذا الشيء وانا باغي نضرك ولا باغي ناديك، وهذا الشيء ماشي بصح. انا ما عمرني تعمدت انني ناديك ولا نضرك ولا نتسبب ليك في شي مصيبه، ولكن الحاجه اللي غادي نقول ليك هو ان هذا الشيء كامل اللي وقع ليك بالسبب ديالي انا ربما السبب ديالو هو انت، وانا غادي نقول لك علاش. طيله هذه المده ديال 7 سنين وانا مصاحب معاك ما عمرني شتك جبتي السنتيم وتصدق قطعتي على شي واحد، ولا عمرك شريتي الماكله ومشيتي طعمتي بها شي مسكين، ولا عمر شي واحد جا عندك كان محتاج وجبتي الفلوس وعطيتيهم ليه، وما عمرني شفتك حسبتي الفلوس ديالك وخرجتي منهم الزكاه ديالو، ولكن كان الهم ديالك هو انك تجمع الفلوس وتولي غني، وكنتي كتبذل واحد المجهود كبير باش تجمع الفلوس، وما عمرك درتي شي مجهود باش دير شي حاجه في سبيل الله. وانا كنظن باللي هذا الشيء كامل اللي جاك بسبابي ولا كتظن انه جا بسبابي ربما اشاره من الله تبارك وتعالى باش تفيق من القلبه وتصلح الأخطاء ديالك وترجع الله تبارك وتعالى وترجع تصدق وتساعد الناس وتزكي من هذاك المال ديالك. وإلا وعدتيني أنك تخلص من البخل ديالك والتسقريم ديالك وتساعد الناس وتصدق بالمال ديالك وتزكي على المال ديالك، إن شاء الله غتحسن الظروف ديالك وغترجع الحياة ديالك كلها سعادة، وبدل ما يكون عليك هذاك المال نقمة من عند الله غادي يولي نعمة من عند الله تبارك وتعالى. السي الطنبوري ولا السي بوصباط في هذاك الحلم فعلا استوعب هذاك الشيء اللي كان كيقول ليه هذاك الراجل الكبير، وعرف في راسه فعلا انه حياته كامله فناها هو كيجمع في الفلوس وكيجمع فيها ويعاود يجمع فيها بدون ما يتصدق بدون ما يخرج الزكاه واللي يساعد شي فقير. وهو يقول لهذاك الراجل الكبير كان واعدك بانني ان شاء الله غادي نتبدل للاحسن وغادي نولي نتصدق بالمال ديالي ونساعد الفقراء ونخرج الزكاه على المال ديالي. ما جا فين يكمل الكلام ديالو مع هذاك الراجل الكبير حتى كيسمع الدقان في باب الدار. شكون؟ الحراس ديال الخليفه جاو باش يديو لعند الخليفه للقصر ديالو. السي بوصباط مسكين ملي سمع ذاك الدقان ناض كيجري مفزوع مخلوع، ملي حل الباب كيلقاهم الحراس ديال الخليفه قال لهم واش داك الشيء؟ قالوا لي دابا غتجمع قججك وغادي تمشي معنا للقصر ديال الخليفه.
علاش؟ قالوا لي ما نقدروش نقول لك علاش، ولكن غتمشي معنا دابا. السي طنبوري مسكين قال صافي هذه شي مصيبه عاوتاني من المصائب ديال الصباط ديالي. لبس الحوايج ديالو ومشى مع الحراس للقصر ديال الخليفه. ملي وصل للقصر ديال الخليفه لقى عليه السلام ورجليه كيترعدوا بالخلع. الخليفه رد عليه السلام ولكن كان مبتسم. السي بوصباط ملي شاف الخليفه مبتسم قال الحمد لله هذه ماشي شي مصيبه. وهو يقول لي الخليفه كنت كنعاني من واحد الفتره ديال الحزن وديال الاسى، والضحكه ما كانتش كترسم على الوجه ديالي، ولكن ملي سمعت القصه ديالك الضحكه ما بغاتش تفارق الفم ديالي. داكشي علاش جبتك حتى لعندي لهنا باش تعاود لي القصه ديالك ونسمعها بودني من عندك انت مباشر. السي بوصباط ملي عرف بان الاستدعاء ديالو للقصر ديال الخليفه كان على قبل هذه القضيه هذه، ارتاح وفرح وقال الحمد لله هذه المره ماشي شي مصيبه من المصائب ديال الصباط، وجلس الارض وتربع وبدا كيعاود للخليفه القصه ديالو من البدايه الى النهايه. وملي سال القصه ديالو عاود للخليفه على داك الحلم اللي كان كيحلم فيه قبل ما يجيو عنده الحراس ديالو، وعلى الوحد اللي واحد هذاك الراجل الكبير اللي هو بين قوسين الصباط ديالو وكان في الصوره ديال واحد الشيخ كبير. الخليفه ملي سمع القصه من المصدر ديالها واللي هو السي بوصباط ضحك وما قدته الدنيا بالضحك، واعجب بالشخصيه ديال الطنبوري ولا السي بوصباط، وهو يعيط على امين المال وقال ليه باش يعطي السي الطنبوري الاضعاف ثم الاضعاف ثم الاضعاف ديال ديك الثروه كامله اللي كان جمعها وضيعها بسبب داك الصباط. وهكذا السي بوصباط رجع غني اكثر مما كان عليه في المره الاولى، ولكن الفرق ما بين المره الاولى والمره الثانيه هو العهد اللي كان قطع مع نفسه ومع هذاك الرجل الكبير اللي كان جاه في المنام. بالفعل كان سخيا مع الناس ولا كيتضرب به المثل ديال الاحسان وديال الصدقه والتضامن والتعاون، وكيف ما كان شهر بالبخل ديالو ولا مشهور بالكرم والعطاء ديالو، وكيف ما وعدوا هذاك الرجل الكبير اللي شاف في المنام وقال ليه الا رجعتي للطريق وليتي واحد انسان مزيان كتصدق وكتعاون وكتضامن مع الفقراء الله تبارك وتعالى غادي يخلي هذاك المال ديالك نعمه وماشي نقمه. وفعلا عاش السي بوصباط في سعاده وهناء، ومشات حكايتي من واد الواد وبقيت انا مع ولاد الجواد. وهنا كنكون وصلنا لنهاية الحكاية، والحمد لله واحد الحكاية عودتها ما جوجت فيها أمير ما جوجت فيها أميرة. وكنظن دابا ملي سمعتوا الحكاية ولا القصة غادي تعرفوا الفيلم اللي دار على هذه القصة هذه، وإلا عرفتيش من فيلم خلي لينا العنوان ديالو في القسم ديال التعليقات. تهلاو ليا فراسكم ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي حكاية جديدة. وحكايتنا اليوم من حكاية زمان ونحكيها لكم بالورد وباللعمان، وبدي كلامها بكان يا مكان. كان يا مكان يا سادة يا كرام في سالف العصر والأوان، وكان حتى كان حتى كان الحبق والسوسان في حجر النبي العدنان، وحتى كانت لالا ستوت المتوت الله يرحمها يوم تموت. تدوز من عيل البلا وتقول واسعة عليا، وتدوز من عيل المخيط وتقول ضيق عليها، وحتى كان الطاق والترطلاق وحولي العيد مشوي على الوراق ومشوي على العواد وناكلو انا ولاد الجواد. يحكي يا سادة يا كرام انه في واحد البلاد بعيدة كانت كتعيش واحد العائلة فيها خمسة الافراد، الاب والام والجدة وجوج الوليدات، وكان الاب ديال هاد العائلة واحد الراجل معجاز فنيان وما يدير حتى وحدة، وفوق من هاد الشي كامل زيدها حتى بالسكرة والليالي وتقرقي بالسطالي. الراجل النهار كامل وهو مجبد يضرب في الكيف وفي الماحية، والمرأة مسكينة تمشي تخدم عند الناس باش تجيب لوليداتها ما ياكل. مشات ليام وجات ليام يا سادة يا كرام على هاد الحال، حتى لواحد الصباح غادي يفيقوا وغيلقوا الام ديالهم متوفية والدم للأمانة أمانته. بكاو الوليدات مساكن على فراق امهم، وحتى العجوزه حتى هي بكات على فراق مرت ولدها، والراجل حتى هو بكى على الوفاه ديال المراه ديالو. ولكن واش هاد الموت ديال مرتو دار ليه العقل؟ لا. واش ملي مات مرتو قال نوض نتوقد ونمشي نقلب على خدمه باش نخدم على وليداتي؟ لا. واش ملي مات مرتو قال هادشي اللي كندير مزيان ولا ما مزيان؟ لا. بقى السي سعيد الحال هو الحال، النهار كامل هو ناعس وفي الليل يعطيها للدوران والليالي وتقرقي بالسطالي. ايوا الام مسكينه اللي كانت كتخدم على العائله الدم والامانه امانته، ايوا شكون اللي غادي يخدم عليهم وشكون اللي غادي يجيب لهم ما ياكلوا وشكون اللي غادي يقابل شغلات الدار؟ ايوا تيقول واحد المثل المغربي الحنش ما يولد غير طول منه، ولكن في هذه القصه هذه ولا في هذه الحكايه هذه غادي نخالفوا هذه القاعده، لان السي سعيد كانوا عنده جوج ديال الاولاد، الكبير شي شويه كان سميتو امين واللي صغر منه كان سميتو حسن. امين اللي هو الولد الكبير شي شويه شاف حتى عيا ولقى باللي راه ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يعولهم، والاب اللي غادي يعولوا عليه واللي غادي يقلب يصرف على وليداته وغادي يمشي يخدم عليهم راه ملاهي مع الشراب ومع الكيف والليالي وتقرقي بالسطالي. بقى كيقول اشنو غادي ندير ما غادي ندير، في الاخر قرر انه يمشي يتعلم الصيده باش يولي صيد، وداكشي اللي غادي يجيبو من الصيده يبيعو ويصرف على العائله ديالو. وهكذا كان يا ساده كرام،
امين مشى كيتعلم الصياده مع الصياده، وتبارك الله امين من الصغر ديالو كان حكيم وعقله خفيف ورزين بزاف، ما دارش بزاف ديال الوقت باش يتعلم الصيد ويتعلم القواعد ديالو وكل ما كيحتاجو الصياد، وما هي الا ايام قليله حتى ولا حتى هو واحد من الصياده الكبار في هذيك القبيله، ولا كيفيق كل صباح وكيمشي يصيد، وديك البركه اللي كيصيدها كيدوزها للسوق يبيعها، وداك الشيء اللي باعو كيشري منه دوك اللوازم ديال الدار ويرجع للدار. ايوا كي تيقول المثل اللي لقى الراحه في الحماق اشنو بغى يدير بالعقل. السي سعيد ملي شاف ولدو امين ولا قادر انه يمشي يصيد ويجيب ليهم ما ياكلوا وما يشربوا، ولا عاوتاني راخي القروي وما كيدير حتى شي حاجه ومعول على هذاك الوليد مسكين هو اللي صرف عليه. هاد الخبر داعت في القبيله كامله، ولا السي سعيد واحد الانسان ما محمولش وتا واحد ما كيقبلو، وكاع الناس كاملين كيهضروا عليه وكيعيبوا عليه على هذاك الشيء اللي كيدير. والولد ديالو امين ولا من الوليدات الصالحين في ديك القبيله، والناس كامله كتهضر عليه وكتهضر على الصلاح ديالو وعلى العقل ديالو، واكثر من هذا ولا محبوب عند الناس كاملين، والناس ديال القبيله كامله كتشيد بالصلاح ديالو، ولا معروف سوا في القبيله ديالو ولا حتى خارج القبيله، وملي كيمشي للسوق كاع البيعه والشرايا كيعرفوه وكيسروا معاه وكيديروا معاه ثمن مزيان. المهم الكفه ولات مقلوبه، الاب مدموم وتا واحد ما كيحملو وتا واحد ما كيقبلو، والولد ديالو تبارك الله صالح وكل شيء كيبغيه وكل شيء كيتعامل معاه مزيان. مشات ليام وجات ليام يا ساده يا كرام، السي سعيد في نصاصه الليل جاي راجع للدار، وهو راجع للدار ديالو شبعان كيف وشبعان ماحية غادي يوقف عليه واحد الجني. السي سعيد غير شاف هذاك الجني وهو يصحى من السكره ديالو، وهو يقول ليه انا معاك بالله وبالشرح اشنو بغيتي عندي، وهو يجاوب الجني بديك الابتسامه الماكره ديالو، قال ليه سيدي جيت عندك باش نعطيك من مال الدنيا والاخره بلا ما تخدم ولا تردم، ياك هذا الشيء هو اللي باغي دير انت. سعيد قال لي غير بعد مني انا معاك بالله وبالشرح ما باغي منك حتى شي حاجه. الجني هو يجاوب عاوتاني بنفس الابتسامه الماكره وقال ليه ياك سيدي الاحلام ديالك كامله، كتحلم بانك في يوم من الايام غتولي لاباس عليك ويولوا عندك المال والذهب والفضه ويولوا عندك القصور بلا ما تخدم بلا ما دير بلا ما دير حتى شي حاجه. ايوا انا جيت لعندك باش نحقق لك هذه الامنيه هذه بدون ما دير حتى شي حاجه الا واحد طلب واحد. سعيد قال لي اشنو هو هذا الطلب؟ قال لي الطلب ديالي هو انك تعطيني الولد الصغير ديالك حسن. سعيد تزيزن وتقطع لغاه وما بقى قاد يهضر، وفي نفس الوقت هاد القضيه هادي خدمات ليه في راسه وما عطى لا جواب ولا ميعاد لذاك الجني، تلفت بحالته واش طريقو تما. الجني هو يقول لي شوف انا غادي نعطيك فرصه فكر مع راساتك، وملي غادي تقرر غادي تجي لعندي البلاصه الفلان الفلانيه وغتلقاني موجود وغادي نعطيك داكشي اللي بغيتي. هذيك الليله يا ساده يا كرام سعيد الليل كامل وهاد القضيه خدام عليه في راسه، وتيقول مع راسه هذه فرصه كبيره جاتني خصني نستغلها، وفي نفس الوقت كيقول لا لحقاش طلب مني الولد ديالي الصغير. المهم بقى حير وكيخمم حتى داه النعاس. ملي صبح الصباح امين وجد العده ديالو واللوازم اللي كيخصو واش طريقو باش يمشي يصيد. ملي وصل الواد اللي كيصيد منه لاح الشبيكه ديالو وجلس كيتسنى. واحد شويه كيبان ليه الاب ديالو السي سعيد غادي جار ولده الصغير حسن. امين ملي شاف باه غادي هو خوه الصغير ويسولهم قال لهم فين غادين، باه هو يجاوبو بواحد الطريقه سريعه وفيها شويه ديال الغضب، قال لي غادي ندي خوك يتسارى واحد شويه ديها في شغلك انت. امين مسكين على نيته لانه حتى هو راه وليد صغير، قال لي علاش ما دينيش معاكم حتى انا نتسارى شويه، قال لي لا هاد المره غادي ندي غير خوك الصغير والمره الجايه غادي نديك معايا، جلس بلاستيك وقابل الصيده ديالك. امين بحال شك في الاب ديالو وبان ليه ماشي هو هذاك، وكثير شي من اللي شافو جار خوه وغادي واحد السرعه زعما ما كيدلش على انه راه كيتسارى به وانما ربما غادي به لشي بلاصه اللي ماشي هي هذيك. المهم امين مسكين شاف تعيا ورجع كيصيد، اما السي سعيد وولدو حسن شدوا الطريق ديالهم الوسط من الغابة. وكنظن يا سادة يا كرام عرفتوا دابا السي سعيد فين غادي بولدو حسن. ملي توسطوا الغابة ووصلوا لهذيك البلاصة اللي نعت ليه الجني باش يتلاقى معاه فيها وهو يخرج لعندو الجني، حسن الوليد الصغير غير شاف هذاك الجني هو يتخزن وراء الأب ديالو. الجني هو يقول السي سعيد بالي فكرتي مزيان وقررتي انك دير داكشي اللي طلبت منك. السي سعيد قال لي ايه وداكشي علاش جيت لعندك، وهو يشد ولدو الصغير حسن مسكين ومدو لهذاك الجني وقال لي ها هو الولد. الولد الصغير ملي شاف باه كيعطيه لهذاك الجني قال لي علاش غتخليني مع هذا الراجل المتوحش والشكل ديالو كيخلع، قال لي يا ولدي غير بقى معاه ما تخاف حتى شي حاجه راه غتبقى معاه واحد المده قليله وغادي نرجع نجيبك من عنده. حسن مسكين من كثره الخلعه والرعب اللي كان فيه ما بغاش يوقف مع هذاك الراجل ولا مع هذاك الجني اللي كان مسيف سيفت راجل. واحد شويه سي سعيد هو يقول الجني فين هو داكشي اللي وعدتيني به، وهو يقول ليه ما تخاف والو داكشي اللي وعدتك به غادي نعطيه لك، غير سير في حالاتك وخلي معايا الدري وملي غادي توصل للدار ديالك غادي تلقى داكشي اللي وعدتك به كاين موجود في واحد البلاصه. السي سعيد بحال شك بان الجني دارها به، بغيت لافت لعندو باش يقول ليه واش هادشي اللي كتقول ليا صحيح، كيتلافت
ما كيلقى حتى شي واحد حداه، وداك الجن اللي كان كيهضر معاه غبر وطار وغبر ليه الاثار. سعيد رجع للدار ديالو وهو مهموم ومغموم ونادم على داكشي اللي دار، وقال واقيلا عطيت ولدي لهذاك الجني هباء منثور. ملي وصل للدار الجده مسكينه قالت ليه فينا هو حسن؟ قال لي راه خليته كيلعب مع الدراري دابا يدخل للدار. امين مسكين ملي كمل الخدمه ديالو دا داك الحوت اللي صيد للسوق باعو وشرى به اللوازم ديال الدار ورجع للدار. ملي رجع للدار كيلقى باه وجده، ولكن خوه الصغير حسن ما كاينش. سول باه قال لي فينا هو خويا حسن؟ قال لي راه مشيت لواحد البلاصه وخليته كيلعب مع الدراري ورجعت، راه دابا رجع حتى هو للدار. امين مسكين بقى كيتسنى خوه يرجع للدار، ها هو غادي يرجع، ها هو غادي يرجع. طاح الظلام والدري مازال ما رجعش، والاب اللي خصو يتخلع على ولده جالس مهني مع راساته وعطيها الماحيه وتقصص الكيف. ملي صبح الصباح يا ساده يا كرام، امين مسكين فاق عاوتاني باش يمشي للخدمه ديالو باش يصيد. ملي كيقلب على الاخ ديالو كيلقاه ما رجعش للدار. مشى لعند باه فيقو من نعاسو وقال ليه با راه خويا الصغير حسن راه ما رجعش للدار. سعيد هو يجاوب ولده بواحد الصوت خشين وقال ليه سير في حالاتك، سير تخدم، راني قلت لك خوك دابا يرجع دابا يرجع. امين مسكين ما فهم والو، عاوتاني في داك الجواب ديال باه حضر راسو ومشى باش يصيد ويجيب داك الرزق باش يعاون العائله ديالو. ملي وصل الواد لح ديك الشبكه ديالو وجلس مسكين كيخمم ومهموم ومغموم وكيفكر في الاخ ديالو اشنو طرا ليه وفين مشى. وسبحان الله العظيم الكبده ديالو مهناتو على الاخ ديالو. اما السي سعيد ما فاق حتى طلعت الشمس وتنص النهار. ملي فاق كيتملس المخده ديالو كيحس باللي كاينه تحت منها شي حاجه قاصحه. هز ديك المخده كيلقى واحد الشكره ديال الجلد ملويه على بعضياتها وفيها شي حاجه لداخل. ملي حلها كيلقى وسط منها اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضه. هنا سعيد دخلوا الشك وبدا كيقول مع راساتو منين جا هادشي؟ انا هادشي ما عنديش، ولدي ما عندوش، امي حتى هي ما عندهاش، مرتي اللي ماتت حتى هي ما كانش عندها هادشي، منين جا هادشي كامل هذا ومنين جا هاد الخير هذا؟ واحد شويه ويقول طن اهدا، واقيلا داكشي اللي وعدني به هذاك الجني هو هادشي اللي حط لي في هاد الشكاره. وهنا يا ساده يا كرام سعيد تخلطت عليه الفرحه مع التعاسه. فرح لانه لقى هذاك الكنز اللي غادي يغنيه وغادي يخليه يخرج من داك الفقر اللي عايش فيه، ولكن في نفس الوقت كيشوف بان هذاك الغنى ثمن ديالو كان ولده الصغير حسن، ولا هذاك الكنز اللي لقى نقمه وماشي نعمه. ولكن في الاخير قرر انه يمشي به هذاك الكنز ويستافد من الفلوس ديالو ويعيش الحياه كما ينبغي. ملي تعشت العشيه امين صيد واحد البركه قليله شي شويه وما داهاش باش يبيعها في السوق، ولكن قال غادي نديها للدار باش ناكلوها حنايا ونتمتعوا بها. وهو جاي في الطريق ديالو غادي يوقف عليه واحد الراجل كبير والمنظر ديالو ماشي هو هذاك، وبين عليه الحاله ضعيفه وفقير ومسكين. وهو يقول الامين السلام عليكم ولدي. قال لي عليكم السلام. قال لي وليدي واش تقدر تعاونني؟ راني 3 ايام هذه ما كليت ما شربت، الا كانت عندك شي حاجه تعطيها لي ناكلها ولا تعطيني باش نمشي ناكل ونشرب. امين سبحان الله العظيم كان واحد الوليد فيه الخير وكان دائما كيساعد الناس ومعروف في القبيله ديالو بهذه التصرفات. ملي شاف هذاك الرجل الكبير كيقول ليه باللي 3 ايام ما كلاش وما عنده باش ياكل ويشرب، هز هذاك الحوت اللي كان صيد في الشبيكه ديالو وحطاه ليه كامل وما خلى ليه حتى شي حوته. هذاك الرجل الفقير العجوز ملي شاف امين تصرف هذا التصرف هذا بقى كيدعي معاه ويدعي معاه ويعاود يدعي معاه، وكيقول ليه باللي الله تبارك وتعالى عمرو ما غادي يحشمه لان قلبه زوين وفيه الخير، والله تعالى ما كيضيع الانسان اللي كيعاون خو المسلم. وخدا هذيك البركه اللي عطاه امين وهو غادي في طريقه وباقي كيدعي مع امين. واحد شويه امين عيا بالمشي وهو جلس تحت من واحد الشجره وكيفكر في هذاك الاخ ديالو مسكين اللي باقي ما رجعش وما عندهم عليه حتى شي خبار، وبدا كيضرب اخماس في اسداس وكيقول مع راساتو دابا الاب اللي غنعول عليه غيمشي يقلب على خويا وغيمشي يشوف فين مشى وشنو وقع ليه، ما مسوقش وما كاينش في هذا العالم، والوحيد اللي كيعول هذه العائله هذه واللي كيصرف عليها هو انا، اذا انا اللي خصني ناخذ القرار باش نمشي نقلب على خويا ونعرف اش وقع ليه ونعرفوا فين مشى. وهكذا كان يا ساده يا كرام، امين جمع النوضه ومشى كيقلب على الاخ ديالو فين مشى. وقبل ما يمشي يقلب على خوه رجع للدار ديالهم وتلاقى مع جداته. جده هي تسولو قالت لي اشنو جبتي لينا اليوم؟ قال لها جداتي راني ما جبت لك حتى شي حاجه، وديك البركه اللي كنت جايب معايا رقيت واحد الراجل مسكين ما عندوش وعطيتها ليه. جده قالت لي ها ولدي ما كاين حتى شي مشكل، مزيان لانك ساعدتي هذاك الراجل وحنا غادي نقضيو بداك الشيء اللي كاين وربي يعوض علينا وعليك ان شاء الله.
وهو يسولها قال لها با فينا هو؟ قالت لي وليدي باك راه ملي فاق الصباح هز شي حاجه في يديه وخرج من ديك الساعه راه باقي مرشح. امين ما بقاش هام واش با غادي يمشي يقلب على خوه ولا لا، ولا فين مشى ولا اش كيدير كاع. وكما قرر قبل هو اللي غادي يمشي يقلب على خوه بلا ما يتسنى يتشاور مع باه ولا حتى شي حاجه. سلم على جداه وقال لي هادي معايا رانا غنمشي نقلب على خويا حسن. دعات معاه جداته وقالت لي الله يستر لك والله يدير لك اللي فيها الخير. امين ملي مشى يقلب على الاخ ديالو توسط وسط من الغابه غادي يلقى واحد الرزمه مجموعه في واحد القنت وبحال فيها شي حاجه لداخل. ملي شافها تحدر عليها باللي حلها كيلقاها عامره بالذهب وعامره بالفضه وعامره بالمجوهرات. ايوا اي واحد غادي يتلاقى بهذا الرزق هذا غادي يقول هذا خير جابو لي الله وغادي يشدو يديرو في خباته ويزيد في حالاته. ولكن امين كان مربي من عند ربي باللي شاف هذيك الرزمه ولقى داكشي كامل وسط منها قال هذه ماشي ديالي واكيد غدا تكون طاحت لشي واحد ولا ضاعت منه غادي نخليها هنا باش لا عاود رجع يلقاها في بلاصتها. خلاها في البلاصه اللي لقاها فيها وشد طريقه باش يقلب على الاخ ديالو. وهو غادي في طريقه غيتلاقى مع واحد البنت جميله وجميله جدا ولكن جالسه في واحد البلاصه وكتبكي. ملي شافها امين جا عندها وسولها وقال لها علاش كتبكي؟ قالت لي ودي انا كنت دايزه من هنا وتلاقاو لي الشفاره وداو لي الذهب ديالي والفضه ديالي والمجوهرات اللي كانوا عندي وخلوني هنا من كساب من علام حتى من الفلوس اللي كانت عندي داو عليا. امين فكر وخمم مع راسته قال واقيلا هذيك الرزمه اللي كنت لقيت في الطريق غاده تكون هي ديالها اللي خونوا ليها وهذوك الشفاره اللي خونوا ليها داكشي اللي كان عندها طاح ليهم وطاح في البلاصه اللي لقيت فيها انا ديك الرزمه. وهو يقول لي ودي راه انا وجاي في طريقي هوقع ليا وهوقع ليا وهوقع ليا راه واقيلا هذاك الشيء اللي لقيت تما غادي يكون هو ديالك يلاه معايا نوريه ليك وربما يكون داك الشيء ديالك هو اللي خونوه ليك. امين تم غادي راجع من نفس الطريق اللي كان جاي منها وهذيك البنت جايه وراه. ملي وصلوا لقاو هذيك الرزمه باقا في بلاصتها هز امين وقال له شوفي هذا الشيء اللي كاين هنا واش هو ديالك. البنت غير شدات من عنده هذيك الرزمه وغبرات وطارت وكانها عمرها ما كانت. امين داخل تلف وما عرف ما يقول وما عرف ما يدير كيتلفت هكا وهكا كيقلب على ديك البنت ما لقاش ليها لا حس ولا اثر. شاف تعيا وهو يكمل على طريقه باش يقلب على الاخ ديالو. وهو غادي في الطريق كيسمع واحد الصوت داير به وكيقول ليه مول النية عمرو ما يخيب مول النية عمرو ما يخيب مول النية عمرو ما يخيب. امين ملي كيسمع هذا الصوت هذا كيشوف منين جاي وشكون اللي كيقول فيه كيتلافت هكا هكا ما كيلقى حتى شي واحد. وطول الطريق ديالو هو كيقلب على الاخ ديالو كيسمع هذا الكلام كيتكرر عليه بزاف ديال المرات. ملي كان امين كيقلب على الاخ ديالو شاعت الاخبار في القبيله باللي السي سعيد ولده الصغير حسن ضاع منه وهو ما مسوقش عليه وما كيقلبش عليه. وفي نفس الوقت الناس ديال القبيله بداو كيلاحظوا واحد التطور في الحياه ديال السي سعيد. كان فقير ما يكسب ما يعلم ما عنده حتى شي حاجه حتى ولا فلوسه وبخيره بخميره. والناس ملي لاحظت هذا الشيء هذا قالت باللي كاينه شي حاجه وخاصه ان هذاك السي سعيد مكروه عند الناس وما كيحملوش وكلهم عارفينه رعواني وما يسوح حتى بصله. وكثير شي من اللي عرفوا ان اخو امين هو اللي مشى يقلب عليه والاب اللي هو خاصو يمشي يقلب على ولده ما مدياش فيه وعطيها لاله ومالي وتقرقي بالسطالي عاد زيد فوق من داك الشيء داك الخير اللي نزل عليه وما عرفوش منين جا. هنا الناس ديال القبيله كاملين ولاو كارهين السي سعيد وما بقاوش كيحملوا وحتى واحد ما بقى كيسلم عليه ولا يديها فيه. سعيد ملي شاف التعامل كامل ديال الناس ديال القبيله ما بقاش عاجبو الحال وقرر انه يمشي في حالته علاش لا وجابو سخان حتى من امه خلاها تما وما داهاش فيها ومشى باش يعيش بداك الخير اللي جاه من عند داك الجن. اما امين مسكين فغادي مكمل وكيقلب على الاخ ديالو. واحد شويه امين كيوصل لواحد البلاصه فيها الطريق مسدوده وقدام واحد الشجره كبيره وخرج منها واحد الضوء. وهنا عاوتاني بدا كيسمع واحد الصوت كيهضر وكيقول انت واحد ولد صافي النيه وحنا اختاريناك. كيتلافت امين باش يشوف شكون اللي كيهضر ما كيلقى حتى شي واحد. واحد شويه هذاك الصوت هو يقول لي حل الباب ودخل. امين من غير انه كان واحد الولد صالح وكان واحد الولد طيب كان شجاع والشجاعه ديالو تحسب بعشرة الرجال. فتح هذاك الباب ودخل وسط من هذيك الشجره. ملي دخل مع هذيك الشجره كيلقى راسو في واحد القاعه كبيره وواحد الكرسي كيلوسط منها وجالس فوق منه واحد الراجل كبير وبين عليه الحكمه وبين عليه الرزانه. امين ملي شاف هذاك الراجل جالس فوق من ذاك الكرسي قال لي السلام عليكم. هذاك الراجل هو يجاوبه قال لي عليكم السلام ومرحبا بك السي امين حنا اختاريناك لانك واحد الانسان صافي النية وقلبك نقي. امين تفاجئ باللي هذاك الراجل كيعرف الاسم ديالو
وهو يقول ليه شكون انت سيدي وكيفاش درتي حتى عرفتي الاسم ديالي. هو يجاوب هذاك الرجل وهو يقول لي انا حكيم الحكماء واعطاني الله تبارك وتعالى من العلم ومن الحكمة ما شاء الله، وانا عارف اشنو درتي مع العائلة ديالك باللي ماتت الام ديالك، وعارف باللي جيتي لهنا باش تقلب على الاخ ديالك. داكشي علاش ولدي غادي نقول لك انت في المكان المناسب، وانا هادي سنين وانا كنتسنى واحد الانسان يكون فيه نفس المواصفات اللي كاينين فيك انت. امين. ملي سمع هذا الكلام من عند الشيخ الحكيم تزادت الحيره ديالو وبغى يعرف شنو كاين، وهو يقول لي هذاك الرجل الحكيم سمحني مزيان ولدي، خوك كاين في واحد المكان مع واحد المجموعه ديال الدراري اللي في السن ديالو ولا صغر منه شويه ولا كبر منه، وهذا المكان حاكمه ملك الجان وحتى واحد ما كيقدر يوصل ليه، وهذا ملك الجان كيضل نهار ومطال وهو كيقلب على الدراري اللي في السن ديال خوك ولا صغر منه ولا كبر منه شويه، وكيشدهم كاملين وكيحطهم عنده في هذيك البلاصه وكيسد عليهم. علاش؟ لانه خايف انه في يوم من الايام غادي يطلع واحد من دوك الوليدات كاملين يكون صالح ويكون القلب ديالو صافي وهو اللي غادي يكون السبب في الوفاة ديالو. هنا امين عاوتاني مسكين زاد حار وما بقاش فاهم شنو غادي يدير، وهو يقول لهذاك الحكيم راني دخت وقول لي اشنو خصني ندير. قال لي ها ولدي هاد ملك الجان عنده واحد القوه خارقه وحتى واحد ما يقدر يتغلب عليه الا واحد الانسان تكون نيته صافيه ويكون القلب ديالو بيض ويكون فيه المواصفات اللي كاينين فيك انت. داكشي علاش اختاريناك وجناك حتى لهنا باش نعطيوك السلاح الوحيد اللي غادي تقدر تغلب به هاد ملك الجان. وهو يجبد لي واحد القرعه ووسط منها كاين واحد الماء سميتو ماء الصفا، وهذا ماء الصفا ما كيتفاعلش مع اي انسان الا ذاك الانسان اللي فيه المواصفات اللي كاينين في امين، واي انسان اخر ما فيهش نفس المواصفات هذاك الماء كيولي ماء عادي ما كيدير حتى شي حاجه، ولكن ملي كيلقى الانسان اللي فيه المواصفات اللي مطلوبه كتولي فيه واحد القوه خارقه ديال الله تبارك وتعالى. وهو يقول امين هذا الماء هذا غادي تاخذه وغادي تمشي للبلاصه الفلان فلانيه اللي سميتها مدينه الشياطين، وغادي تلقى فيها ملك الجان، وفي البلاصه اللي كاين فيها ملك الجان تما فين غادي تلقى خوك وغادي تلقى هذوك الوليدات كاملين اللي مسجونين في ديك البلاصه. وإلا قدرتي توصل لملك الجان وتكب عليه هذا الماء هذا راه غادي يتحرك كامل وما غتبقى فيه حتى شي حاجه، ولكن رد بالك راه داك الجن راه ماكر وقوي وعنده واحد الافكار جهنميه ويقدر يلعب عليك ويردك حتى انت بحالك بحال هذوك الوليدات، ولكن ثقتي فيك كبيره لانني عارفك شجاع وقاد على هذه المهمه. امين ما خلاش داك الرجل الكبير ولا داك الحكيم يكمل الهضره، قال لي انا لها انا لا. خدمنا عنده هذيك القرعه، ومن بعد ما نعت لي داك الرجل الحكيم الطريق باش يمشي لمدينه الشياطين شد الطريق ديالو وتم غادي باش يتلاقى مع ملك الجان ويحرر الاخ ديالو وهذوك الدراري كاملين اللي كاينين معاه. وهنا يا ساده كرام غادي يتلاقى الخير مع الشر. الخير هو داك الوليد امين اللي الخبره ديالو في الحياه قليله وما عندوش بزاف ديال التجارب، وسلاحه الوحيد هو انه شجاع وقلبه صافي ونيته مزيانه. والشر هو هذاك الجني اللي حياته كامله مكر وخداع وادى ديال الناس. امين اللي قرب من المدينه ديال الشياطين اللون ديال السماء تبدل ولا احمر، ولا هذاك المكان موحش ومظلم ومخيف، ولكن امين كان شجاع وما خايف من حتى شي حاجه. ملي وصل لمدينه الشياطين بدا كيبان ليه واحد الغار وجاي منه الضوء. دخل لهذاك الغار فاذا به كيتفاجئ بواحد المكان موحش وكبير وكله حباسات، ووسط منهم كاينين بزاف ديال الدراري الصغار بما فيهم الاخ ديالو حسن. حسن الاخ الاصغر ديال امين ملي شاف خو امين وهو يغوت وفرح بدا كيعيط عليه. امين ملي شافو مشى لعندو وسلم عليه وقال ليه شنو جابك لهنا وكيفاش درتي حتى جيتي لهنا، وهو يقول ليه باللي باه باعوا لهذا ملك الجان مقابل انه يعطيه بعض المجوهرات والذهب والفضه واللؤلؤ والياقوت. امين ملي سمع هاد الهضره من عند الاخ ديالو بقى فيه الحال على التصرف اللي دار الاب ديالو، وهو يقول لخوه ما تخاف والو انا جيت لعندك لهنا باش نخرجك من هاد المكان هذا انت وهاد الوليدات هادو كاملين. وهو يقول ليه الاخ ديالو رد بالك راه هاد الجني هذا خطير وماكر وذكي ويقدر يديرها بك في اي وقت. وهو باقي كيهضر مع الاخ ديالو واحد شويه وكيخرج هذاك الجني موحش والوجه ديالو كيخلع، وهو يقول لي على سلامتك السي امين اشنو جيتي كدير هنا؟ امين بكل شجاعه قال لي جيت باش نحرر الاخ ديالي وهاد الوليدات هادو كاملين اللي مسجونين. هذاك الجني دار واحد الضحكه ماكره بحال الضحكه اللي كان دار ملي تلاقى مع الاب ديالو، وهو يقول ليه بالسلامه كيفاش غادي دير باش تخرج هاد الوليدات هادو وكيفاش غادي تفلت مني انايا؟ وهو يقول لي امين قبل ما نجي انا لهنا عرفت شكون انت وعرفت نقاط القوه ديالك وعرفت نقاط الضعف ديالك وعندي ليك الدواء
الدواء ديالك اللي غادي يقضي عليك، وهو يجبد هذيك القرعه من يديه ووراها لي. ملك الجان غير شاف هذيك القرعه عرف باللي هذاك الماء اللي فيها هو ماء الصفا، وعرف كذلك باللي امين فيه المواصفات الكامله اللي خصها تكون في هذاك الانسان اللي يقدر يستعمل هذاك الماء ديال الصفا. هنا ذاك الجني لقى راسه في واحد الموقف حرج، واي تصرف ماشي هو هذاك يقدر يؤدي به الهلاك. هنا ولد الحرام من فعيله وهو يخدم الذكاء ديالو، وهو يبدا يقول امين علاش عليك دابا هادشي هذا كامل اللي درتيه، وجيتي حتى لهنا بغيتي تحرر خوك وبغيتي تحرر هاد الولاد هادو كاملين، بغيتي خوك انا غادي نعطيه لك وسير في حالاتك وندير انا وياك عقد الصلح ونوليو اصدقاء ونعطيك داكشي اللي بغيتي ودي خوك وسير في حالك. امين يلا بغى يجاوبو، واحد شويه هو يسكت وبقى كيخمم وكيفكر، وهو يقول ليه واخا انا موافق على هادشي اللي قلتي ليا، اعطيني الاخ ديالي واعطيني داكشي كامل اللي قلتي ليا مقابل انني نتصالح معاك، وها هي اليد ديالي. الاخ ديالو حسن ملي شافو قال هكاك الجني، قال لي صافي هاد الطريق كامل جيتي حتى لهنا باش تبيعني حتى انت عاوتاني مره اخرى. امين هو يتلفت لعند الاخ ديالو قال لي انا ما غاديش نبيعك، انا غادي نخرجك من هنا وغادي ناخذ هادشي كامل اللي غادي يعطينا هاد ملك الجان، وغادي نمشيو فحالنا وغنعيش انا وياك بخير وسلام وجده والاب ديالنا حتى هو. ملك الجان ملي سمعو قال لخوه هاد الهضره هادي دار واحد الابتسامه عريضه وقال مع راسو امين دغيا طاح في الشبكه. امين هو يتلفت لعند الجني وشاد القرعه في واحد الليد ومد ليه ليد باش يتصالح معه. الجني كيقول في راسو انه الا شد ليد ديال امين غادي يحكمها ويتمتم شي كلمات وغادي يولي امين حتى هو وسط من السجن اللي كاينين فيه الدراري الاخرى. وامين حتى هو في نفس الوقت كيقول انه غادي يمد يديه ولكن ماشي للصلح، لحاجه اخرى. امين مد يديه، الجني مد يديه، ملي قربوا لبعضياتهم امين ويحل ديك القرعه وكبها على ملك الجان على الوجه ديالو. ملك الجان ملي تكب عليه هذاك الماء ديال الصفا بدا كيتفاعل هذاك الماء وداب داك الجني وكانه عمره ما كان ولا عمره كان تما كاينه في ديك البلاصه. وهكذا يا ساده كرام قدر هذاك الوليد الصغير يتغلب على ملك الجان ماشي بالقوه وانما بالذكاء وبصفاء القلب. مشى امين حل السجن ديال الاخ ديالو وحل السجن ديال هذوك الوليدات كاملين وخرجهم من هذاك الغار، وكل واحد في هذوك الوليدات مشى للعائله ديالو، وامين والاخ ديالو حسن رجعوا للقبيله ديالو. الناس ديال القبيله ساقوا الخبر بداك الشيء اللي وقع. امين خرج لعند الناس ديال القبيله وعاود لهم القصه ديالو ملي خرج من دارهم حتى وصل الغار ديال الجني وداك الشيء اللي وقع بينه وبين الناس ديال القبيله. بغاو يكرموا امين على الشجاعه ديالو وعلى الاقدام ديالو وعلى النيه ديالو وعلى الصلاح ديالو، وحدوا واحد النهار في العام اللي غادي يوليو يحتفلوا به وسموه هذاك النهار بعيد الصالحين، وداروا الحفلات والافراح وكل شيء فرحان بالرجوع ديال امين وبداك الموقف ديالو اللي دار مع الاخ ديالو. والناس كاملين فرحانين الا امين، تفكر انهم اللي رجع للدار ديالو هو الاخ ديالو، لقاو غير جده والاب ديالو ما كاينش، وتمنى ان الاب ديالو يكون حاضر وشوف هاد الشيء كامل اللي داروا ولده ويفتخر به. ملي سالوا الحفلات والافراح امين والاخ ديالو رجعوا للدار ديالهم وجلسوا مع جداهم، وامين مسكين بدا كيفكر كيفاش غادي يدير باش يرجع الاب ديالو، ولا على الاقل يمشي يقلب عليه فين مشى، واش باقي حي ولا مات ولا شتلات به ليا. وسبحان الله العظيم تقلبات الكفه، ولا الولد هو اللي كيقلب على الاب ديالو. مشى امين هو والاخ ديالو حسن كيقلبوا على الاب ديالو من هاد البلاد لهاد القبيله ومن هاد القبيله لهاد البلاد، وكل واحد شنو كيقول لهم، وكل واحد كيقول انا رشت واحد السيد هنا، واحد تيقول لي رانا شفتو في الواد، واحد تيقول لي انا شفتو فوق من الجبل. المهم كل مره واحد شنو كيقول لهم. من بعد ما دازت ايام وليالي وامين والاخ ديالو حسن كيقلبوا على الاب ديالهم، جابتهم الوقت لحدا واحد الواد باش يجلسوا يستراحوا فيه. وهما جالسين كيستراحوا كيبان لهم واحد الراجل جالس تحت من واحد الشجره، والمنظر ديالو ماشي هو هذا. امين تنضل عنده باش يسولو، ربما يكون محتاج لشي حاجه ولا يقدر يعاونو بها على شلا. ملي وصل حداه قال لي يا سيدي اشنو جلسك هنا وعلاش جالس بهذه الطريقه وكتبان ليا مهموم ومغموم وغير كتخمم. هذاك الراجل ملي هز راسو باش يشوف شكون اللي كيهضر معاه، امين كيشوف كيلقى باللي هذاك هو الاب ديالو جالس في هذيك البلاصه. ملي شافو عرفوا بعضياتهم تعانقوا وبقاو كيبكيو. حسن ملي شاف خو عنق هذاك الراجل عرف باللي راه هذاك الاب ديالو جا حتى هو وعنقو وبدا كيبكي عليه. هنا هما يسولوه قالوا ليه اشنو كدير هنا وعلاش خرجتي من الدار وشنو وصلك لهاد الحاله هادي وفين درتي داكشي كامل اللي عطاك هذاك الجني. قال لهم وليداتي ملي عطيت خوك لهذاك الجني وعطاني هذوك المجوهرات واللؤلؤ والمرجان والذهب والفضه رجعت للدار ديالي وانا نادم على هذاك الشيء اللي درت، ولكن الناس ديال القبيله كرهوني وما بقاوش حاملينني وما بقاوش بغاو يشوفوني في هذيك القبيله، ما قدرتش نجلس في هذيك القبيله اللي حتى واحد فيها ما كيبغيني، خرجت من تما ومشيت باش نعيش الحياه ديالي، ولكن وليدي فلوس الحرام كيمشيو في الحرام.
هذاك الشيء كامل اللي كان عندي من ذهب ومن فضة ومن لؤلؤ ومن مرجان بعته، وبالفلوس ديالو مشيت عاوتاني كملت على الطريق اللي كانت فيها الشراب والمحيا والكيف وكاع الموبقات كندير. ونهار على نهار هذوك الفلوس غادين وكينقصوا حتى وليت فقير من كسب من حلم. واليوم انا وليداتي كنعترف بالخطا ديالي وكنطلب من الله تبارك وتعالى انه يتوب عليا ويسمح لي، وكنطلب حتى منكم نتوما تسمحوا لي على هذا الاذى اللي تسببت لكم فيه. وسبحانك يا جليل، الحمد لله من اللي الاب اعترف بالخطا ديالو وتاب الله تبارك وتعالى، والله سبحانه كيقبل التوبه ديال العبد ديالو في اي وقت وفي اي مكان. امين. اخوه قالوا لباهم احنا مسامحين ليك وما عندنا حتى شي مشكل، والدليل هو اننا حنا اللي خرجنا كنقلبوا عليك ونشوفوا فين مشيتي. الحمد لله دابا ملي لقيناك اترجع معنا للقبيله ديالنا، وغنعيشوا ان شاء الله بخير وعلى خير وفي امن وامان انت وحنا وجدادنا. وهكذا يا سادة يا كرام، رجع السي سعيد مع الوليدات ديالو لعند جداهم وعاشوا في امن وامان، ومشات حكيتي من واد الواد وبقيت انا مع ولاد الجوال. وهنا كنوصلوا لنهايه الحكايه، كنتمنى انها تكون عجبتكم، ولا عجبتكم لا بد انكم تدخلوا ديروا جيم لهذا الفيديو هذا وتخليوا تعليق، ولا قدرتوا تبارطاجيو الفيديو غادي يكون احسن. تهلاو ليا فراسكم ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، والسلام عليكم.